بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما دايما متعودين نبدأ مع حضراتكم بالكورونا، زي ما كنا الأول بنبدأ مع حضراتكم بكرة القدم، لكن دلوقتي بنبدأ بالكورونا. بقالنا فترة حوالي أسبوعين أو أكتر شوية بنتكلم في هذا الموضوع، ولكن أهم ما يلفت الأنظار خلال أو يلفت الأنظار خلال هذه الفترة وهو حملة التوعية الواضحة جدا من كل الإعلاميين وفي كل شاشات التلفزيون، كل الناس بتتكلم على هذا الموضوع. أيضا حاجة مهمة أخرى بتلفت الأنظار وبشكل واضح جدا أن هناك بعض الأمور اللي بتحدث من المواطن المصري خلال الفترة السابقة. الحقيقة من الواضح أن هناك التزام، أو الالتزام الحمد لله بيزيد يوم مع التاني، أو كل ما الناس بتحس بخطر بتلتزم أكتر وأكتر، والناس كل ما بتشوف ماذا يفعل أطباء مصر وماذا يفعل جيش مصر وماذا تفعل شرطة مصر، الحقيقة الناس بالنسبة لها الموضوع بيبقى أكثر التزاما من السابق. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الفترة اللي فاتت كان في بعض عدم الالتزام، كنا بنشوف تجمعات بتحصل أمام البنوك، بنشوف تجمعات بتحصل في الأسواق، بنشوف تجمعات بتحصل حتى أيام الجمعة والسبت اللي هي الأيام اللي بتبقى أجازة، ناس بتاخد بعض وبتطلع الساحل، بتطلع العين السخنة، بتطلع مش عارف فين، تنزل المتنزهات. كلنا زهقانين وكلنا عارفين ان الامور صعبه جدا جدا جدا، ولكن حياه المواطن المصري هي الاهم بالنسبه لكل الموجودين في الدوله المصريه. الدوله المصريه الان تبحث عن حياه المواطن المصري. حياه المواطن المصري النهارده خليك في البيت، هي دي انسب حاجه وامن حاجه، خلي حضرتك في البيت. مش عايزين حضرتك تنزل كتير، الا اللي عايز ينزل ينزل للضروره القصوى. الضرورة القصوى فقط هي اللي ممكن تخليك تنزل وتتحرك وتروح وتجيب اللي انت عايزه وترجع بيتك تاني. ولما ترجع البيت كلنا عارفين تغسل ايدك ازاي، او تاخد دش او تستحمى. يعني دي اهم حاجة خلال هذه الفترة، وهي النظافة الشخصية لكل المصريين. الحقيقة اللي هي دايما موجودة، لانه كل المصريين الحقيقة او معظم المصريين عندهم هذا الموضوع. ده شيء مهم جدا، ولكن في نفس الوقت لما نيجي ننظر للي بيحصل هنلاقي نفسنا سعداء وفخورين جدا جدا بما تفعله الدولة المصرية وبما يفعله أطباء وجيش مصر وشرطة مصر خلال هذه الفترة. في بعض الأشخاص أو بعض المواطنين المصريين بيبقوا مضطرين، وده ممكن نتفهمه شوية أو ممكن نعرفه شوية، إن بعض المواطنين بيبقى عنده شغل فلازم ينزل، لازم ينزل. ده ممكن نتفهمه على الرغم إن هو غلط، ولكن نتفهمه. لكن حضرتك رايح الدنيا زحمة، تلاقي أسواق كده والدنيا زحمة فيها، كأن الأيام كأن الموضوع طبيعي جدا ومفيش ولا كورونا ولا وباء ولا أي حاجة خالص. دي حاجة غريبة بالنسبة لي. بعض البنوك بتلاقي عليها تجمعات كتيرة جدا، ولكن الحمد لله الموضوع ده قل جدا خلال هذه الفترة. ولكن دايما اللي بيلفت نظري المجهودات اللي بتعملها الدولة، المجهودات اللي بتعملها الدولة. مش هقول كل المصريين، ولكن هقول 95% من المصريين سعداء جدا وراضيين جدا بما يحدث من الدولة المصرية خلال هذه الفترة. عندنا جيش مصر الأبيض، الحقيقة الأطباء، الحقيقة أنا بوجه لهم شكر كبير جدا جدا جدا، الأطباء والممرضين والإداريين في كل مستشفى والعاملين في كل المستشفيات والعاملين في كل الصيدليات. الحقيقة ناس بتتعب جدا 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 علشان هم اللي في الصفوف الأولى. يعني لما تيجي تتكلم عن مرض كورونا او عن وباء كورونا هتعرف قد ايه الناس دي بتخاطر بنفسها، بتخاطر بان هي تبقى موجوده دائما في الصفوف الاماميه، هي اللي بتستقبل الحالات. فمن الطبيعي ان يحصل تلاقي مستشفى فيها حاله اتنين تلاته، بيحصل يا جماعه في كل انحاء العالم زي ما حضراتكم شفتوا خلال الفتره السابقه. ولكن في النهايه يظل دائما اطباء مصر هم ليهم كل الشكر وليهم كل التحية الحقيقة على الفترة السابقة. مش الأطباء بس، أنا بتكلم لما بتكلم على الأطباء بتكلم على الممرضين الحقيقة اللي بيبقوا دايما برضو متواجدين في الصفوف الأمامية، بنتكلم على الإداريين اللي موجودين في كل المستشفيات، بنتكلم على كل اللي بيعمل في أي مستشفى أو في أي صيدلية، صيدليين اللي متواجدين في كل الصيدليات علشان يلبوا حاجات الناس. زي ما حضراتكم شايفين الكل، رجال الإسعاف، الكل بيعمل عشان صحة المواطن المصري، وأن المواطن المصري بالنسبة لحكومته وبالنسبة لدولته هو أهم شيء في الموضوع كله. بالنسبة لنا هناك بعض الخسائر الاقتصادية، ولكن في النهاية صحة المواطن المصري هي اللي بتهم الجميع.
علشان كده أنا بشكر كل أطباء مصر، بشكر كل العاملين، كل الممرضين، كل العاملين في موضوع الصحة المصرية أو في وزارة الصحة المصرية. دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كانت موجودة في إيطاليا امبارح الحقيقة، وكان موضوع جميل جدا جدا إن أنت في عز الأزمة وفي عز الظروف الصعبة بتلاقي إن المساعدات المصرية متواجدة في أي حتة في العالم الحقيقة. وأنا متخيل إن بلدنا بحكومتنا إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية الحمد لله الأمور زينا عندنا زي الفل، زي ما حضراتكم شايفين الأمور ماشية في مسارها الطبيعي. نرجو بس خلال الفترة القادمة بعض الالتزام من المواطن الغير ملتزم، لأن في نسبة كبيرة جدا ملتزمة جدا باللي بيحصل، وشايفين إن الخطر قريب جدا من أي حد فينا. أي حد فينا معرض إن هو يحصل له كده، وأي حد فينا الخطر مش بعيد، الخطر قريب. عشان كده نتمنى إن خلال الفترة القادمة العشر أيام اللي جاية، هي عشر أيام صعبة جدا، نتمنى إن شاء الله إن إحنا نلتزم البيوت على قد ما نقدر. أنا عارف إن الموضوع صعب، وأنا مجرب وكلنا مجربين وعارفين إن القعدة في البيت صعبة جدا، صعبة لأن أنت بتبقى قاعد في بيت مش قادر تتحرك، مش قادر تروح، مش قادر تيجي. ولكن معلش نستحمل عشان عايزين نرجع الحياة، وعايزين نشوف الحياة تعود كما كانت قبل موضوع الكورونا. فنتمنى يا رب إن إحنا نلتزم دائما. وزي ما حضراتكم شايفين، زي ما شكرت الأطباء وكل العاملين في وزارة الصحة وفي الصحة في مصر عموما، الحقيقة أنا بشكرهم جدا على اللي بيحصل وعلى اللي بيعملوه، وعلى دايما تقدمهم للصفوف ووجودهم دائما في المقدمة لمحاربة هذا المرض وهذا الوباء اللي بينتشر في العالم كله. جيش مصر الأبيض دائما سيظل دائما متواجد في الصفوف الأولى، أي إصابات بتحصل، أي أمور بتحصل، إن شاء الله إن شاء الله تعدي وتعدي على خير. أيضا وحضرتك من الساعة 7 بتكون موجود في البيت، الشرطة المصرية والجيش المصري متواجد في كل أنحاء جمهورية مصر العربية عشان يأمن حضرتك من أي لا قدر الله أي حاجة تحصل كده ولا كده ولا كده. عندك الشرطة المصرية متواجدة في البيوت، عندك الجيش المصري متواجد في البيت، متواجد أنا آسف في الشارع من الساعة 7 لغاية تاني يوم الساعة 6 الصبح. حضرتك لما بتقوم الصبح الساعة 6 وبتنزل من الساعة 7 بالليل للساعة 6 الصبح حوالي 13 ساعة، شرطة مصر وجيش مصر متواجدين في الشارع وبيأمنوا حضرتك من كل الأمور، من كل الأمور. مش عايزين حضرتك تنزل، عايزين حضرتك تفضل موجود في البيت، لأنه خلال الفترة القادمة وجودك في البيت هو الأهم، وجودك في البيت هو اللي هيوصلنا إلى بر الأمان. الوجود في البيت هو إن شاء الله اللي هيعدينا من المحنة اللي احنا متواجدين فيها، لأنها محنة صعبة جدا جدا جدا. نتمنى إن شاء الله إن هي تعدي. زي ما حضراتكم شايفين من أول رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي لغاية أصغر عامل في الدولة، الكل بيتابع أن يكون هناك دائما حرص على صحة المصريين، على صحة المواطن المصري. من البلاد القليلة جدا ويمكن البلد الأول اللي بادر وان هو يجيب كل المصريين اللي متواجدين في الخارج على قد ما بنقدر طبعا، او على قد الحكومه المصريه ما بتقدر، بتحاول تجيب كل المصريين اللي متواجدين او العالقين في الخارج. نتمنى ان الكل يلتزم، نتمنى ان الحجر الصحي، عودتك من الخارج تعني وجودك في الحجر الصحي لمده 14 يوم زي ما وزاره الصحه بتقول. وكل الامور يجب ان تتم خلال الفتره القادمه ان شاء الله. الالتزام من المواطن المصري، الالتزام من الحكومة المصرية زي ما احنا شايفينه، ومن كل الوزارات المعنية بهذا الموضوع. نتمنى يا رب ان الامر يعدي، وان شاء الله كرة القدم ترجع. انا هتكلم على اللي يخصني، اتمنى ان كرة القدم ترجع، واتمنى ان الحياة تعود بشكل طبيعي عشان حتى ترحمنا من حاجات كتيرة جدا هتكلم عنها دلوقتي، لانه في مواضيع هامة جدا 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 لازم اتكلم فيها مع حضراتكم، لانه الكل بقى بيهبط في كرة القدم يعني، أو لو في كرة القدم في بعض البرامج كده. لكن هتكلم مع حضراتكم في أمور كثيرة جدا تخص هذا الموضوع. ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن أطباء مصر وجيش مصر وشرطة مصر وماذا يفعلوا في هذا الوقت الصعب جدا. نطلع نشوف. طيب في موضوع تاني عايز اتكلم فيه مع حضراتكم الحقيقه قبل ما اسيب موضوع الكورونا.
اليومين ثلاثة اللي فاتوا سمعنا بعض التصريحات من بعض الأطباء الأمريكان والفرنسيين تكلموا على أن هناك عقار سيتم تجربته خلال الفترة القادمة، والأطباء دول بيطالبوا بأن يتم تجربة هذا العقار على بعض الأفارقة. بالنسبة لي كان علامة استفهام كبيرة جدا، حتى العنصرية في المرض، هناك عنصرية في المرض، مصدوم جدا أن لسه فيه عقليات بمثل هذا الشكل، وعقليات من المفترض ان هم عايشين في اوروبا وعايشين في امريكا، بلاد الحريه وبلاد الديمقراطيه وبلاد كذا وبلاد كذا، يقول لك ايه؟ يقول لك اصل احنا يا جماعه هنجرب هذا العقار على بعض الافارقه. كلام غريب جدا ومنتهى العنصريه اللي الكل بينادي ان هي ما تبقاش موجوده في كره القدم، يعني في الملاعب. تخيلوا حضراتكم ان بيتقال كده، بيتقال ان خلينا نجرب هذا العقار على بعض الافارقه. كلام غريب جدا، والحقيقه الموضوع ده لاقى صدى واسع جدا، والناس الحقيقه بعض اللاعبين الافارقه المتواجدين المنتشرين في العالم كله تكلموا على هذا الموضوع وادانوا بشده هذا الامر لتراجع عنه، او اتمنى ان يتراجع عنه الاطباء الامريكان والفرنسيين عن مثل هذه التصريحات. هي لن تحدث لان لن يقبل احد بمثل هذا الشكل، وفي نفس الوقت أتمنى أن هم يتراجعوا عن مثل هذه التصريحات. في إطار الكورونا أيضا، اتحاد كرة القدم أعلن في بيان رسمي أنه أطلق مبادرة لدعم لاعبي القسمين الثالث والرابع. والحقيقة القسم الثالث والرابع في مصر يستحقوا الدعم، يستحقوا أن يكون هناك دعم من كل أطراف منظومة كرة القدم. وأنا بأحيي اتحاد كرة القدم وبأحيي القائم على هذه المبادرة. يعني أنا اتكلمت مع أحد أعضاء مجلس اللجنة الخماسية في هذا الموضوع من حوالي أسبوع، أن يجب أن يكون هناك شيء يحصل علشان لاعبي القسم الثالث والرابع، لأنهم الحقيقة بيعانوا وبشدة خلال الفترة السابقة، لأنهم يعني بيتعبوا في وقت ماشي، يعني لما بيبقى الدوري شغال يعني في مكافآت فوز، على الرغم من ان هي 100 و200 و500 و600 جنيه يعني، ولكن في النهايه في مكافآت فوز وفي مرتبات، لكن الامور دلوقتي بتبقى صعبه جدا. فانا الحقيقه اتكلمت مع احد اعضاء اللجنه الخماسيه واتكلمت معاه في هذا الامر، والنهارده الحقيقه او امبارح بيان رسمي خارج من اتحاد كره القدم بيتكلموا فيه على ان يجب ان يكون هناك مبادره من الجميع لإنقاذ لاعبي القسم الثالث والرابع، مش إنقاذ ولكن دعم خلال الفترة الصعبة اللي احنا متواجدين فيها. وقالوا ان هم هيحطوا الصندوق خلال الفترة اللي جاية متواجد، وهيحطوا رقمه علشان اللي عايز يدعم هذه الفئة من اللاعبين الرياضيين في القسم الثالث والرابع. أتمنى ان يلاقي هذا الصندوق رواج خلال الفترة اللي جاية، لانه بالفعل اللاعبين في القسم الثالث والرابع يستحقوا هذه المساعدة. طيب، ده كان كلامنا عن الكورونا، ومهم جدا ان احنا نتكلم في هذا الموضوع. عندي كلام هام جدا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم زي ما قلت لكم في الاول، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى هرجع اتكلم عن بعض البرامج اللي بتتكلم في اي شيء، اي هبت. خلينا نطلع بس فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. خلال الفترة السابقة الحقيقة تحديدا بعدما وقفت كرة القدم، ما بقاش في حد بيتكلم في أي حاجة، وما عندكش أي أمر تتكلم فيه من النواحي الفنية. أول دعاء دايما الواحد خلال من الرياضيين خلال هذه الفترة بيتكلم معاه أو بيدعي بيه هو إن يا رب كرة القدم ترجع، يا رب كرة القدم ترجع. ليه؟ علشان ترحمنا من حاجات كتير جدا جدا، حاجات كتير جدا، لأنها بتحدث خلال الفترة السابقة في بعض برامج أنا بسميها برامج يعني لازم أعمل قصة أو حاجة معينة في البرنامج علشان أقدر، أو ما يخص النادي الأهلي طبعا، أي حد عايز ينتقد ينتقد النادي الأهلي، أو أي حد عايز يتشهر لازم يتكلم عن النادي الأهلي بشكل سلبي علشان يتشهر، خصوصا إذا كنت بتلعب في النادي الأهلي قبل كده. فالحقيقة البرامج دي انا لقيتها كترت جدا خلال هذه الفتره، وانا عاذر الناس كلها لان مفيش حد يتكلم في اي حاجه، مفيش حاجه تتكلم فيها.
وانا الحقيقه ما بكونش انا كاسلام يعني ما بكونش مبسوط لما بطلع كل اسبوع اتكلم في هذا الموضوع، ولكن الحاجه اللي بشوفها بتخليني ببقى متضايق جدا من جوايا. يعني تخيلوا حضراتكم ان تجدد لوليد سليمان يقول لك الله ما انت اديته فلوس، تجدد لوليد سليمان يقول لك الله ما انت اديته فلوس واديته فلوس كتير كمان، هم بيقولوا كده. في نفس الوقت ما تجددش لاحمد فتحي او احمد فتحي ما يجددش، يقول لك لجنه التخطيط دي لجنه فشل ما جددتش لاحمد فتحي. بالعقل طب اللي عارف موضوع احمد فتحي واتكلمنا فيه خلال الفتره السابقه ولسه هتكلم عنه، عن موضوع احمد فتحي تحديدا وعلاقته الشخصيه بيا وعلاقتي الشخصيه بيه، وهتكلم في موضوع مهم جدا ولكن بعد شويه. تجدد لوليد سليمان يقول لك ما بفلوسكم، ما انتوا جددتوا بالفلوس لوليد سليمان. طب ما هو اي لعيب في العالم بيجدد بفلوس يا جماعه، ولا دي جديده؟ طيب احمد فتحي ما يجددش يقول لك اصل لجنه التخطيط فاشله ما عرفتش تجدد لاحمد فتحي. على الرغم من الكلام اللي قاله كابتن احمد فتحي نفسه والكلام اللي قاله كابتن نادر شوقي، وحضراتكم عارفين ملابسات الموضوع. ما هو ما عندوش حاجه يتكلم فيه، ما فيش حاجه تتكلم فيه، فاعمل ايه؟ انا عايز الناس تتفرج على البرنامج ده او عايز الناس تبص على البرنامج ده، فاعمل ايه؟ هطلع اخبط في الاهلي، هطلع اخبط في لجنه التخطيط، هطلع اقول ان كلام مش منطقي. من وجهه نظري هو كلام مش منطقي، مع احترامي الكبير لكل اللي بيتكلم في هذا الموضوع، هو كلام غير منطقي. لجنه التخطيط ومدير الفني ارتأوا ان يجب ان يتم التجديد لوليد سليمان ولاحمد فتحي. جددوا لوليد سليمان في 10 دقائق، مش كلامي، كلام نادر شوقي. وموضوع احمد فتحي في النهايه احمد فتحي اعتذر وتمنت لجنه التوفيق لاحمد فتحي خلال الفتره اللي جايه. ادي الموضوع بمنتهى البساطه، عرض وطلب، او انا بعرض عليك كذا وحضرتك بتوافق او بترفض، دي حاجه تخص اللاعب نفسه، ما عنديش اي مشكله في هذا الامر. فاعمل ايه؟ لازم اطلع اقوم جاي مخبط، ولازم اقول لي كلمتين هنا، اخبط في لجنه التخطيط واخبط في الاهلاويه واخبط في الاهلي، علشان الناس تبتدي تقعد تتفرج عليا. واضح جدا، وانا نفسي كره القدم ترجع وترحمنا من الهبد اللي بيحصل. واحد تاني يطلع يقول لك ايه؟ اصله انا مره في احد البرامج يعني يقول لك ايه؟ انا مره رحت وكاله الاهرام للاعلان وقلت لهم انا عايز كذا كذا كذا، تعملوا معايا كذا كذا، قالوا له لازم تكتب عن النادي الاهلي كويس علشان نديك اعلانات. تخيلوا حضراتكم الموضوع وصل لغايه فين؟ وكاله الاهرام او في الاهرام دائما ما ينتقد النادي الاهلي داخل هذه الجريده العريقه التي لا تنظر الى اسم النادي ولكن تنظر الى انها الجريده الرسميه او من الجرائد الكبيره الرسميه في مصر. ودائما ما ينتقد النادي الاهلي داخل هذه الجريده خصوصا في ظل وجود الكابتن حسن حمدي، ويمكن هو طلع اتكلم في هذا الموضوع قبل كده، واحد من اساطير كره القدم في مصر والنادي الاهلي، واساطير الرياضه في مصر والنادي الاهلي، كابتن حسن حمدي. تخيلوا حضراتكم وصلت لايه؟ وصلت ان هو يتكلم بهذا الشكل وبهذا المنطق. انا ببقى متضايق جدا لما بطلع اتكلم في الموضوع ده، والله بجد يا جماعه ببقى متضايق جدا، ولكن في حاجات بتبقى مستفزه وحاجات واضحه وصريحه. واضحه وصريحه ان انت اعمل ايه؟ لازم اقوم جاي قايل كلمتين عشان انا اكمل في الموضوع اللي انا فيه. قصص ملهاش ليس لها اساس من الصحه، ومجرد حكاوي بنملى بيها الهوى عشان اكمل واشتغل في قناه معينه او في حته معينه، وعشان ارضي مجموعه من الناس. حاجات غريبه جدا الواحد بيشوفها خلال هذه الفتره. بينتقدوا الاشخاص بدون مبرر، بدون مبرر. يقول لك اصله كابتن محسن صالح بعيد عن النادي الاهلي بقاله فتره طويله. طب وايه يعني؟ كابتن محسن صالح قيمه وقامه كبيره جدا جدا في عالم كره القدم وفي النادي الاهلي. فالحقيقه حاجات غريبه جدا الواحد بيشوفها والواحد بيسمع عنها، ولكن انا ما بحبش اتكلم الحقيقه في هذه الامور، ولكن اللي انا شايفه بيخليني ابقى مستفز جدا من الكلام ده. ممكن حضرتك تنتقد النادي الاهلي، ما عنديش مشكله انتقد النادي الاهلي، ولكن انتقد في ان يعني ممكن تقول ان الاهلي عمل كذا او ما عملش كذا في موضوع احمد فتحي كذا، ولكن بتتكلم تقول حاجات عكس بعض. يعني النادي الاهلي جدد لوليد سليمان، ما هو جدد بفلوسه. طب ما هو احمد فتحي ما جددش، احمد فتحي ما جددش،
فشل لجنه التخطيط، حاجه غريبه جدا. طب واحد جدد وواحد ما جددش، موضوع عرض وطلب، هات وخد. وفي النهايه اللاعب هو من يقرر مع النادي. حاجات الحقيقه بنسمعها، الله يكون في عون الجمهور، الله يكون في عون المشاهد الحقيقه خلال هذه الفتره، لانها فتره صعبه جدا. ولكن انا ثقتي كبيره جدا في جمهور النادي الاهلي، وعارف كويس جدا ان هم لما بيتفرجوا على مثل هذه الامور بيعرفوا يقيموا كويس جدا اللي بيتقال. حاجه بتتقال عكس بعض في برنامج واحد مع ضيف بيقول عكس بعض، كلام بيحصل عكس بعضه. وليد ما جددش اصل احمد وليد جدد اصل احمد ما جددش، هنا بفلوسه وهنا اصله مش عارف ايه، لجنه فاشله. كلام غريب جدا وكلام عكس بعضه. الله يكون في عون المشاهد المصري خلال هذه الفتره، وموضوع صعب. وبعدين يطلع يقول لك اصل من مصادري، دي معلومات من جوه. جوه منين؟ جوه منين حضرتك؟ جوه منين؟ اذا كنت انا في حاجات ما بعرفهاش من جوه، وانا جوه جوه يعني، مش انا وغيري يعني في القناه يعني، او في حاجات غريبه جدا بتسمعها، وحاجات تخليك والله ما انا ببقى قاعد كده اقعد ابص اتفرج اقول ياه بجد من مصادرك ومن جوه ماشي. وهو طبعا ولا صحفي ولا اي حاجه خالص، يعني هو مش صحفي، اللي بيتكلم ده مش صحفي. فيعني اي كلام بيتقال، اي هبد بيتقال وخلاص، لمجرد ان انا اخبط في النادي الاهلي علشان الناس تقعد تتفرج عليا، اخبط في محمود الخطيب علشان الناس تقعد عليا، اخبط في لجنه التخطيط علشان الناس تقعد تتفرج عليا. لكن اتكلم كلام عاقل. يعني ممكن حد يقول لك ايه، بعض الامور ممكن تتقال فيها اصل النادي الاهلي، كلام منطقي ممكن يحصل ان انا انتقد النادي الاهلي في اي شيء، اي شيء في اي موضوع انتقد براحتك، ولكن انتقد كلام لما اسمعه احاول ان انا كاسلام يعني لما اسمعه احاول اغيره علشان اقدر امشي كويس، اقدر امشي احسن ما انا ماشي كمان. لكن مجرد هبد وكلام، الله يكون في عون الجمهور المصري خلال هذه الفتره، لانها فتره صعبه جدا. طيب قبل بس ما استقبل ضيفي الاول، والنهارده عندي ثلاث فقرات من العيار الثقيل كالعاده الحقيقه في ملعب الاهلي خلال الفتره الاخيره. وانا هتكلم عن احمد فتحي، لان انا لقيت بعض مواقع طبعا كلها تنتسب لمن لا يشجع النادي الاهلي. او هتكلم في ثلاث اسماء، احمد فتحي، حسام غالي، عماد متعب. هتكلم في ثلاث اسماء بالترتيب كده، احمد فتحي، حسام غالي، عماد متعب، او حسام غالي وعماد متعب مع بعض. بالنسبه للكابتن احمد فتحي، احمد فتحي اخويا الصغير، واحمد فتحي سيظل بالنسبه لي واحد من اقرب الناس الى قلبي، لانه اللي بيني وبينه، اللي بيني وبين احمد فتحي عمره ما هيتغير، عمره ما هيتغير، لان انا بحب هذا الشخص او هذا اللاعب بشكل او باخر. فالمره اللي فاتت او الحلقه اللي فاتت انا اتكلمت على موضوع احمد فتحي، قلت كلمتين، قلت يا جماعه ان جمهور النادي الاهلي لن ينسى 13 سنه من العطاء مع احمد فتحي، عملهم احمد فتحي داخل النادي الاهلي، 13 سنة بيموت نفسه، 13 سنة صلي على الحبيب أحمد فتحي بميت لعيب، 13 سنة الناس كلها بتتكلم عن هذا الأمر، الناس كلها بتتكلم عن أحمد فتحي، لأن الناس كلها شايفة أن أحمد فتحي واحد من أفضل اللاعبين خلال 13 سنة من العطاء إداهم أحمد فتحي داخل النادي الأهلي. وقلت في نفس الموضوع أن برضو جمهور النادي الأهلي لن ينسى موقف أحمد فتحي من التجديد. هل الكلام اللي انا قلته ده يعيب احمد فتحي؟ هل الكلام اللي انا قلته ده يعيب النادي الاهلي؟ اطلاقا. انا قلت حقيقه. قلت حقيقه ملموسه من جمهور النادي الاهلي، وحضراتكم شايفينها على كل مواقع التواصل الاجتماعي، واي حد بيكلمني بيقول لي هذا الكلام، بيقول لي انا باخد كلمتك يا كابتن اسلام، اللي هي احنا عمرنا ما هننسى 13 سنه، ولكن عمرنا ما هننسى موقف احمد فتحي من التجديد. ايه اسبابه؟ هو حر. أنا يعني أحمد فتحي بالنسبة لي هو حر، أنا لسه ما اتكلمتش معاه، لكن هو حر يختار زي ما هو عايز، يختار اللي هو شايفه من وجهة نظره هو صح. لكن هل حد هيقدر ينسى هدف أحمد فتحي في طلائع الجيش مثلا؟ مثلا يعني دي حاجة جت في دماغي فجأة، ما حدش هيقدر ينسى هذا الموضوع. هل حد هيقدر ينسى نهائي الكأس أنا آسف قدام المصري؟ صحيح اللي جابها من فوق وكلنا قلنا له إيه الجمال ده؟ محدش هينسى الاهداف دي، محدش هينسى عطاء من جمهور النادي الاهلي، خلي بالكم انا بتكلم على جمهور النادي الاهلي. محدش هينسى العطاء اللي عمله احمد فتحي في 12 13 سنه.
ولكن في نفس الوقت هل حد هينسى عدم تجديد احمد فتحي للنادي الاهلي؟ لا طبعا محدش هينسى، محدش هينسى ال 13 سنه ومحدش هينسى التجديد اللي عمله احمد فتحي. فانا قلت الحقيقه، انا ولا بعت احمد فتحي زي ما مواقع تابعه لبعض من لا يشجع النادي الاهلي كاتبه في هذا الامر، وكتير قوي بعتوا لي عليها، يعني قالوا لي يا كابتن شوف الناس دي بتتكلم في ايه، ولكن انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم، لكن انا حبيت برضو لان في بعض الاهلاويه الحقيقه مشوا في هذا الاتجاه. انت ازاي؟ لا طبعا انا عمري ما اتكلم على احمد فتحي بطريقه سيئه، لان احمد اخويا وحبيبي ده اولا، وثانيا النادي الاهلي ما اتعلمناش فيه كده. لا احمد خلاص الموضوع انتهى هنا، الموضوع انتهى هنا بعد 13 سنه من العطاء، الموضوع انتهى. محدش هينسى ال 13 سنه ومحدش هينسى التجديد، عدم التجديد، بس هو ده الموضوع بالنسبه لي وبمنتهى البساطه. لكن احمد فتحي هفضل احب احمد فتحي، وهفضل اتكلم كويس عن احمد فتحي، ولما يبقى وحش في ماتش هقول له ان هو وحش، ولما يبقى كويس هقول ان هو كويس، ما عنديش اي مشكله في هذا الامر. برضو خدوا الجزء اللي انا بتكلم فيه عن احمد فتحي اللي هو ايه؟ اللي هو وانا بقول اهم مكاسب النادي الاهلي خدها عشان احمد فتحي مشي. طيب انا دايما من الناس اللي ببص لنص الكوب المليان مش الفاضي. يعني ايه؟ يعني انا كشخص لما باجي افكر وانا بشتغل في قناه النادي الاهلي دايما بحاول ان انا اتكلم عن الايجابيات اللي موجوده في القرار. هل ده معناه ان مفيش سلبيات في القرار؟ لا في اكيد، لكن انا لما اجي اتكلم هتكلم عن الايجابيات اللي موجوده في القرار، لان هو المهم، هو ده المهم بالنسبه لي كنادي اهلي وكاهلاويه. فلما جيت اتكلمت قلت ايه؟ قلت يا جماعه اهم المكاسب لعدم تجديد احمد فتحي ان انت نزلت هتنزل بالاعمار السنيه شويه خلال الفتره اللي جايه، وفرت 20 25 مليون جنيه كان هياخدهم احمد فتحي، ممكن تديهم لحد اصغر منه سنا وبالتالي تستفيد منه وقت اطول. هو ده اللي انا قلته على احمد فتحي. هل الكلام ده مش صحيح؟ لا الكلام ده صحيح وما زلت مصر على هذا الكلام، ولكن لما باجي اتكلم لازم اتكلم عن النواحي الايجابيه في القرار. لا ولا لازم اطلع اقول ايه يا جماعه؟ لا والنبي احمد فتحي مشي فالاهلي هيموت، الاهلي هيغرق، الناحيه اليمين في النادي الاهلي هتبوظ، الناحيه اليمين في النادي الاهلي هيبقى فيها مشكله. لا ده مش هيحصل. النادي الاهلي الخطيب بطل، الله يرحمه صالح سليم بطل، ربنا يديله الصحه كابتن حسن حمدي بطل، مختار التتش الله يرحمه بطل، الكابتن مختار التتش الله يرحمه بطل، الناس دي كلها بطلت بقى ومشيت من النادي الاهلي خالص، اساطير بطلت. لكن انا المفروض ان انا اقول ايه؟ لا والنبي يا جماعه عشان خاطري ابوس ايدك يا احمد يا فتحي والنبي العب في النادي الاهلي، لا النادي الاهلي هيحصل له حاجه. ايه يا جماعه الكلام ده؟ ايه يا جماعه النادي الاهلي مش كده، النادي الاهلي مش كده، وانا عمري ما هطلع اقول حاجه ضد ضميري وضد اخلاقي كاسلام، يعني انا بتكلم هنا كاسلام. فلكن هي بالعقل كده، احمد فتحي مشي من النادي الاهلي، ما حدش هينسى ال 13 سنه وما حدش هينسى عدم تجديده للنادي الاهلي، ونسال في ده جمهور النادي الاهلي مش حد تاني. الموضوع التاني ان احمد فتحي، انا الكوبايه اهي قدامي، الكوبايه موجوده اهي، انا ليه ابص على النص اللي مش مليان؟ انا ابص على النص المليان، انا كجمهور اهلي وكقناه اهلي لازم اعمل كده، وهو ده اللي انا بعمله وهو ده اللي انا هعمله. ولكن علاقتي الشخصيه باحمد فتحي بره القناه، بره باب القناه وبره اسم النادي الاهلي ملهاش ده 100% ملهاش اي علاقه باي شيء. بحب احمد فتحي، انا من اكتر الناس اللي بتحب احمد فتحي في العالم كله، واللي عايز يقول اي حاجه تانية يقولها. لكن في النهايه احمد فتحي تاريخ كبير جدا مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي، تاريخ كبير جدا وهيظل هذا التاريخ موجود، ولكن هيظل دائما عدم تجديد احمد فتحي للنادي الاهلي برضه في ذهن جمهور النادي الاهلي. بس بلاش نقعد نزايد على بعض يعني في كلام غير صحيح وتصفي حسابات بشكل او باخر. ماشي انا شخصيا استحمل، ما عنديش مشكله، قول اللي انت عايزه، لانها كل اللي كتب هذا الكلام هي مواقع لا تشجع النادي الاهلي، مكتوبه بالاسم فوق كذا كذا كذا، يعني مكتوبه بالاسم هي مواقع كذا كذا كذا. فجات لي كلها الحقيقه ناس بتقول لي كذا كذا يا كابتن اسلام، انتوا عارفين احنا قاعدين فاضيين بقى فقاعدين بنبص على كل حاجه.
لكن الناس مش لاقيه حاجه، الناس عماله تقول اي كلام. بالنسبه لحسام غالي وعماد متعب، حسام غالي وعماد متعب اتنين من كباتن النادي الاهلي وسيظلوا دائما من كباتن النادي الاهلي. اذا كان هناك امر او اخر او وجهه نظر او اخرى حصلت من حسام او عماد، شيء طبيعي ان احنا ممكن نختلف في البيت الواحد، ممكن الناس تختلف. لكن حتى عماد متعب خلال الفتره السابقه بيتكلم في كل حته، بيقول يا جماعه ده جمهور النادي الاهلي، ده لو عايزين نبعد عن كره القدم او عايزين نبعد عن الاعلام هبعد عن الاعلام لو بزعل جمهور النادي الاهلي. وبالتالي تظل علاقه جمهور النادي الاهلي بلاعبي المحترمين الكويسين حاجه كويسه جدا، وقيمه جمهور النادي الاهلي عند لعيبه النادي الاهلي مهما كانوا ومهما عملوا ومهما قالوا. فده برضو لان برضو قال لك ايه، اصل اسلام الشاطر طالع يخبط في عماد متعب ويخبط في حسام غالي، وده مش صحيح. انا لما كنت بتكلم من حلقتين كده او حاجه كنت بتكلم عن امر معين يخص بعض اللاعبين اللي عدوا على النادي الاهلي، اللي هم قعدوا سنه واتنين وراحوا لعبوا في كاس العالم ورجعوا وما ويعني مش عاجبهم، بيقولوا اصل فتره صعبه، خلاص انت حر، فتره صعبه انت حر. لكن عماد متعب وحسام غالي لا طبعا. وعايز اقول لحضراتكم شيء اهم جدا، انا اتكلمت مع عماد متعب مكالمه طويله جدا ما جبناش فيها سيره الموضوع ده اساسا يعني، وكان موضوع وقعدنا نهزر ونتكلم في مواضيع اخرى وان هو هيتجه الى الاداره ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل يعني. فالامر بالنسبه لي امر غريب جدا، ولكن انا بعذر كل الناس لان انا عارف ان الوقت ده هو وقت فاضي وهو وقت الهبد، ولكن ثقتي كبيره جدا 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 في جمهور النادي الاهلي، ثقتي كبيره جدا جدا في وعي جمهور النادي الاهلي في كل ما يحدث حوالين النادي الاهلي. ثلاث اربع ايام اللي فاتوا ضرب 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 ضرب، ليه؟ عشان ايه؟ عشان ده اسم النادي الاهلي، علشان الناس كلها عايزه تتشهر والناس كلها فاضيه بقى اليومين دول، فكل واحد يطلع يلبس البدله والجاكيت زي ما انا عامل كده ويطلع ويقول لك ايه؟ لجنة التخطيط دي فاشلة علشان ما جددتش مع أحمد فتحي. طيب يعني هي لجنة التخطيط اللي ما جددتش مع أحمد فتحي دي لما جددت مع وليد سليمان بقى الموضوع هنا موضوع فلوس، ساعتها قال لك ما انت اديته فلوس. يا جماعة بالعقل كده، فخلينا نفكر في اللي بيحصل لأنها أمور غير منضبطة. عشان كده الفترة دي الكلمة مسؤولية، الكلمة مسؤولية. وبناشد لاعبي الأهلي الأحبة، لأن التانيين دول لن تصل إليهم رسالتي الحقيقة. من فضل حضراتكم الحذر 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 واجب خلال هذه الأيام، لأن الكلمة خلال هذه الفترة مهمة جدا. والكلمة حتى الكلمة لو لها معنيين فخلينا نوضح، زي ما أنا وضحت كده الناس قالت لك أصل أحمد فتحي فوضحت موضوع أحمد فتحي، قالت لك عماد متعب وحسام غالي انا وضحت موضوع حسام غالي وعماد متعب. فالموضوع بالنسبه لي واضح وصريح، واضح وصريح، ومحدش هيقدر يخش ولا في علاقتي انا بقى كاسلام بعيدا عن اسم النادي الاهلي طبعا. العلاقات تتوارى عندما تكون او يدخل اسم النادي الاهلي. لما حاجه تخص مصلحه النادي الاهلي ما اقدرش، دي حاجه مش بتاعتي. لكن العلاقات الشخصيه اللي بيني وبين احمد فتحي مش هتتاثر، العلاقات الشخصيه اللي بيني وبين حسام غالي مش هتتاثر، العلاقات الشخصيه اللي بيني وبين عماد متعب لن تتاثر. الحمد لله انا اتكلمت معاهم الفتره اللي فاتت، هم اللي كلموني واتكلمت معاهم الفتره اللي فاتت بشكل او باخر. فالحذر الحذر الحذر، معلش هي فتره صعبه ما فيهاش حاجه غير ان احنا نطلع نتكلم ونشوف الهبد اللي بيحصل عشان نطلع نقول لحضراتكم يا جماعه خدوا بالكم في هناك بيحصل كذا كذا كذا. طيب عندنا ايه النهارده؟ عندي ثلاث فقرات هامه جدا، ثلاث فقرات كل فقره احلى من الثانيه الحقيقه. الفقره الاولى هيكون معايا واحد من نجوم الاهلي اللي لعبوا فترات طويله في النادي الاهلي وبيلعب دلوقتي في المقاولين العرب من ناشئين النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن محمد سمير. محمد سمير هيكون معايا بعد قليل، هنطلع نتكلم فيما يخص كره القدم، الفتره اللي فاتت، الفتره اللي جايه، هنعمل ايه، فترته وهو موجود في النادي الاهلي، كلام مهم فيما يخص النادي الاهلي دائما من مع النجم محمد سمير بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب باحد نجوم القلعه الحمراء لفترات، الحقيقه كان متواجد فيها دايما، كان موجود في قطاع الناشئين، بعد كده خرج من قطاع الناشئين للفريق الاول في النادي الاهلي، ثم انتقل بعد كده بقى لعدد من الانديه، ومؤخرا واحد من نجوم نادي المقاولين العرب، النجم الكبير كابتن محمد سمير. ازيك يا سمر؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله وحشني جدا. حضرتك وحشني جدا والله. لسه بقول لك انت طولت على الفتره اللي فاتت. لا عشان بقى لنا فتره ما شفناش بعض، بس انا بشوفك في التلفزيون على طول. ربنا يخليك. انت عارف برضه الكاميرا في التلفزيون مختلفه، بتكبر شويه. اه مختلفه. اخبارك ايه؟ حياتك وحشني جدا. الدنيا عامله ايه؟ الحمد لله كله اخبار خير. الكورونا ايه؟ اه مبوظه الدنيا والله. اه في ثانيه. بتعمل ايه الايام دي يا محمد؟ والله ما فيش يا كابتن اسلام، طبعا الامور صعبه اكيد على الناس كلها. اليوم كل يوم شبه اليوم اللي قبله يعني، فعادي بقى الفتره دي بقى بستغل ان انا موجود مع الولاد، وبحاول اقرب منهم اكتر. طبعا انت عارف طول ما انت بتلعب بتبقى الامور بالنسبه لك صعبه وما بتشوفهمش كتير وكده، فطبعا الفتره دي كويسه ان انا اقرب منهم اكتر على قد ما اقدر، بحاول اتمرن كل يوم. طبعا الكوميكس كتير قوي على السوشيال ميديا، يقول لك ايه اخيرا عرفت ان انا عندي ولاد دمهم خفيف، ولاد غلسين، ولاد كذا. ها ما خلي بالك برضو ده اللي احنا بنشوفه. الفتره دي من مميزاتها ان الناس كلها اكيد قربت من اولادها يعني، بالذات الابهات، لان الامهات باغلب الوقت هم اللي بيبقوا عايشين مع الاولاد. الابهات دايما بيبقوا في شغلهم وبيعانوا طبعا طول حياتهم، ما بيبقوش قريبين جدا من الاولاد. الفتره دي اعتقد الناس كلها قربت من اولادها يعني. ملهاش حل. ما فيش بقى انت 24 ساعه قاعد في البيت من الساعه 7 على الاقل يعني. ما فيش مفر يعني، قاعد في البيت. لكن برضو فتره صعبه، بتتمرن بتعمل اي حاجه ولا؟ لا شغالين كل يوم طبعا. احنا واخدين برنامج من النادي مع مدرب الاحمال بتاعنا، شغالين كل يوم المفروض تقريبا 4 ايام، وبناخد يوم او يومين راحه في الاسبوع. بحاول طبعا كل يوم بنزل اجري اكيد حوالين البيت، بحاول يعني، لان برضو القعده سلبيه كده صعبه جدا يعني. ومطوله كمان، فدي مش حاجه كويسه، فبنحاول نطلع طاقتنا كده في اي حاجه يعني. لان في ظل هذه الظروف الصعبه القعده في البيت هي اهم حاجه. طبعا هي اهم حاجه، ما لازم احنا الواحد ما بيروحش في اي حته خالص يعني، ولا حتى عارف اشوف اهلي ولا عارف اتحرك من البيت خالص. هو اخري ممكن انزل بس حوالين البيت بجري شويه واطلع طول اليوم قاعد في البيت. خصوصا يعني لعيبه الكوره او الرياضيين تحديدا، بتبقى انت كل يوم تمرين وكل يوم رايح وكل يوم سفر وكل يوم جاي وكل يوم، فجاه بتلاقي نفسك قاعد في البيت، بتبقى صعبه شويه. صعبه جدا جدا، الموضوع صعب جدا يعني. انت زي ما حضرتك بتقول، انت كل يوم ملتزم بتمرين، انت اجازاتك ما فيش، يكاد يكون ما بتاخدش اجازات خالص. ممكن يوم كده بعد ماتش لو عندك، حتى الماتش اللي بعده فيه مسافه شويه. اغلب الوقت كل يوم بتنزل تمرينك، معسكرات، ماتشات، فمره واحده تقعد في البيت، الموضوع صعب جدا على الناس كلها، بالذات لعيبه الكوره طبعا يعني. طيب الفتره دي نجوم كره القدم دائما بيبقى لهم دور مجتمعي في مثل هذه الفترات، بتقول ايه المتابعين محمد سمير؟ لا طبعا بحاول اناشد طبعا الناس كلها، وان هم يحاولوا الامور تهدى شويه في موضوع ان الناس تتجمع في اي مكان. انا شايف طبعا الاعلام الفتره اللي فاتت دي، وان الفنانين ولاعيبه الكوره الناس دي اكيد صوتها بيبقى واصل شويه، ان بيناشدوا طبعا الناس كلها ان هم يلتزموا بالتعليمات اللي وزاره الصحه على طول بتطلبها من الناس، لان احنا في موضوع صعب والموضوع مش هزار لغايه دلوقتي. للاسف في ناس كتيره واخده الموضوع ان هو عادي، ويعني مستسهلين الموضوع. ما في يعني، احنا لا قدر الله لو دخلنا في اعداد كبيره هيبقى الموضوع بالنسبه لنا صعب جدا. احنا شايفين الناس في اوروبا بيعانوا ازاي، وعندهم امكانيات اكيد اكبر مننا بكتير، فاحنا لا قدر الله مش عايزين ندخل للامور الصعبه دي. الناس الى حد ما تلتزم، ما حدش يعني، لو هيبقى عندك شغل مضطر ان انت تنزل، لو مش مضطر ما تفضل قاعد في بيتك احسن لغايه ما الازمه دي تعدي على خير يعني، عشان الموضوع ما يطولش معانا. احنا كل ما الموضوع بيعدي بسرعه كل ما يبقى احسن لنا يعني. هل شايف من الممكن ان عوده النشاط الرياضي مره اخرى ولا لا؟ والله يا كابتن اسلام انا بتمنى، انا نفسي طبعا النشاط يرجع اكيد يعني. انا مش عارف طبعا، لان هو للاسف ما حدش يعرف احنا رايحين لغايه فين، وما حدش يعرف مواعيد ولا حد يعرف اي حاجه. هي اللي ممكن الميزه الوحيده ان انت الاولمبياد بالنسبه لك اتاجلت، فوسعت الدنيا شويه في الوقت. فانا اتمنى ان احنا نكمل، حتى لو هنلحم الموسم ده في الموسم اللي جاي. انا اعتقد دلوقتي خلاص احنا يعتبر خدنا الاجازه بتاعتنا. يعني انت دلوقتي لو جيت سالت اي لعيب او اي مسؤول في اي نادي وقلت له هندي اجازه ما بين الموسمين، ممكن يقول لك لا احنا مش محتاجين، ما عندناش مشكله. بس منع للخسائر اللي هتوصل للانديه وللعيبه وللناس كلها، ان احنا ان شاء الله نحاول لو هنلحم حتى الموسمين في بعض. احنا بنتكلم في دور تاني ممكن يخلص في شهرين، شهرين ونص، ونبدا في الموسم الجديد على طول وراه.
وزي يعني احنا متعودين الفتره اللي فاتت بمواسم استثنائيه، عندنا خبره احنا في المواسم الاستثنائيه طبعا، مواسم استثنائيه كتير مرينا بيها، فاحنا عندنا خبره زي ما حضرتك بتقول، وكنا ساعات بنلحم موسمين في بعض واحنا مش واخدين اجازات. احنا دلوقتي خلاص يعتبر زي ما بقول لحضرتك احنا خدنا يعني شهر ممكن يعدي الشهر كمان، احنا عمرنا اصلا ما بناخد الاجازه دي في الطبيعي بتاعنا، فاحنا اكيد واخدين اجازه كبيره. فاتمنى بس اهم حاجه ان الازمه تزول، دي اهم حاجه طبعا بعد ولو لو في وقت بقى ان شاء الله يعني يلحموا الموسمين حتى ما عندناش مشكله، بس منع الخسائر اللي هنتمر بيها كلنا. عندك حلول في دماغك للموضوع ده؟ والله يعني انا شايف الموضوع ملوش حل طبعا. احنا في ناس بره بيقترحوا اقتراحات ان هم يودوا الفرقه كلها في مكان معين، زي انجلترا دلوقتي بيتكلموا ان هم يودوا الفرقه كلها في مكان معين، يعملوا لهم زي معسكر كده كلهم قاعدين فيه باجراءات وقائيه طبعا للعيبه، وان هم يكملوا ماتشات اللي فاضله في الدوري الانجليزي كلها في المكان ده. انا اعتقد ان احنا هيبقى صعب بالنسبه لنا. يعني انت دلوقتي لو مثلا بتقول ان احنا سيها هنودي مثلا فرق الدوري كلها في محافظه، ما فيش اصلا محافظه هتقدر تستحمل، لا هيبقى فيها ملاعب ولا هيبقى فيها ملاعب تمرين كتير عشان الفرقه دي كلها تتمرن، ولا اوتيلات كتير عشان الفرقه دي كلها تقعد فيها. فالموضوع بالنسبه لنا صعب. هو الحل بالنسبه لي ان شاء الله الازمه تعدي على خير، وهم شهرين ونص. يعني احنا لو حتى بدانا في يونيو في شهر 6 مثلا رجعنا الدوري وخلصنا في 8 وبدانا الدوري الجديد في 9، انا شايف ان هي هتبقى مناسبه جدا. يعني اغلب الفرق حتى لو زي ما بقول لحضرتك هيديك شهر مثلا ما بين الدوري ده والدوري الجديد، الشهر ده انت ممكن تدي اجازه حتى اسبوع وتبدا الثلاث اسابيع الثانيه تجهز للموسم الجديد. اجازه ايه بقى؟ ما حدش عايز ياخد اجازات. انا بقول لحضرتك لو يعني لو هيبقى في فرق ما بين الموسم ده والموسم اللي جاي شهر، الفرقه تدي اسبوع ويبداوا في الثلاث اسابيع يجهزوا، لان اوريدي هتبقى اللعيبه جاهزه ان هي تكمل الموسم الجديد يعني. ونستحمل بقى السنه دي تعدي على خير يعني، اهم حاجه. يا رب ان شاء الله، ونشوف الموسم اللي جاي ان شاء الله يا رب يحصل. لكن في النهايه نتمنى ان تزول هذه الغمه. يعني طبعا يا رب، دي اهم حاجه يعني ان شاء الله. خليني اخدك بقى من الاول خالص، ووجودك في النادي الاهلي وكيفيه تواجدك في النادي الاهلي منذ ان كنت ناشئا يعني. لا طبعا انا اكيد بدات حياتي في بني سويف، انا اصلا من بني سويف وبدات حياتي هناك، طول حياتي كنت عايش هناك وانا صغير، وبعد كده جيت اختبارات النادي الاهلي والحمد لله ربنا كرمني ودخلت النادي الاهلي من وانا صغير لغايه ما تدرجت بقى في مراحل الناشئين. كم سنه بدات مع النادي الاهلي؟ كم سنه كنت تقريبا دخلت النادي الاهلي وانا عندي 12 سنه تقريبا، وكملت بقى لغايه الحمد لله لغايه 18 19 سنه، لغايه ما ربنا كرمني بان انا اطلع في ظروف انتوا كانت الفرقه خدت فيها الدوري وانتوا كنتوا مريحين اللعيبه الاساسيه كانت مريحه. كان 2006 2007 كان موسم 2006 2007 كان الاهلي خد الدوري وانتوا كنتوا مريحين اخر ثلاث ماتشات، مستر مانويل ادى الناس الاساسيه كلها راحه، والكابتن حسام كمل، مستر مانويل حتى سافر والكابتن حسام كمل الثلاث ماتشات الفاضلين وطلع مجموعه ناشئين، وانا الحمد لله يعني يعتبر الناشئ الوحيد اللي لعبت في الوقت ده. لعبت ماتش اسماعيلي في اسماعيليه، ده كان اول ماتش ليا، والحمد لله كان مريح 13 لعيبه. كان مريح يعني يعتبر نص الفرقه او اكتر من نص الفرقه كمان كانت مريحه. هو نفسه سافر، وهو سافر طبعا، والكابتن حسام كمل باللعيبه اللي كان بقى لها فتره مش ما بتشاركش شاركت، وانا كنت الناشئ الوحيد اللي خدت ماتش اسماعيلي في اسماعيليه، فكان بالنسبه لي ماتش اسماعيلي في اسماعيليه ماتش صعب جدا يعني. وحضرتك عارف الاسماعيلي في الفتره دي كانت فرقه جامده جدا، واتغلبنا 1-0 في الدقيقه 81 82 يعني. بس كان الاهلي خد الدوري. كان الاهلي خد الدوري، انا بتكلم ان الماتش اصلا كان صعب، ونادي الاسماعيلي كان متحفز جدا ان هو يعمل نتيجه كويسه، هو ما كانش فارق معاه ان اللعيبه مريحه او مش مريحه، انت عارف الماتشات الاهلي طبعا مالهاش علاقه. مالهاش علاقه، عايزين ينزلوا يكسبوا النادي الاهلي حتى لو سكور، عشان يبقوا كسبوا النادي الاهلي سكور، لان كانت فرصه بالنسبه لهم، وكانت الفرقه تقيله جدا فرقه الاسماعيلي ساعتها، والاستاد متقفل، فالامور كانت صعبه، فان احنا خرجنا ب 1-0 دي كانت الى حد ما نتيجه مقبوله يعني. فاكر الاول تمرينه ليك مع هذا الجيل العظيم اللي انت كنت بتشارك معاه؟ طبعا يعني اول طبعا انا لما طلعت كنت انتوا زي ما حضرتك اتكلمت كنت كلكم اخدتوا اجازه، لما بدانا بقى فتره التعقيد الجديده انا سافرت معاكم المانيا، فاول تمرين طبعا كانت بالنسبه لي كان حلم يعني ان انا اللعيبه دي كلها بتفرج عليها وبتعلم منها، وكنت حتى ما بعرفش اشوفكم كتير لان احنا كنا في مدينه نصر وانتوا في الجزيره، فكنا حتى ما بنعرفش نشوفكم كتير. كان ناشئين كلهم بيتمرنوا يعني احنا كنا على طول في مدينه نصر، فاحنا عندنا الشغف ان احنا نشوفكم مش بقى نتمرن معاكم يعني، عارف لو احنا بنشوفكم مثلا كل يوم في النادي في تمارين الموضوع يهدى شويه، انما احنا كنا بنتمنى ان احنا نشوفكم، فمره واحده ان انا ابقى موجود معاكم لا وموجود وبتمرن وزي مثلا اي حد في الفرقه لعيب زي اي حد، فالموضوع بالنسبه لي طبعا كان مثير جدا، وكنت يعني مبسوط جدا طبعا ان انا طلعت وسطكم، والموضوع كان صعب، انت عارف الفتره دي ما كانش في ناشئين خالص بتطلع، حتى لو في ناشئين بتطلع لمجرد ان هي تتمرن وخلاص، ف
فان انا اطلع ابقى موجود في الوقت ده في ان انا اتعامل معاكم كلكم واللعيبه كلها اللي كانت موجوده حاجة اكيد هتفضل في تاريخهم مش هنساها طبعا. يعني الفترة دي كانت فترة مهمة جدا في زيها زي كل الفترات السابقة للنادي الاهلي، ولكن مانويل جوزيه وطريقة التعامل الحقيقة مع الناشئين اللي موجودين في النادي الاهلي. لا انا شايفه في الحتة دي بصراحة، هو نفسيا حياتك عارف هو نفسيا يعني من احسن الناس اللي شفتها في حياتي، بيتعاملوا نفسيا مع اللعيبة كلها بشكل كويس جدا، بالذات كان مميز جدا مع اللعيبة الناشئين. انا كنت بلاحظ وانا كنت واحد منهم طبعا، ان هو كان بيتعامل معانا بشكل كويس جدا، عمره ما حط علينا ضغوطات خالص خالص، حتى لو انت عامل ماتش مش كويس او مثلا دخل جول بسببك او لا قدر الله في اي حاجه في الماتش، عمره كان بيزعل لابو تريكه، كان بيزعل الناس الكبيره على طول، حضرتك عارف يعني كان بيزعل او شادي كان بيجي عليكم انتوا اكتر من اي حد. كان عمره ما اتكلم معانا احنا كلاعيبه صغيره في الفرقه وضغط علينا او حطينا تحت ضغط او لمنا في اي حاجه، كان على طول كلامه ايجابي، ودي كانت حاجه مميزه فيه جدا. هو نفسيا بيعرف يتعامل طبعا، انت عارف يعني. مانويل جوزيه لو كان موجود الفتره دي كانت هتبقى الدنيا عامله ازاي من ناحيه في عموما في التجديدات في شكل الفرقه في البتاع؟ لا لا الموضوع اعتقد يعني كان ممكن يبقى مختلف. مانويل جوزيه شخصيه مختلفه عن اي حد، وكاريزما، وبيعرف يتعامل كويس جدا مع اللعيبه كلها، وبعدين اللعيبه كلها بتحبه، فكانت ممكن ناس حتى اللي ما بيلعبش. ما انا بقول لك اللعيبه كلها بلا استثناء، اللي ما بيلعبش زي اللي بيلعب، كل الناس بتحبه وبيتعامل مع الناس كلها كويس، واللعيبه كلها كانت بتعمل له حساب وكانوا بيحبوه، كانوا ممكن يضحوا باي حاجه ان هم يبقوا موجودين او بيتمرنوا معاه، فهو اكيد كان هيفرق طبعا في وجوده دلوقتي، الموضوع كان هيبقى مختلف. خلال الفتره اللي فاتت تحديدا، وانا قاصد الحقيقه الفتره دي ان انا اجيب اولاد النادي الاهلي اللي لعبوا في النادي الاهلي ودلوقتي بيلعبوا في انديه اخرى ومتالقين الحقيقه في انديه اخرى. خلال الفتره اللي فاتت يا سمير، كان هناك دايما او بسمع اكاذيب كثيره جدا خلال الفتره السابقه كلها بتطعن في النادي الاهلي، ايه رايك في هذا الموضوع؟ لا طبعا ده كلام يعني كلام مش منطقي وكلام مش مقبول خالص. النادي الاهلي نادي كبير، وانا مش عشان مش 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 عشان انا ابني من ابناء النادي، يعني الناس كلها عارفه النادي الاهلي نادي كبير واكبر نادي في افريقيا وفي مصر. طول ما انت ناجح وطول ما انت قوي وطول ما انت على طول ماشي الليفل بتاعك عالي، الناس كلها هتلاقيها وراك بتخبط فيك والناس كلها هتلاقيها بتنتقدك. هو دايما ناجح كده يعني، دايما اي حد ناجح هتلاقي الناس في ظهره على طول عايزينه يقع وعايزين يطعنوا فيه في اي حاجه ممكن تتقال. فاحنا بنتكلم في منطق وفي واقع، النادي الاهلي كبير باي حد، والنادي الاهلي اكبر من اي حد، والنادي الاهلي لعيبه كتيره لعبت فيه وبطلت وفضل النادي زي ما هو وفضل الكيان زي ما هو. اكيد مش مقبول خالص ان اي حد يتكلم عن النادي الاهلي بشكل مش كويس، وحتى لو حد اتكلم بشكل مش كويس اعتقد الجماهير والناس كلها الواعيه عارفه النادي الاهلي في حته تانية خالص يعني. هل ده معناه ان انت كمدافع في المقاولين العرب اللي بينافس دلوقتي او قبل توقف كره القدم يعني بينافس النادي الاهلي على الصداره، لان المقاولين كان في المركز الثاني قبل الصداره او قبل توقف كره القدم، هل ده معناه ان انت من الممكن ان في مباريات الاهلي، لان برضو الموضوع ده اتقال كذا مره مش على محمد سمير، على لعيبه النادي الاهلي وعلى مدرب على عماد النحاس مثلا، هل ممكن ان انت في مباراه من المباريات اسمها ايه تبقى يعني مريح يعني شويه مريح شويه عشان خاطر النادي الاهلي؟ لا طبعا ده كلام مش مقبول خالص، وكلام بصراحه انا واحد من الناس بتضايق منه جدا يعني. دي خرافات. لا دي خرافات، لان احنا الفتره السنه اللي فاتت كان عندنا اخر ماتش مع النادي الاهلي، اللي هو كان بالنسبه للاهلي ماتش التتويج قبل ماتش الزمالك، وتعرضنا بالذات الناس اللي كانت في الاهلي وانا واحد منهم والكابتن عماد، وتعرضنا لانتقادات كبيره جدا قبل وبعد الماتش، والناس اتكلمت بشكل مش كويس. فانا ما بقبلش الكلام ده خالص، ده كلام مش صحيح. انا سايب النادي بقالي تقريبا 19 سنين، كسبت النادي مرتين او ثلاث مرات مع الانديه الثانيه، وبادي بكل قوه قدام النادي الاهلي زي اي فرقه. انا دلوقتي بلعب في نادي المقاولين، انتمائي كله النادي المقاولين، عايز النادي المقاولين يبقى احسن نادي، عايز يكسب اي حد. ده كلام مش منطقي خالص، ولا النادي الاهلي هيقبل ان اي لعيب او مدرب كانوا موجودين في النادي ان هم بعد كده تبقى الامور بالنسبه لهم فيها تهاون او تساؤل. ده كلام مش موجود في الكوره يعني. ده اللي بنتعلمه داخل النادي الاهلي، ده طبعا او ده اللي انت بتتعلمه انت كام سنه داخل النادي الاهلي وقطاع الناشئين في النادي الاهلي. ده طبعا ده احنا اتربينا وتعلمنا كده، وده مش موجود في طبعنا اصلا. لعيبه النادي الاهلي ومدربين النادي الاهلي الموضوع بالنسبه لهم مختلف، بيراعوا اكل عيشهم في اي حته هم موجودين فيها، وده اللي اتعلمناه في النادي. ده كلام مش منطقي خالص ان احنا حد يتهمنا في اي حاجه من الحاجات دي، ده كلام مش موجود اصلا في الواقع يعني. الحقيقه محمد سمير قال كلمه مهمه جدا، قال خرافات. هي بالفعل خرافات
خلينا نطلع نشوف تقرير عن النجم محمد سمير ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. محمد، يعني انت لعبت مع مدافعين كبار خلال 5 سنين أو 6 سنين اعتقد في الفريق الاول، وخدت بطولات كتير، ولكن مجموعه المدافعين اللي كانوا بيلعبوا وقتها كان كابتن عماد نحاس مدرب الحالي، يعني كابتن عماد، كابتن وائل جمعه، كابتن شادي محمد، احمد سيد، كابتن رامي عادل، كابتن محمد صديق حضرته برضو قبل ما يمشي. كل دول بقى كانوا موجودين طبعا. وبعد كده جالنا شريف عبد الفضيل ونجيب وسعد بقى طلع ورامي. فطبعا الفتره اللي انتوا كنتوا موجودين فيها الموضوع كان صعب جدا. لكن الفتره دي المدافعين اللي كانوا متواجدين كلها اسماء كبيره جدا، يعني كنت بتستريح مع مين؟ الناس اللي انا قلت لك عليهم دول. انا عارف الحقيقه فلازم تقول الحقيقه. كابتن عماد النحاس طبعا لازم تقول. لا كنت اكيد طبعا هو الوحيد اللي ليبرو. هو الوحيد اللي كان ليبرو. فكنت بستريح معاه جدا. وكان جمعه طبعا. اكيد كانوا مريحين طبعا، على الرغم من الحركات اللي كان بيعملها دايما. طبعا. وكانت الباصات بتاعته ليكوا ناحيه اليمين دي كانت بتخلص عليكم كلكم، يعني خلصت علينا واحد واحد. ما سابش حد فيكم خالص. وفيكم برضه. وفينا. ما انتوا بقى مشيتوا، خد بقى احمد عادل واحمد صديق، وخد الناس اللي وراكم دي كلها. ما سابش حد. لكن كانت فتره حلوه جدا. طبعا. كم بطوله في الفتره دي؟ 10 بطولات. احلى. طبعا احلى ايام حياتي طبعا وجودي في النادي. وبعدين انا طول حياتي من وانا صغير من 12 سنه موجود في النادي، فالموضوع اكيد مختلف. انت متربي من وانت صغير وعايش في النادي. انا كمان كنت قاعد في النادي اصلا، لان انا كنت مغترب طبعا، فكنت عايش في النادي، ما بروح بس في الاجازات كل فتره. فالموضوع بالنسبه لي كان مختلف بقى، ان انا ابقى موجود في النادي مع الفريق الاول مع كوكبه اللعيبه دي. اكيد احلى ايام مش هنسى طبعا. الفتره دي من فتره مميزه جدا بالنسبه لي. كم بطوله دوري بتفكرك هو برده بذكريات دي كانت جميله يعني؟ دي كنا كان ميكي واحمد صديق وإينو وعاشور. كانت مجموعه من اللاعبين يعني، احمد عبد المنعم. طبعا دي كنا راجعين وشادي. كنا راجعين بطوله افريقيا، كنا خدنا بطوله افريقيا 2008. كنا راجعين في الطياره. ده القطن الكاميروني الفيديو ده. كنا راجعين في الطياره. كانت الفتره دي كان كيف يتعامل مانويل جوزيفي هذه الفتره معاكم مع كل الفرقه يعني؟ لا طبعا كان بيتعامل بشكل كويس طبعا. انت عارف كان مستر مانويل على طول في حوافز وفي دوافع بيديها للعيبه، لان هو طبعا الفتره دي كنا اغلب الوقت بنكسب اي حد. فعلى طول كان بيحاول يخلق الدوافع والحافز للعيبه، ان هم مش عايز اللعيبه تشبع في يوم من الايام. وتفتكر يعني احنا كنا بناخد البطوله ثاني يوم خلاص بيقول لك خلاص ده بقى في الماضي. لازم يعمل موقف كده عشان لازم يشد الناس عشان يبدا الناس تتشد ثاني وتبدا الناس تركز ثاني من اول وجديد، كاننا لسه بنعمل حاجه من اول وجديد، مش عايز العمليه تفك. وده كان فكر اكيد مش اي حد يعرف يعمله، لان انت عارف الفتره دي مش اي حد يقدر يسيطر على كميه اللعيبه اللي كانت موجوده الفتره دي، ومش اي حد يقدر يسيطر على ان انت كل بطوله بتدخل بتكسبها، فان انت مطالب ان انت من ثاني يوم تبدا تركز في البطوله اللي بعدها. انت عارف هنا طبع اللعيب المصري، انت بتكسب كل ما بتكسب كل ما بتريح اكتر. فما بالك بقى الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها دي كان على طول مكسب وعلى طول بطولات. فهو مش عايز اللعيبه تشبع او ان هي يبقى في وقت يبقى في ريلاكس. فكان على طول بيشحن، على طول بيحاول يعمل موقف مع اي حد عشان يشد الدنيا. فهو كانت دماغه مش سهله خالص يعني. ابرز المواقف اللي حصلت مع محمد سمير خلال هذه الفتره مع لعيبه مع مدربين؟ لا في مواقف كتير طبعا. على فكره يا جماعه محمد سمير من اخف دم يعني في الفرقه في ذلك الوقت. لا في مواقف كتير طبعا. انت عارف احنا كنا شله كده صعبه يعني، كنا مش سهلين. فلا في مواقف كتير طبعا مرينا بيها مع اللعيبه ومع المدربين. مواقف كتيره الواحد عملها في الفتره دي. مين الشله دي؟ احكي لي على الشله دي. لا كنت طبعا كان سمير واحمد عادل عبد المنعم وعاشور وإينو وصديق واحمد عادل الباك رايت وجديد. كنا لا اللعيبه الصغيره دي كانت لعيبه كده مش سهله يعني. كنا على طول مشاكل بقى، وعلى طول في المعسكرات بنعمل بص يعني احنا اللي متجمعين، احنا اللي عاملين كل الجو. دي الشله اللي احنا اللي عاملين الجو كله في الطياره، فاهم؟ لولا مثلا ان احنا عاملين الجو ده هتلاقي كل واحد قاعد في الكرسي بتاعه، ما حدش بيعمل اي حاجه. وشادي طبعا احنا جايبين بقى بالشد طبعا والاغاني بقى وضحك ورقص. ف
كانت وكان وكان جاب جون كمان بقى من ركله جاب جون بقى وفرحان بقى ورفع الكاس جبناه بقى معانا ورا وقعدنا بقى قلبنا الموضوع. كنا مسافرين طياره خاصه كمان الوقت ده بيبقى فيها ابو تريكه بركات كانوا بيعملوا ايه؟ كلهم بقى قاعدين قدام بقى كله قاعد قدام بيعملوا ايه قاعدين وخلاص ازاي بركات تفوتوا حاجه زي دي؟ لا لا قاعدين ما انا بقول لك لولا بص يعني لولا ان احنا كده جايبين الناس احنا كده في اخر الطياره من ورا على فكره احنا لمين بعضنا وجبنا شادي معانا ومضيناها بقى كده الناس بقى التانية كلها قدام. انا بقول لك لولا الشله دي هتلاقي بقى هدوء عارف الموضوع ده هتلاقي بقى هدوء وكل واحد قاعد في الكرسي بتاعه ومفيش بقى ولا رقص ولا تهريج. فاحنا كنا انا كنت عارف ان انت ليك يعني مواقف خاصه مع بركات يعني تحديدا. لا كتير طبعا كنت طبعا من يعني كلامي فيه اكيد بس اكيد لا ده دي كنت راجعين من ماتش القطن كنا راجعين في الطياره بس هي الميزه بقى ان احنا كنا مسافرين طياره خاصه فكنا احنا بس اللي في الطياره مفيش ناس معانا فعشان كده واخدين راحتنا بقى واخدين راحتكم خالص. بص ايلو هيتجنن وتريكا واجبناه تريكا رجع لا بس بالعافيه يعني اللي هو دي وهيرجع فاهم وعايزين نحاول نعمل معاه اي حاجه وهو قافش اديك شايف بص قافش مشدود ممكن عايز يمشي وخلاص عايز يمشي يا ابني سيبوني يا ابني كنت برضه ما عرفناش نجيبه مش عارف ليه مش عارف ازاي ما جبناهوش هو ما كانش اصله الماتش ده كانش موجود معانا بعدين بقى لو ما كانش موجود بجد والله الماتش القطن ده ما كانش موجود معانا مش فاكر انا ناس لا ما كانش موجود لا كان موجود ازاي ما كانش موجود كان موجود ده هو اللي جاب البنالتي اللي احنا اللي احنا تعادلنا بيه 2-2 لا هو الغريب ان هو ما بيكونش بيظهر في 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 الفيديوهات اللي زي دي دي غريبه بقى ممكن يكون نايم بقى ولا كان بيعمل اي حاجه انت عارف برده هو برده ما بينامش بالليل لا ما بينامش ده خالص لا لا ما هو زيه زيك بالظبط لا انا بنام بدري انت بتنام بدري بتنام بدري ازاي اهو كنت اهو لا 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 في بركات ما بينامش خالص ما بينامش لا هو تريكا وجمعه بس هم اللي كانوا بيناموا يعني تريكا وجمعه كانوا من الساعه 9 الموضوع بالنسبه لهم انتهى عليهم احمرت حتى لو انت قاعد في الاوضه يطردك على طول يقول لك متشكرين يا سمير لا 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 كنت بتروح تقعدوا مع ابو تريكا وجمعه طبعا في المعسكرات على طول كنا نخلص العشاء ونطلع انت عارف نخلص العشاء ولو في محاضره ونطلع ونبدا بقى احنا نلف على الاوض بقى نقعد بقى هنا شويه ان ما كنتوش بتعدوا علينا نتقف ده لا ما كناش انت وكنت ما كناش بنخبط في اوض كده ما ينفعش نقرب منها ما ينفعش نعدي عليها اوضتكم واوضه الكابتن عماد النحاس وفي ناس معينه كده ما كانش ينفع نخبط عليها بس لما تريكا وجمعه كنا بندخل نضايقهم بقى شويه وبعد كده يشتمونا ونخرج نطلع بره بنعرف ندخل لمين فاهم الوقت ده كان من الاوقات الجميله جدا الناس عايزه تحب تعرف كواليس المعسكرات كان ايه اللي بيحصل في المعسكرات لا المعسكرات كلها الناس لو شافت اصلا اللي كان بيحصل في المعسكرات مش هيصدقوا ان احنا كنا الفرقه بتنزل تاني يوم بيعملوا اللي بيعملوه ده لا المعسكر احنا بنوصل اوتيل العشاء محاضره بعد المحاضره بقى لا الموضوع ما هزار وضحك واكل بيتجاب لا الدنيا كانت كبده انا في واحد مره قال لي حكى لي على موضوع الكبده ده خلينا قول الو بس وشوف مين الو الكبده يا ابني في حد يقلع كده في حد يقلع كده هو كان في الاسلام بقى غاوي ايه هتموتني والله ما انا هعمل ايه انا هسكت مش هتكلم النهارده ده كان ملك الكبده ده انت هتقول لي ده ملك الكبده والسجق حكاوي الكبده طبعا النجم الكبير كابتن اينو زكا اينو ده كابتن اسلام وحشني انت اللي وحشني جدا اخبارك ايه حبيبي يا كابتن طبعا انا بسلم عليك وسعيد ان انا موجود معاك ومع التغيير طبعا اللي برضه وحشني بقالي كتير حبيبي اقول ان انت وحشني اكتر يا حبيبي ان شاء الله تبقى حلقه مميزه يا كابتن ان شاء الله ربنا يخليك يا اينو اخبار الكبده ايه يا اينو اينو من الناس اللي بتعمل كبده ولا بلاش انا مش هتكلم انا هسمع منك يا اينو وبعدين دلوقتي هاتوا لنا اللقطات تانية يا جماعه بتاعت اينو وهو بيقلع التيشيرت وبيرقص كانت بعد ماتش القطن الكاميرون يا اينو لو انت عايز اقول لك على حاجه بقى يا كابتن اسلام قبل ما اينو يتكلم اينو اقسم بالله ما بهزر من اول ما تدخل المطار وانت مسافر اي سفريه لغايه ما توصل للبلد اللي انت رايحها هو بيعمل حاجات مش موجوده في الدنيا خالص اقسم بالله في الطياره ندخل الطياره خلاص نبدا في الطياره هتطلع تلاقيه راح جايب المخدات اللي في الطياره ويقعد يرميها على الناس يا ابني ما ينفعش والناس بدري. تبدا تقعد تعمل مشاكل مع بعض لا انت متخيل انت في طياره ويقعد يرمي المخدات على الناس على الناس الغريبه كمان الناس الغريبه مش علينا يروح رامي المخده على راجل قدامي يروح راجل باصص ورا متخانق مع الناس اللي ورا يا ايه انت على طول كده مشاكل بس مشاكل حلوه بس كان بيعدلنا السفريه بصراحه ايه اينو لو ما عملناش كده مش هنعدي السفريات عارف ايوه صح طويله وممله السفريات دايما بتبقى ضايع الوقت يا كابتن اسلام انت عارف
يعني برضو احكي لنا عن ابرز المواقف اللي جمعتك بسمير ومجموعه اللاعبين والبطولات اللي خدتوها في الوقت ده تحديدا. لا طبعا يمكن زي ما سمير بيقول لحضرتك اللي يعني احنا كنا بنعمل الحاجات دي كلها بس كان في حب وعارفين امتى الهزار هزار واللعب لعب وجد جد يعني الموضوع كان بيبقى مختلف بنعرف نفصل. هو ده لعيب الكوره اللي انت تعرف تفصل امتى مش كل حياتك تبقى هزار لا احنا بنهزر في الوقت اللازم لكن اول ما بننزل الملعب بيبقى الموضوع مختلف تماما وده الدليل زي ما سمير بيقول لحضرتك يا كابتن اللي احنا كنا بننزل ثاني يوم بنكسب الحمد لله بنكسب اي حد سواء في دوري في كاس في سوبر في بطوله افريقيا يعني زي ما سمير بيقول لحضرتك احنا بطوله افريقيا دي عملنا عمايل من اول ما طلعنا من القاهره المطار والفندق هناك ولعب الكوستينا والنوم في المطار على الارض واللعب يعني عملنا كل حاجه بس الحمد لله ربنا بيكرمنا وبنكسب وهو ده الاهم يعني ده احنا ماتش القطن النهائي ده كابتن اسلام واحنا في الكاميرون انت عارف احنا الفتره اللي هي الفتره دي كان بدا النادي الاهلي ياخد شيف معاه فكنا الشيف بيجي معانا يسافر فكان الاكل طبعا بقى احسن بكتير كان هو اللي بيعمل الاكل ما كناش بناكل اكل هناك بقى فكنا بنسرق المفتاح من الشيف لما ينام ونروح نفتح المخزن وناخد اكل عندنا والله كان مين اللي كان بيسرق المفتاح لا بلاش بقى خليها لا مين قول لنا مين قول ما ده عادي كنت بنروح نسرق المفتاح نروح داخلين المخزن نجيب بقى شويه جبن وشويه حاجات اليوم ازاي بقى عينه كنت بتسرقوا هو نايم بقى هو نايم احنا بندخل نفتح نايم يا كابتن اسلام هو نايم بندخل نفتح الاوضه وناخد المفتاح ونروح نفتح المخزن ناخد حاجتنا ونرجع المفتاح كانه مفيش حاجه حصلت عادي جدا كده والنهائي ده يا كابتن اسلام والله العظيم ما بهزر احنا تاني يوم عندنا الماتش كان الماتش الساعه 3 الظهر فالمفروض اليوم ده اللي قبله خلاص بقى الموضوع بالنسبه لنا منتهي 10 تبقى احنا قاعدين بناكل بالليل وكنا كلنا زي ما بقول لحضرتك كده كنا اغلب الناس قاعده وكان معانا بس الوحيد اللعيب الكبير في الفتره دي طبعا كان الكابتن احمد حسن هو الوحيد اللي قاعد معانا ومره واحده لقينا باب الاوضه بيتفتح لقينا الكابتن حسام في وشنا انت متخيل بقى رد فعل الكابتن حسام عامل ازاي اللي هو تاني يوم عندنا ماتش وكان الكلام ده الساعه 10 11 بالليل يعني ده المفروض وقت نوم طبعا الوحيد اللي انقذنا في الموضوع ده الكابتن احمد حسن يعني هو لا الكابتن احمد حسن فطبعا راح شايل الدنيا شويه يا جماعه يلا خلاص مش وقته عندنا ماتش بكره ومهم فخلاص بقى نبدا ايه كلنا نروح اوضنا فزي ما اني بقول لك طبعا هزار وضحك لغايه اخر وقت لا هات لنا اينو تاني هاتولنا اينو تاني كانت ايام جميله ده كابت ايهاب توفيق كان معاكم فيها كان مسافر معانا سافر معاكم اهلاوي اهلاوي طبعا جدا واحتفل احتفال كبير بالكاس في الوقت طبعا برده كان معانا البرنس طبعا كان الماتشات دي ما بيسيبهاش تعرف ها والبرنس كان معانا على طول بقى الماتشات اللي بره دي لا على طول موجود ومتواجد ده احنا كنا هنا في الباص تقريبا رايحين الاوتيل بقى بعد الماتش ده بعد الماتش ما انتهى ورايح من من الاستاد رحنا خلصنا الماتش وراجعين بقى الاوتيل تقريبا سافرنا نفس اليوم او تاني يوم الصبح لان احنا كنا طياره خاصه فسافرنا على طول ما قعدناش كتير في الاوتيل اهو بركاته ظهر اخيرا نفس القعده دي بقى كابتن اسلام كنا في اول ما وصلنا المطار هناك ده رمزي صالح وطبعا انيس بوجلبان وامير عبد الحميد موقف يعني افتكرته دلوقتي زي ما تريكا كان قاعد كده فاول ما وصلنا هناك الاوتيل فانا كنت دي كانت بالنسبه لي اول بطوله افريقيا اخدها مع النادي لان كان قبلها اتغلبنا من النجم الساحلي فكان نفسي بقى خلاص السنه دي اخد بطوله افريقيا مع النادي فكنا كسبانين هنا 2-0 فطبعا الى حد ما الموضوع سهل شويه اسهل فانا طبعا لسه صغير ما عنديش اكيد خبرات فاول ما وصلنا المطار فكنت انا بقى بدات ايه انا مرعوب بقى انا خايف جدا ان احنا لا قدر الله يحصل اي حاجه وما ناخدش البطوله فروحت لتريكا وهو قاعد كده القعده دي في اول ما وصلنا المطار ولا فبقول له يا تريكا عايز اسالك سؤال يعني فبيقول لي ايه مالك انت مالك في ايه وشك اصفر يعني بيقول لي وشك مش عاجبني وهو متعود عليا بقى على طول بضحك وكده فقلت له والله يا تريكا عايز اسالك سؤال انت حاسس ايه بكره انا خايف قوي انا خايف قوي لا قدر الله يحصل اي حاجه فقال لي لا ما تقلقش قال لي ما تقلقش ان شاء الله هنكسب وهناخد البطوله دي ما انا بقول لك ما تقلقش وبطمنك وفعلا طمني جدا انا كنت قلقان جدا زي ما بقول لك كنت صغير ما عنديش اكيد خبرات وكنت بقى خايف لا قدر الله يحصل اي حاجه فاتكلم معاه لا ما لعبتش كنت قاعد احتياطي لعب الماتش ده لعب شادي واحمد سيد وجمعه وكنت قاعد احتياطي فهو طمني جدا الحقيقه يعني اداني دفعه معنويه بعد الماتش حتى بيقول لي انا شفت قلت لك ما تقلقش قلت له الحمد لله يعني فكان خبره كبيره طبعا طبعا يعني طبعا يا اينو يعني امور كثيره جدا بتحدث في ظل انت بتعمل ايه اليومين دول عموما يا اينو برضه؟ ما فيش انا قاعد يا كابتن في البيت ما بعملش حاجه طول النهار قاعد خلي نفسي في اي حاجه
اقعد العب مع الكلب بتاعي شويه. وانت عمال تنزل لنا صور كل شويه. انت العب طاوله. طاوله؟ تعرف تلعب طاوله؟ على قد كده يعني، هنعمل ايه طيب؟ فبسلي نفسي شويه، بننزل نقعد مع اصحابي كده شويه. ده برضو بالنسبه له القعده في البيت كارثه. نقعد شويه. لا لا لا، ده غير اي حد، ده ما بيعرفش يقعد في البيت خالص. كنا بنخلص تمرين الساعه 9 الصبح في النادي، يروح الساعه 11 12، فكلنا طبيعه تروح بيتك هتنام شويه، التمرين كان 9 الصبح، هو يروح رايح قاعد تحت المحل عندهم في حلوان. يفضل قاعد تحت المحل. انت شربتنا يا سمير. يطلع 7 8 بالليل يتغدى. خلاص بقى، ما انت بطلت يا نجم. مش فلا انا بقول له ان انت ما بتعرفش تقعد في البيت خالص يعني، انت بالنسبه لك قعده البيت صعبه. هعمل ايه طيب؟ غصب عني. غصب عنك بقى. غصب عننا كلنا. الفتره دي فتره صعبه، لكن ان شاء الله تعدي وترجع الامور احسن كمان من الاول. يا رب ان شاء الله. فتره الفتره اللي انت كنت متواجد فيها في النادي الاهلي كانت فتره مهمه جدا في حياتك. والحقيقه انا اليومين دول تحديدا، ولسه كنت بسال محمد في هذا الموضوع، كان دايما بنلاقي الفتره دي يعني هجوم غير مسبوق على النادي الاهلي الحقيقه من بعض اللاعبين القدامى اللي كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي، وكان دايما او كلامهم خلال هذه الفتره ان هم يعني ندمانين على الفتره اللي كانوا متواجدين فيها في النادي الاهلي. ايه رايك في هذا الكلام؟ لا بالعكس طبعا، انا مش معاهم خالص. يمكن زي ما حضرتك قلت، انا كاينو على المستوى الشخصي بالنسبه لي، وحتى انا من احسن فترات حياتي اللي انا لعبتها في النادي الاهلي واللي انا قعدت في النادي الاهلي. يعني انا جيت من الزمالك 2007 ل 2012، قعدت 5 سنين، خدت 14 بطوله، من احسن ايام حياتي. 14 بطوله بس؟ 14. ايوه انا بقول لك 14 بطوله بس. بس الحمد لله نعمه. فخدت في 5 سنين 14 بطوله، ده يعني انجاز كويس ورقم كويس الحمد لله، وانا راضي عنه. والنادي الاهلي ضاف لي كتير جدا جدا، وانا بحمد ربنا اللي انا لعبت في النادي الاهلي، وانا دلوقتي شغال في النادي الاهلي ماسك في الناشئين في 14 سنه. لا النادي الاهلي حاجه كبيره جدا جدا، واي حد يتشرف اللي هو يخش النادي الاهلي. فالناس اللي دايما بتهاجم فيه، لا اعتقد ان كل الناس اللي بتهاجم سواء لعبت او ما لعبتش، واللي ما لعبش ده لو النادي الاهلي اعتقد بعت له في اي وقت او كلمه بس التليفون هو هيجي جري. النادي الاهلي ده احسن نادي في افريقيا يعني، هو ليه عليه يعني خيره على ناس كتيره جدا يا كابتن. نجوم مصر هو خيره على ناس كتيره جدا، فما ينفعش ان انا اطلع هاجس، ما ينفعش. لا على فكره ما عنديش مشكله ان انت تطلع تنتقد، ما فيش مشكله ان انت على بالمناسبه يعني فيش مشكله ان انت تطلع تنتقد اداء لعيب، اداء كذا، اداء مجلس اداره، اداء كذا، اداء كذا، لكن في النهايه ان انت تصل ان انت تقول ان انت ندمان على الفتره اللي انت كنت متواجد فيها، يعني ما كنتش هتروح كاس عالم، ما كنتش هتاخد بطوله افريقيا، ما كنتش هتبقى مشهور في مصر كلها يعني. اصل انت معلش، انت ندمان ليه؟ لما انت ندمان امال جيت ليه؟ انت ساعتها وانت ندمان، انا طبعا انا بتكلم وما اعرفش مين اللي قال كده او مين اللي صار، انا بتكلم عامه بشكل عام. طالما انت ندمان امال انت اكيد انت جريت اول مكالمه جات لك او اول يعني تفاوض جالك، اكيد انت كنت بتجري عشان تبني النادي الاهلي وتخش النادي الاهلي. فانت ازاي دلوقتي تطلع تقول ندمان على ايه؟ لا فانا ما اعرفش طبعا مين اللي اتكلم او ايا كان، انا بتكلم بشكل عام. بشكل عام يعني لكن النادي الاهلي لا خيره على ناس كثيره جدا، وصنع اسماء كثيره جدا، وبيعمل لك قيمه في وسط الشعب وفي وسط الناس وانت ماشي كبيره جدا. فلا الموضوع مختلف تماما طبعا، يعني اللي لعب في النادي الاهلي زي حضرتك وزي سمير وزي وكل الناس دي هي اللي تقدر تحكم، لكن اللي جه زي ما بيقولوا تعشى ومشي ده ولعب 6 شهور وسنه ومشي ما خدش بطوله ولا بطوله، ده 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 يعني من حقه يقول كده. لكن اللي قعد جوه النادي واتربى وعرف النظام والسيستم بتاعه ولعب ماتشات وخد بطولات وعرف يعني ايه النادي الاهلي، عمره ما يطلع يقول كده. طيب سمير بقى، واهم المواقف اللي مع محمد سمير. لا سمير المواقف معاك يعني مش اهم المواقف، هي كل المواقف مهمه. يعني سمير احكي لنا موقفين كده ولا حاجه. بص يا كابتن، انا في الخمس سنين اللي قعدتهم في الاهلي دول كنت بقعد مع حسام عاشور ومع سمير. يعني هم دول دي كانت اوضه دايما بتجمع سواء مع عاشور او سمير. فكل الحاجات اللي كانت بتجرى والمواقف والمصايب والخصومات اللي كانت بتقع علينا مع سمير وعاشور. انا فاكر في مره هو طبعا يعني بس دي ما ينفعش تتقال قوي عشان دي اوفر يعني، عملنا خسرنا الدنيا وجي علينا خصم والفندق اشتكى مننا وكنا بنجيب الكترون كهرب بعض ونضرب بعض كتر الهزار، الاوضه اتكسرت والله. وبعدين غنمنا وصحينا ورحنا الماتش عادي، وتاني يوم بقى في التمرين لقينا بقى الكابتن حسام كان هو مدير الكوره، فجالنا بقى الاوتيل كلموهم وبعتوا لهم صور الاوضه وخصموا مننا فلوس. ليه كنتوا بتعملوا ايه في الاوضه يا ايلي؟
يا كابتن احنا كنا فاجرين، احنا كنا بنكسر الاوضه، ما احنا قاعدين فاضيين نجيب اكل ونجيب شويه ونلعب كوتشينه ونقوم شويه نضرب في بعض. اللي يقول كده يقول لا، يعني الناشئين ما بيعملوش كده، يعني الشباب والفران ما بيعملوش كده. احنا لعيبه ولينا اسمائنا ولعيبه درجه اولى والنادي الاهلي، بنقوم يجي لنا حاله هستيريا نقوم نضرب في بعض، احنا مكسرين الاوضه. طب ده يعني وصلنا للمرحله اللي احنا خلاص يعني، بس كان كله في حب يعني، احنا كلها هزار. بس كان الهزار تقيل شويه، نغرق بعض بالميه. طبعا بس ده كان دايما هو اللي يحكوه. حاجات كتيره ده كان حاجات كتيره ما تتقالش بقى، حاجات كتيره بتاع الايه؟ بتاع الوش اللي طلعه لي بالليل. بتاع الوش؟ الوش اللي طلعه لي. لا بتاع الوش ده ما اينو بيتراقب اصلا. اينو من الناس اللي بتخاف، بيخاف جدا من لو انت معدي من جنبه بس وعملت له اي صوت بيخاف. فانا كنت بقى على طول بجيب له وشوش اينو على طول، لازم وانا رايح المعسكر اجيب الوش معايا في الشنطه واستناه بقى في الاوضه، اطلع قبله الاوضه واستناه كده في مكان، استخبى كده في مكان وهو طالع بقى الاوضه ما ضلمه، فاكرني لسه بقى تحت في العشاء. انا بطلع من غير ما يشوفني بس، واستخبى وهو ما يفتح الباب ويدخل بقى لسه يا دوب يفتح النور، اروح طالع له بالوش يقعد يجري لغايه يطلع من الفندق. انا كنت هنط من الشباك بتاع الفندق. بيترعب والله. لا والله بيخاف جدا. وكان بينام بدري بقى جدا يعني كلنا قاعدين كده. بص هو بيقول لك ايه، كلنا قاعدين بتاع 10 في الاوضه واكل وضحك، الساعه مثلا 10 كده هو نايم خلاص. خد حته كده ركن ونام في وسط الهيصه دي، ولا فارق معاه هيصه ده. بص هو لسه صاحي اهو، حتى في الطياره لسه صاحي اهو. دلوقتي يا كابتن خلاص بقى بقيت انام الساعه 2 و3. لا ده انت كده بوظت عينه بقى. دلوقتي خلاص بقى. خلي بالك انت دلوقتي عندك مسؤوليه كبيره طبعا للقياده في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، يعني طبعا تعلمهم ان هم يناموا بدري وتعلمهم الكلام ده كله، انت فاهم؟ عايزين لعيبه كويسه يا اينو. والله انا دايما بتكلم معاهم بس المشكله ان هم اللعيبه بتاعتي دلوقتي لو بيتفرجوا على الحاجات دي مش عارف بقى بعد كده يسمعوا الكلام. لا ما هو بس سمير لحقك، سمير قال لك ان هو الساعه 10 كان بينام ودي اهم حاجه. يعني نعمل طول النهار ونكسر الدنيا وبعدين اجي انا الساعه 10 ولا 11 تعرف هسيبهم ونايم. ده كانت ايام جميله جدا وايام حلوه، ونتمنى يا رب ان هي ترجع مره ثانيه. انا بشكرك جدا يا اينو على وجودك معانا. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن اينو، يعني واحد من برضه من الدم يعني دمه خفيف جدا. لا اينو كان هو اللي بيدعي علينا كل حاجه، اي معسكرات، اي سفريات طويله، لان الفتره دي طبعا كان السفر صعب جدا. دلوقتي الامور راهدة شويه. كنا بنسافر اي بلد في افريقيا كنا بنقعد يومين ممكن في الطريق، وترانزيت في كل بلد، والامور كانت صعبه فكنا بنتبهدل. فهو كان بيعدل لنا كل الحاجات دي، بيعدي كل الحاجات دي. كان بيعديها اينو لو مش موجود في اي معسكر، اعرف ان المعسكر بايظ. طيب نروح بقى لنادي المقاولين العرب وسر التألق لمحمد سمير، واحد من أفضل المدافعين اللي موجودين في الدوري العام المصري خلال هذا الموسم والموسم اللي فات. أعتقد كمان كان لك دور كبير جدا في تحسن نتائج المقاولين السنة اللي فاتت يعني بشكل كبير. السنة دي المقاولين يعني أقرب الفرق للنادي الأهلي، سر هذا التألق يا محمد؟ والله كابتن الحمد لله الواحد مركز جدا ان هو يعمل حاجه للنادي بتاعه وحاجه لنفسه، وان انت تفضل لغايه اقصى وقت انت موجود في الملعب وبتأدي بشكل كويس. يمكن من السنه اللي فاتت الامور ماشيه معانا بشكل كويس، كان الكابتن علاء نبيل والجهاز الفني اللي معاه بدأوا الموسم، وبدأنا الى حد ما كانش فيه توفيق والامور ما كانتش ماشيه بشكل كويس اول 7-8 ماتشات. بعد كده الكابتن عماد جه. بس كنت بتلعب في كل هذه الحمد لله يعني دايما مع كابتن علاء، مع كابتن عماد، مع كابتن رضوان، مع كابتن الحمد لله. لما جالنا الكابتن عماد طبعا الامور بالنسبه لنا اختلفت تماما. انا دايما بقول ان انت طول ما انت لعيب في اي نادي ما فيش طموح جوه النادي او جوه اللعيبه، انا شايف ان الموضوع ملوش لازمه خالص. لازم يبقى في طموح، ولازم اللعيبه والاداره والنادي يبقى عندهم طموح ان هم يدخلوا الدوري او يدخلوا اي مسابقه، ان هم عايزين يعملوا حاجه، مش مجرد ان انا بشارك او ابقى موجود في نص الجدول او ان انا احاول اهرب من الهبوط. ما انت كده ده مش طموح كويس، او دي حاجه انت بتخلقها في اللعيبه مش كويسه. فده كان الى حد ما مفتقدينه بشكل كبير. الكابتن عماد لما جه والجهاز الفني اللي موجودين كلهم لعبوا في انديه كبيره وخدوا بطولات، فالناس عندها طموح ان هي تعمل حاجه لنفسها وللنادي، وده بان من اول يوم في الشغل. طبعا كان مركزنا الى حد ما بشكل كبير ما كناش في مركز كويس، بدانا نشتغل كلنا، بدا الكابتن عماد يخلق طموح، بدانا نتكلم مع اللعيبه
الصغيرين واللعيبه اللي هي بمعنى اصح مش في دماغها ان انت تنزل تكسب تخسر. في ناس كتيره جدا للاسف عادي الامور بالنسبه لهم عادي، احنا للاسف مش متعودين على كده. فبدانا نتكلم مع اللعيبه لا لازم نعمل حاجه يا جماعه كويسه لينا للعيبه هتحسب لنا وللنادي اكيد. فعملنا موسم كويس جدا السنه اللي فاتت وخلصنا بعد ما كنا في مركز مش كويس، خلصنا الدوري في مركز خامس وده كان بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا بعد موسم بداناه مش كويس. وكان بقى لنا فتره كبيره نادي المقاولين ما خلص الدوري في المركز الخامس، ومن اول يوم السنه دي بدانا بشكل مختلف. وطبعا الجهاز كمل معانا بمجموعه اللعيبه القوام كله موجود بجانب الاضافات اللي دخلت على الفرقه. فاعتقد ان احنا من اول يوم دخلنا واتكلمنا والاداره اتكلمت معانا والجهاز اتكلم معانا ان احنا لا السنه دي الموضوع لازم بالنسبه لنا يبقى مختلف ولازم نعمل حاجه للنادي ولينا. فاكيد التالق ده مش جاي من فراغ، جاي طبعا من الناس كلها بتشتغل بشكل كويس وبتتمرن بشكل كويس وبنعمل اللي علينا وعايزين نعمل حاجه لينا. انت طول ما انت بره اهلي وزمالك لما بتعمل حاجه للنادي بتاعك بتحسب لك طبعا. طبعا فالموضوع مش سهل طبعا وانت مجرب اكيد الموضوع ده قبل كده. فاحنا كلنا بنتكلم ان احنا عايزين نعمل حاجه للنادي بتاعنا ولينا كلعيبه هتحسب لنا. كل الناس دلوقتي فاكره جيل الاجيال المقاولين اللي هي القديمه اللي خدت بطولات افريقيا وخدوا سوبر وكاس وهم في الدرجه الثانيه، والناس دلوقتي فاكره كلهم اسمائهم وبيذكروهم لغايه دلوقتي. من 15 سنه اخر سنه 95 كانت اخر بطوله النادي خدها، ولغايه دلوقتي الناس من 25 سنه لا 2005 انا اسف 2005. من 2005 لما خدوا لما كانوا في الدرجه الثانيه مع الكابتن حسن شحاته لما خدوا سوبر وكاس. ف 15 سنه ما خدوش بطوله والناس لغايه دلوقتي فاكره الجيل اللي كان موجود في نادي المقاولين. فاحنا كل تفكيرنا في كده ان احنا عايزين نعمل حاجه للنادي وحاجه تحسب لنا كلنا والجيل ده ما حدش ينساه. فاشتغلنا من اول يوم على كده والسنه دي ماشيين بشكل كويس جدا وللاسف الامور ما يعني وقفت. بنتمنى ان شاء الله ان الامور ترجع يعني عشان تعبنا ده ما يروحش يعني. الفرق ان انت تتعامل مع مدرب لعبت معاه فيها في فرق ولا ما فيش؟ يعني انت لعبت مع بدر فرق كبير جدا لفترات طويله. فرق كبير. هو التجربه بالنسبه لي كانت مختلفه وكانت غريبه، ما كنتش عارف هعرف اتعامل ازاي ان انا لعبت مع الكابتن عماد طبعا وان هو يبقى المدرب بتاعي دلوقتي. هي حاجه انا شايف انها حاجه ايجابيه جدا، لان انت لما بيجي عليك مدرب جديد بتحاول تاخد وقت انت وهو ان انتوا تستكشفوا بعض وتعرفوا تتعاملوا مع بعض ازاي. كابتن عماد عارفه، انما انا خلاص كابتن عماد عارفه وهو عارفني فاحنا عارفين طباع بعض وانا عارف هو بيفكر في ايه وعارف ايه اللي بيحبه وايه اللي ما بيحبوش وهو نفس الكلام. فما ما 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 يعني ما لقيناش صعوبه مع بعض ان احنا نعرف نتعامل مع بعض ازاي. فمن اول يوم طبعا الكابتن عماد بنتكلم مع بعض على طول بشكل ايجابي وانا مبسوط جدا بالفتره اللي انا بشتغلها معايا يعني. تمام. اخيرا مسجز او رسائل بتديها لحسام عاشور. عاشور انا مقدر جدا طبعا الحاله اللي هو فيها دلوقتي. عاشور لعيب كبير ونجم كبير وعمل تاريخ ما اعتقدش ان حد هيقدر يعمله. بتمنى له ان شاء الله التوفيق في الخطوه اللي جايه وان هو يفكر كويس جدا ويستخير ربنا قبل اي خطوه ياخدها. انا طبعا بتمنى له ان هو لو هيبطل يكمل يعني يبطل هو في النادي الاهلي ما يحاولش يروح اي فرقه ثانيه جوه مصر. وهو لو شايف ان هو قادر ان هو يلعب تاني وقادر ياخد الخطوه دي انا بتمنى له ان هو لو هياخد الخطوه دي ياخدها بره مصر وبعد كده يرجع النادي الاهلي. عاشور لعيب كبير وقيمه كبيره طبعا. احمد فتحي. فتحي نفس الكلام برضو. فتحي لعيب كبير ومن احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر ومقاتل ولغايه اخر وقت بيشتغل وما بيبخلش باي مجهود وادى النادي الاهلي كتير. خطوه جديده بالنسبه له خدها وبتمنى له التوفيق فيها ان شاء الله ايا كانت الخطوه اللي هو هياخدها. مش عايزين يعني نختزل مجهود السنين اللي فاتت طبعا. لاحمد فتحي محدش هينسى 12 أكيد. 13 سنه ومحدش هينسى الموقف اكيد ادى النادي كتير وفي نفس الوقت هو قرار النادي الاهلي عرض عليه عرض كويس وعرض كبير وهو على كلامه ان هو شايف ان دي الخطوه المناسبه بالنسبه له وبنتمنى له التوفيق فيها ان شاء الله. سمير انا بشكرك جدا واتمنى لك يا رب التوفيق وان شاء الله تفضلوا المقاولين العرب ينافس مع مجموعه من اللاعبين المحترمين الحقيقه كلكم مع مدير فني اعتقد واحد من افضل ثلاث او اربع مدربين موجودين في الدوري دلوقتي. اكيد طبعا. يا رب يا كابتن انا مبسوط ان انا كنت معاك وحياتك توحشني وبتمنى لك ان شاء الله التوفيق وبتمنى للقناه التوفيق والنادي الاهلي كبير وهيفضل كبير طبعا باي حد وانا ببقى مبسوط طبعا اي انترفيو بعمله في 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 قناه النادي الاهلي الموضوع بالنسبه لي بيبقى مختلف. وحياتك طبعا اول ما كلمتني اكيد لازم اجي على طول يعني. ده شرف لينا محمد ودايما ده بيتك يعني وانت من ابناء النادي الاهلي في اي وقت. فانا بشكرك جدا على وجودك معايا. ربنا يخليك حبيبي يا كابتن.
ايضا الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم خلال هذه الفتره دايما بنحاول نعمل وجود ابناء النادي الاهلي في قناتهم، اعتقد ده شيء هام جدا. طيب جيل محمد سمير، ومحمد اتكلم الحقيقه في كل المواضيع من وجهه نظره، ولكن خلينا نروح برضو لاحد النجوم الكبيره جدا جدا الحقيقه، واحد من اهم وافضل النجوم اللي كانوا متواجدين في النادي الاهلي لفترات طويله جدا جدا، واحد من كباتن مصر، كباتن النادي الاهلي، مدير فني كبير وقدير وله دور كبير جدا جدا في خروج عدد كبير جدا من اللاعبين من الناشئين الى الفرق الاولى وتالقهم الحقيقه في كل الفرق اللي بيلعبوا فيها، نجم الكبير كابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع ياسين هيكون معايا في الفقره القادمه الحقيقه، واحد من اللي معجونين من النادي الاهلي واللي بيحبوا النادي الاهلي، وبالمناسبه واحد من اللي بينتقدوا النادي الاهلي عندما يكون هناك شيء يجب ان ينتقده، بينتقد النادي الاهلي ولكن الكل الحقيقه بيسمع لكلام هذا الرجل. النجم الكبير كابتن ربيع ياسين هيكون معايا في الفقره القادمه، فقره هامه جدا، انتظرونا بعد قليل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن ربيع زي ما حضراتكم عارفين هيكون نجم هذه الفقره، دائما بنتعلم منه كل شيء الحقيقه، الاخلاق، الفنيات جوه الملعب، الاخلاق، كل حاجه الحقيقه بتتعلمها اذا كنت عايز تتعلم فتعلم الكابتن ربيع ياسين. ازيك كابتن ربيع، مشرف ومنور ودايما الحقيقه بيسعدنا وجودك معانا في قناه النادي الاهلي في بيتك طبعا قبل ما يكون اي شيء اخر. اشكرك كابتن اسلام، طبعا انا بتشرف ان معاك طبعا، وبتشرف ان انا موجود في قناه النادي الاهلي الكيان الكبير اللي بنحبه ونقدره ونعاوزينه احسن كيان في الدنيا والله. صحيح يا رب ان شاء الله. كابتن ربيع هسالك السؤال المعتاد دلوقتي، بتعمل ايه اليومين دول في ظل الكورونا؟ في البيت طبعا، قاعد في البيت، كل شغلي في البيت يعني. يعني بستغل ان انا موجود في البيت وان احنا قافلين نفسنا طبعا وبنتبع التعليمات وتكون بجديه طبعا، وطبيعي جدا ان احنا نساعد الدوله اللي هي بتتعب معانا وتجتهد معانا عشان برضو تحافظ علينا وعلى كل البشر. ان انا حتى بستغل وجودي في البيت وبنظم اموري بالنسبه للبطوله والتصفيات اللي جايه، وبجمع معلومات عن بطوله انا مشترك فيها مع خمس فرق اللي هم ليبيا وتونس والمغرب والجزائر ومصر، تصفيات يعني. فجمعت كل المعلومات اللي في البطوله فرصه يعني، وبنظم اموري، وبعدت طبعا بطمن على اللعيبه عن طريق الفيديو كويس جدا، ومتابع معاهم ومتواصل معاهم باذن الله تعالى، والله المستعان ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. ومقضي برضو حتى وانت قاعد في البيت بتشتغل؟ طبعا لازم اشتغل. فرصه، ما هو اشتغل لازم اشتغل عشان انا عندي حاجات مهمه جدا وعندي مهمه مش سهله ابدا، ويعني احب ان انا اجهز كويس قوي كده كده يا كابتن اسلام. انا كنت جاهز قبل موضوع الكورونا ده وبحضر البرنامج اللي هو في شهر 10 احنا هنعمل ايه. كان عندي امتحانات واخر السنه ورمضان واخد بالك واجازه، فكنت عامل برنامجي اللي انا بما يتناسب مع هذه المرحله طبعا، عشان ما لازم، فطبعا اجلته، فقصدي لازم اشتغل واتابع واشوف، لان بحاول ان انا يعني اعمل كل حاجه، بحاول طبعا عشان التصفيات مش سهله ابدا، وعندنا جير وعندنا امانه وعندنا حاجات مسؤوليه كبيره جدا، فانا بحب دايما ان انا اشتغل واتابع، وفي نفس الوقت يهمنا يعني ان الشغل مع العمر ده يبقى كويس، وبحاول طبعا، وربنا يعيننا ان شاء الله على هذا الجيل ان شاء الله. كابتن ربيع، متوقع عوده النشاط الرياضي مره اخرى خلال الفتره القريبه؟ قريبه لا، ممكن لبعد كده ان شاء الله. ان شاء الله احنا كلنا امل في ربنا سبحانه وتعالى، ثم في المسؤولين ان احنا في الحاله اللي موجوده واضح ان الحاله دي هتستمر شويه. انما ان شاء الله ممكن باذن الله تعالى ان الدوري يرجع بعد فتره. مش سريع، لان برضو المشكله كبيره جدا والدنيا صعبه جدا قدامنا، وعشان بامر الله ربنا يعافينا من الشيء اللي وجدوه لنا ده، ان شاء الله محتاج وقت طويل ومحتاج الناس تتعاون، واعتقد ان العالم كله واقف على حيله اسلام. صح. فالامر مش سهل ابدا طبعا، فان شاء الله باذن الله تعدي على خير ويرجع الدوري، بس مش حاليا، يرجع بعد فتره ان شاء الله تعالى. كابتن ربيع، الفتره دي فتره صعبه زي ما حضرتك بتقول، عايزين مع حضرتك ونستغل وجود حضرتك وخبرتك الكبيره في الرياضه المصريه وفي كره القدم المصريه تحديدا، كيف يمكن ان نتجاوز هذه الازمه؟ بمعنى بنسمع ان هناك البعض بيطالب بتخفيض مثلا اجور اللاعبين خلال الفتره القادمه، مثلا اجور المدربين خلال الفتره القادمه، ايه اللي ممكن يتعمل للمساعده في ان احنا نعدي هذه المرحله؟ هي المساعده، احنا لازم في ترابط طبعا وتماسك،
وحب، وفي نفس الوقت نؤمن بان في القدر بعد اوقات بيوجد لنا حاجات لازم نتقبلها ولازم الناس تتعاون. مش كله هيبقى كويس، مش كله هيبقى وحش، مظبوط، ده طبيعي جدا وسنه الحياه وسنه ربنا في الارض، والانسان يتقبل. فانا من وجهه نظري ان الناس كلها تبادر بخفض مرتباتها، لاعبين ومديرين فنيين. الارقام عندنا في مصر يا كابتن اسلام ما بقتش سهله وقليله دلوقتي، ارقام كبيره جدا ما شاء الله ولا قوه الا بالله. نظرا للظروف ونظرا للاحوال اللي موجوده، كل الحاله دي يا كابتن نستثمرها للناس اللي عندها ظروف يا اسلام، للدوله برضو. يعني انا من وجهه نظري ان ممكن الجوانب الرياضيه والرياضيين عموما يستعينوا بهم في المستشفيات، ممكن، وارد. وجهه نظر، بمعنى ان ممكن يبقى كلنا واقفين على حيلنا عشان نخدم الوطن ونخدم البشر اللي موجود كتير. ممكن يكون الدكاتره قليلين، نساعدهم بسواعد بعوامل مساعده ان احنا واقفين ننظم. ممكن الاعداد الكتير دي كلها، الجانب التنظيمي مطلوب في مواقف كتيره جدا. الرياضيين منظمين، الرياضيين مرتبين، الرياضيين عندهم نشاط وعندهم شغل. ممكن نساعد الدوله وننتشر يا اسلام، ايه المشكله؟ نساعد. ما هو خلي بال حياتك، ما هو برضه وزاره الصحه والاطباء كتر خيرهم بصراحه شايلين القصه، وممكن تكون قصه كبيره جدا يا كابتن اسلام. فانا قصدي العوامل المساعده من هنا، الرياضيين بيساعدوا. زائد برضو انا من وجهه نظري ان الارقام الكبيره تساعد شويه، وكل ده يبقى لصالح الدوله. فده انا ده في الظروف دي، زي العالم كله ماشي كده يا اسلام. بره الناس دي بتبص كويس قوي وبتحس بالبشر اللي عندها، وبتوع مواقف، يعني بتوع مواقف لو تلاحظ، بص هم اللي بيبتدوا ويبادروا، اللي هم النجوم الكبار. مفيش النهارده نجم كبير يا كابتن اسلام في اوروبا ما ساعدش، ما ساهمش، ما اتكلمش، ما كانش ايجابي، كلهم ايجابيين للصالح العام. فده لازم موجود عندنا في الفتره دي باذن الله تعالى. كابتن ربيع، برضو في ظل وجود امور كثيره جدا خلال هذه الفتره، اهم النصائح اللي حضرتك بتنصحها للمواطن المصري بقى بصفتك واحد من نجوم المجتمع اللي الناس بتبص عليه؟ طبعا النصائح مهمه جدا، ان يلتزم في بيته يا كابتن اسلام، ان ياخد بالك ان يحافظ على اولاده ويحافظ على اسرته، ان يساعد الدوله. الدوله النهارده بتتعب، الدوله النهارده بتوجه، الدوله النهارده في ظهر الشعب وظهر ما شاء الله. فانا واحد من الدوله ولازم احافظ على بلدي ولازم احافظ على نفسي، وفي نفس الوقت القدوه مننا لازم يتبع التعليمات عشان الاسره كلها وعشان الجار، واخد بالك، وعشان الحياه وعشان البلد نفسها. احنا تعداد سكاننا كتير جدا يا كابتن اسلام، فلازم نحافظ على بعض، وفي نفس الوقت كل واحد فينا بامر الله تعالى يوجه. كل واحد لازم يبقى ايجابي، الوقت ده بتاع الايجابي، الانسان الايجابي لازم يوجه بجديه، نلتزم ونحافظ النظافه بالك ما فيش اختلاط لو حاجه ضروريه في توجيه. لازم كلنا نتبع الدوله وكلنا نشتغل وكلنا نتواصل، كل واحد في مكانه يتواصل عشان توصل رسالته، لان كلنا لازم نساعد بعض. وفي نفس الوقت احنا نساعد بلدنا ونساعد جيراننا ونساعد اخواتنا ونساعد اهالينا عشان بامر الله تعالى نعدي بيها ان شاء الله تعالى. الفتره دي برضو يا كابتن، معلش هنطول في موضوع الكورونا دي، لان زي ما قلت لحضرتك حضرتك واحد من الناس المؤثرين ومعروفين باخلاقك ومعروفين يعني ان انت دايما لك نصائح هامه جدا. ايه اللي بتنصح بقى فيه شباب الرياضيين، منتخب الشباب مثلا، اللعيبه الكبار المحترفين اللي موجودين دلوقتي في بيوتهم، بتنصحهم بايه يا كابتن؟ اللعيبه الكبار هم عارفين ادوارهم ان هم يحافظوا على نفسهم ويتبعوا، واكيد بالامكانيات اللي عندهم يعملوا نفسهم برنامج قوي جدا يحافظوا على نفسهم. ده ممكن يا كابتن، معلش انا قبل ما اقطع حضرتك، ده ممكن بنسبه بنسبه في البيت طبعا، بس عشان الناس تبقى فاهمه. لا بنسبه، لو انا خدت 20% 25% مش احسن من صفر؟ احسن من صفر، خدت هياخد بنسبه. يعني مش كل عنده الامكانيات، مش كل عنده المساحات، لان مهما كان برضه انت محتاج مساحات ومحتاج جري ومحتاج حياتك. فاللي اقصده انه يحاول، وفي نفس الوقت اغلى ما اخد 25 زي ما حضرتك قلت، احسن ما اخد صفر. صح. بالولاد الشباب انا بنصاحب ان هم طبعا يذاكروا، ان هم يعني بقى يعني يتبعوا النظام، ان يحاولوا كل واحد بامكانياته اللي موجوده يا كابتن اسلام يعمل رياضه، خد بالك، وانه يتبع النظام وانه يبقى نظافه، خد بالك. وفي نفس الوقت احنا عندنا يعني حاله موجوده، لازم الناس كلها تشتغل بجديه وتشتغل بالتزام وتشتغل بتركيز وتشتغل بفنيات عاليه جدا من مكاني برضه في الحدود المتاحه يا كابتن اسلام. فاللي اقصده كل واحد من مكانه في الحدود المتاحه ان انا اشتغل. مش ممكن اقعد شهر النهارده في البيت ما بتحركش،
زي ما باكل لازم اشتغل في نفس الوقت، اتابع شغلي، اتابع دراستي برضو عن طريق البيت، عن طريق الصح مش الغلط، بعيد عن كل التعليمات اللي الدوله بتقول بيها كابتن اسلام لازم الجميع يتبعها والجميع لازم ينفذ. لكن انا في البيت بقى كل واحد لازم انشط نفسي ولازم امهر نفسي كويس جدا واعمل الجديد. ممكن حاجه تكون تايهه مني، حاجه مش حاجات كتيره جدا ممكن اقعد افكر. والانسان لما بيفكر ربنا بيوجد له يا اسلام بيوجد له حلول 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 وبيعدي له الوقت. فان شاء الله الناس كلها تجتهد حتى لو في البيت، وربنا ان شاء الله يعيننا جميعا باذن الله تعالى، وان شاء الله تتعدي على خير بمشيئه الله تعالى يا رب ان شاء الله. كابتن ربيع، هاخد حضرتك لموضوع اخر. في ظل زمن الاحتراف، هل تغير الانتماء؟ طبعا طبعا. ما هو قدامك يعني احنا شايفين يعني مع احترام الشديد مفيش حد النهارده ان بيقول لك لا ده النادي ده انا اكلت فيه عيش وملح، ده انا خدت منه كتير، ده شالني، ده كان ربنا ثم هو، ده صنعني. لا ارد الجميل، لكن لما بيظهر له حاجه السلام عليكم فورا. فين الانتماء يا اسلام؟ بنسبه اقل، الانتماء بنسبه قليله، مش هقول لك مثلا 25% انتماء. ففين الانتماء؟ مفيش انتماء، الانتماء دلوقتي لحاجات تانية كل واحد بدماغه. فالنسبه اللي بتلاقيش عدد قليل جدا اللي ممكن يقول لك انتمائي للنادي، لا انا ما اروحش، لا النادي ده صنعني، النادي له فضل عليا، جمهور، الاداره، الكيان، الاسم. فالموضوع بقى قليل جدا يا اسلام، انما مش بكثره، بنسبه قليله لا تتعدى ال 25% بقى انتماء للنادي، والباقي للفلوس وللعروض الكتيره جدا والحاجات التانيه. تمام، ده بشكل عام. ولكن بقى بشكل خاص، هل النادي الاهلي يا كابتن وحضرتك من سنه كام؟ حاجه و80 اوائل الثمانينات، ولا موجود في النادي الاهلي؟ في النادي من 79. من 79، من 79 ولغايه دلوقتي ربنا يديك الصحه والعمر. بس هو في غلط هنا، 23 هدف مش 16 هدف يا جماعه والنبي، يعني احسبهم لك ده كابتن ربيع يعني. ما ينفعش ده 23 هدف دول، 23 هدف وبعدين ده باك ليفت يعني، فاكيد حافظهم لوحده. ما ينفعش. لا يا كابتن طبعا نغيرها لحضرتك. كابتن ربيع، من 79 وحتى 2020 حضرتك مريت باجيال، سواء كلاعب او كمدير فني او كمدرب او كمشاهد او كمشجع للنادي الاهلي، فترة طويلة جدا يعني من 80 لغاية 40، 41 سنة. صحيح. هل النادي الأهلي لما لعيب بيمشي منه مهما كان اسمه ومهما كان تاريخه ومهما كانت بطولاته، هل النادي بيتأثر ولا لا؟ لا طبعا. شوف أنا خدت ردي ما خدش ثواني. والتاريخ يقول كده يا كابتن إسلام. التاريخ من 1907 لحد 2020 بيقول كده، كل الناس بطلت لأن ما تأثرش. الاهلي ضرب اروع الامثله في احترام لكيان واخلاقيات وتصرفات وسلوكيات ما حدش عملها خالص. لما واحد بحجم الكابتن صالح سليم قال لك انا مش عاوز بطوله ويلعب ب 20 سنه، وراح لعب 20 سنه وخد كاس مصر. مين عمل كده؟ ده معناه يا كابتن اسلام بالك الكيان كبير. فاللي اقصده ان النادي الاهلي طول عمره بفضل الله تعالى بطل اسلام الشاطر وبطل ربيع ياسين وبطل، وفي لعيبه كتير خرجت في ظروف صعبه جدا جدا ما تاثرش الكيان ابدا عمر الكيان. بالعكس الكيان محافظ على هيبته، محافظ على نظامه بفضل الله تعالى، ثم ابناءه المخلصين المحترمين اللي بيخططوا وبينظموا وقلبهم لان في تواصل اجيال يا كابتن اسلام. ايوه. فانا شايف بامر الله تعالى وبقولها واقولها ان عمري هات لي سنه من السنين او موسم من المواسم او ممكن اهتزاز لفتره تغيير. ده طبيعي، ده طبيعي جدا ماشي وسنه الحياه. ممكن اخسر دوري، ده طبيعي جدا. اخسر بطوله كاس، طبيعي جدا. انما بفضل الله تعالى بنسب كبيره جدا ان الكيان والوحيد اللي هنا داخل جمهوريه مصر العربيه ما بتاثرش باي حد بفضل الله تعالى. انا بتكلم بارقام يا كابتن، بتكلم بتاريخ، بتكلم ولو قدامك حاله اتاثر بيها النادي الاهلي قول لي عليه. زي ما حضرتك بتقول لعيبه كتيره واساطير كبيره جدا، مختار التتش وكابتن صالح سليم كتير، وكابتن خطيب وكابتن حسن حمدي. انا بس مش عايز انسى عشان الواحد ما صحيح مش هنقول اسماء. صحيح كتير لكن جدا، لكن اساطير كبيره جدا. قوه النادي الاهلي يا كابتن اسلام بفضل الله في ادارته، قوته في كيانه، قوته في مبادئه، قوته في ان هو دايما بيبص للمصلحه العامه. قوه النادي الاهلي ان كل واحد بيجي
حط رجليه في هذا الكيان بامر الله تعالى على المستوى الاداري مصلحه الكيان طبعا، مصلحه مصر الوطنيه بفضل الله تعالى. فلا كابتن اسلام انا مع الحق، وفي نفس الوقت انا بقول لان لو تبص على مدار التاريخ يا كابتن اسلام كل سنه احنا قلنا الاهلي بعد ابو تريكه ده الاهلي هي بقى، قلنا بعد الخطيب مش صح، بعد مش عارف بعد متعب بعد وعلى مدار التاريخ من ساعة 1907 كابتن صالح وكابتن حسن وكابتن العتاوي كله قلنا لا. فالكيان كبير لأنه هو دايما بيفكر ومسؤولينه بيفكروا في الصح وفي العدل وفي يعني من وجهة نظري أنا بتكلم وانا مش عاوز حاجه ولا محتاج حاجه ولا بدافع غير على الصح، ولا عايز تدرب ولا عايز في نادي الاهلي يعني ولا عايز يعني انا اقول كلمه طبعا لو طلب منك هتبقى طبعا ده بيتي طبعا ولو طلبت يعني من الناس مش هتمانع خد بالك، بس انا بدور على مصطفى في نفس الوقت وما عاوز هطلب وما عنديش مشاكل. فالقصود يا كابتن اسلام نادي الاهلي ما بيتاثرش بخروج او تبطيل او خروج اي حد. كابتن برضه كابتن ربيع يمكن حضرتك ادرى مني عشان كده انا بسالك الاسئله واضحه ومباشره، هل النادي الاهلي بياكل اولاده؟ لا بمعنى طبعًا. ان هو خليني اتكلم على حضرتك تحديدا، انت ب 92 اعتقد 91 92 كابتن النادي الاهلي خد قرار ان اربعه من النجوم الكبار جدا في النادي الاهلي كابتن ربيع كابتن علاء كابتن طاهر كابتن محمود صالح كابتن ابو زيد كابتن محمود صالح هتبطل. انا بصراحه يعني ماشي مش هقول من 92 ولا 91 من بعد كده لغايه دلوقتي انا عمري ما سمعت ان الكابتن ربيع قال كلمه وحشه عن النادي الاهلي، عمري ما سمعت ان الكابتن طاهر عمره قال كلمه وحشه فيما يخص هذا الموضوع، في كابتن علاء فيما يخص هذا الموضوع برده ما اتكلمش، كابتن محمود صالح نفس الكلام. ايه اللي اتغير يا كابتن او ايه اللي بيحصل او يعني فهمنا برده. هو حضرتك شوف احنا قلنا الاجيال القديمه دايما بتدور على مصلحه، احنا فضلنا مصلحه الكيان اللي انتمينا بيه واكلنا عيش وملح فيه وشهرنا وكان له فضل كبير جدا علينا ربنا، ثم النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما صانع النجوم، صانع اللعيبه، صانع المدربين، صانع الاداريين، النادي الاهلي له فضل كبير جدا، اي حد بيخش النادي الاهلي كابتن اسلام وبعد النادي الاهلي شوف بينطلق ازاي وبيروح ازاي وربنا بيفتح عليه ازاي، دي حقيقه. فهنا رد كل واحد واصله، انما احنا لما قعدنا مع الكابتن صالح كان في اعتراض انما فضلنا المصلحه وقلنا شكرا خلاص. انا واحد من الناس قلت شكرا واتعمل لي ماتش اعتزال والحمد لله وزي ما انت شايف موجود وما اشتغلتش في النادي الاهلي لحد دلوقتي ولا دقيقه، ومع ذلك انا اكتر حته بقعد فيها هي النادي الاهلي، اروح العب كوره واقعد في النادي الاهلي طبعا واخد بالك. وفي نفس الوقت هم انا لو عاوز اشتغل ما لو رحت للكابتن الخطيب هيقول لي هشتغل او الكابتن او يعني ده بيتي واصدقائي وموجود في الماتشات وموجود هنا واخد بالك وموجود في يعني اللي اقصده هو كان له فضل كبير جدا يا اسلام. وبعدين لا ما افتكرش النادي الاهلي ابدا بيأثر مع اولاده بالعكس لا ما فيش، حتى في مواضيع اتكلموا وقلت لهم لا النادي الاهلي ما بيأثرش خالص بفضل الله تعالى، سياسه النادي الاهلي الاداريه بفضل الله تعالى انه بيقف جنب ابنائه بيقف جنب نجومه. النادي الاهلي ده مدرسه الناس لازم تتعلم منه بصراحه. وعمر النادي الاهلي انا بقول لك ربيع ياسين اهو وهو لكن النادي الاهلي له فضل كبير عليا كل التقدير والاحترام، مش الكابتن صالح سليم اللي قاعد معانا وبطلنا احسن شخصيه رياضيه فيك يا مصر من ساعه ما اتعملت ورقم واحد كابتن صالح سليم ده شخصيه كبيره هو اللي خلى حضرتك تبطل طبعا هو اللي ادى القرار محدش كان يقدر أيوة كابتن صالح سليم كابتن صالح كان الراجل ده اتعلمت منه الجراه خدت منه ادارات كتيره جدا ساعدتني في العمل الفنيه ولكن حضرتك ما بتقولش ان هو مش عارف ما عندوش فكره لا. ولا مش عارف لا. ايه ولا ده ماسترو لا ده استاذ استاذ في الاداره استاذ كبير نجم كبير جدا. فاسلام مش شرط هو في بقى حسب النفوس الضعيفه وحسب القلوب الضعيفه وحسب الاصل، لكن انا من وجهه نظري بفضل الله الكيان ده بنحافظ على ابنائه واحنا بنسعد وكلنا بنتشرف وكل الاجيال يا كابتن اسلام اللي لعبت وانت واحد منهم يتشرف ان احنا كنا في الايام مثلنا النادي الاهلي. طبعا كابتن ربيع خلال هذه الفتره انا بشوف ان هي كده هناك حمله ممنهجه لبعض اللاعبين القدامى اللي لعبوا في النادي الاهلي، ممكن يكون ما لعبش كتير خليني اتكلم مع حضرتك بمنتهى الصراحه، وممكن يكون لعب كتير لكن في النهايه هناك حمله انا بعتقد ان هي اتفاقات، لانه فجاه لقيت اربعه خمسه طلعوا في كذا اتجاه وبيتكلموا في كله ضد النادي الاهلي، اللي يقول لك انا ندمت ان انا لعبت النادي الاهلي، اللي يقول لك اصل بينتقد مش بينتقد النادي الاهلي بيجرح في النادي الاهلي. هو حضرتك ما بتطلعش قبل بس ما اسال السؤال اكمل السؤال، حضرتك ساعات بتطلع
وبتنتقد اداء النادي الاهلي طبعا، اداء مجلس الاداره، اداء اللاعبين، اداء الجهاز الفني، ولا ما تطلعش؟ عمرها ما حصلت مثلا؟ مفيش مشاكل خالص عندي، صح ولا احترام وادب وفنيات واصول واحترام، مفيش مشاكل من خالص من وجهه نظر من وجهه نظر الفنيات لازم نتكلم فيها. الاهلي لما بيلعب مش بيقول وحش، خد بالك، وحتى لو بيكسب، وحتى كنا هنا بنقول لا النهارده الاداء، خد بالك، وعمر النادي الاهلي يا كابتن اسامه عايز اقول حاجه، عمر النادي الاهلي ما تجامل، مش جامله، النادي الاهلي بيكسب بفضل الله، ودي نقطه مهمه جدا، بيكسب بفضل الله، ثم الملايين اللي بيشتري بيها اللعيبه، امهر واحسن وافضل لعيبه النادي الاهلي بيجيبها عشان يكسب بيها البطولات، وعشان يسعد بيها الجمهور، وعشان يقدم بيها احسن العروض. دكتور عمر النادي الاهلي ده مدرسه كبيره جدا في جوانب اداريه وجوانب فنيه، النادي الاهلي معروفه يا كابتن اسلام، خد بحياتك. فاللي اقصده ان ما في عمر النادي الاهلي، وفي نفس الوقت ابنائه مخلصين محترمين، بيعرفوا يعني التركيز والالتزام واصرار والرغبه دايما في اسعاد الجمهور، الرغبه في اسعاد الكيان والمحافظه عليه في البطولات في المكسب. ما فيش لعيب النهارده في النادي الاهلي ما بيحبش المكسب، ما عرفش طريق المكسب، متعود على المكسب. فده اللي اقصده، البطولات بتيجي بفضل الله، ربنا بيجيبها، ثم العمل كل واحد في النادي الاهلي ليه حته بيشتغل فيها، دي منظومه كامله متكامله، عشان كده الاهلي متواصل، الاهلي واقف والحاجات دي كلها. وبعدين ال 39 بطوله تقريبا مش كده، دول جايين بفضل الله، ثم العرق والجهد والكفاح والاخلاص والاداريات والترابط والتماسك. طول عمر النادي الاهلي يا كابتن اسلام اسره بيرقصهم اداره، جهاز فني، لعيبه، جمهور، منظومه كل واحد في اتجاهه. فالترابط والحب مهمين جدا، وكل واحد خلي بالك لعيب بيدخل النادي الاهلي بص بيتكلم مع النادي الاهلي ما يخرج ازاي يا اسلام، احسن الكلام. بس احنا بنشوف حاجات دلوقتي مختلفه شويه، ما هي حمله يعني انا برضو نفسي مش مبسوط، وانا قاعد طبعا بتابع ولسه بتكلم مش مبسوط، لسه كنت بتكلم مع حضرتك صح قبل الهواء، بتقول لي انا مش مبسوط، مش مبسوط من اللي بيحصل، خد بالك، وخاصه الناس الكبيره اللي موجوده العقله الراسيه، ما ينفعش كده خالص، مش دي الرياضه. الرياضه وجه حضاري لشعوب كتيره جدا يا كابتن اسلام، طول عمر مدرسه النادي الاهلي بتعلم، هي الاول في كل شيء. فاللي اقصده ولكن ده مش معناه عدم الانتقاد، انتقد براحتك وقول اللي انت عايزه، معلش يا كابتن عشان نبقى برضو انتقد. ما احنا بننتقد يا كابتن اسلام، لما قلنا في مواقف كتيره جدا اتكلمنا فيها، وانا اتكلمت فيها وعادي، ما وهنا في قناه النادي طبعا وكلنا واخد بقى حياتك. فاللي اقصده يا كابتن اسلام، احنا في اوقات بتلاقي حملات كده معينه. سر هذه الحمله ايه يا كابتن طيب من وجهه نظرك؟ سر هذه الحمله هو البطل دايما، الكبير دايما، الناقد، بفضل الله اللي بيكسب، اللي في المقدمه، اللي كل لعيبه مصر بتحاول تبقى موجوده عنده، كله بيجري يتسابق. فالسوق النهارده خلي بالك يا كابتن اسلام، دخل فيه ناس كتير جدا السوق، فبيحاول طبعا ان كل واحد عاوز يشد باله، فطبعا حمله كبيره جدا. وانا زعلان ان الاولاد الصغيرين الشباب اللي هم بيلعبوا، اللي المفروض نجوم ومستقبل، بيتكلموا كلام اصل انا اتعرض عليا، اصل انا اتقال، اصل انا ما، كلام طبعا مضحك جدا، ومش هو ده الكلام الصح. وانا المفروض الرياضه تعلمنا حاجات كتيره جدا يا كابتن، الروح الطيبه، الانسانيه، الاحترام، الوطنيه، الحب، حاجات كتيره جدا، مش موضوع ثلاث نقاط وان انا اكسب بطوله بالشكل ده خالص، لا، والاهلي مش كده. فلا اقصد انا لعبت في النادي الاهلي وراجل بطلت في يوم من الايام، لكن انا ما لقيتش حاجه في النادي والخير غير والتوفيق والاحترام، واي حد بيعمل حاجه عشان المصلحه مش عشان اي حاجه، وعايز سنه الحياه ان احنا نبطل يا اسلام. والكابتن الغاوي ينقط، يعني انت يا سيدي ممكن تبطل، عاوز تلعب كمل، روح، فهي ما فيش مشاكل خالص. فالاهلي مدرسه من وجهه نظري انا، واذا كان بيحارب ده طبيعي جدا، لان الكبير دايما كده يعني. هل تصفيه الحسابات بيكون ليها دور؟ تصفيه الحسابات الشخصيه بيكون ليها دور في هذا؟ ما هو ده الواضح الايام دي. الواضح الايام دي ان في حاجات كتيره جدا تصفيه حسابات، في حاجات كتيره جدا جدا ممكن لشخص بقى يحارب شخص، يعني الكيان ده المفروض بالظبط. انا ما عنديش مشكله ان انا اكون عندي مشكله مع كابتن ربيع على فكره، صحيح. ممكن اقول الكابتن ربيع، لا طبعا يعني مش كابتن ربيع، اي اسم يعني، صحيح. انا مش شايفك كويس، مش شايفك مدرب كويس مثلا يعني، كذا كذا لازم نحترمها، لكن في نفس الوقت ما اقدرش اتكلم عن النادي الاهلي بشكل او باخر، لانه ده اللي يعني اللي عشنا فيه وحياتنا كلها كانت فيه طبعا. حضرتك في اصول يعني يا كابتن اسلام، وفي احترام، عمر ما النادي الاهلي ربى شخص وقعد فيه واكل عيش وملح وبطولات وفتره كبيره جدا يخرج يتكلم بالشكل ده ابدا خالص. لا مفيش كده، حضرتك مش سعيد بالشكل. لا طبعا باللي انا بشوفه ده، انا والله يعني ما كنتش عارف ان جاي النهارده، خلي بالك، ولكن الفتره اللي فاتت دي كلها كابتن اسلام
الاوضاع مش حلوه، الاوضاع كده تحس ان فيها تصرفات. يمكن الفراغ يا كابتن يخليك مش عارف تقول ايه، يعني بعض يعني انا حتى لما اجي اتكلم بعض البرامج شايفه ان انت زي ما حضرتك قلت بالظبط تقريبا، ولكن هي يمكن من الناحيه الاعلاميه بشكل اخر، ان بعض البرامج بتشوف ان انا مين اللي هتكلم عنه هلاقي الناس كلها بتبص لي، النادي الاهلي البطل الكبير، فهقوم جاي مخبط في الاهلي. ممكن يكون الفراغ، وانا بعمل برنامج عشان يعني انا عامل برنامج عشان ادور مصلحه عشان اخلي النادي في المقدمه، عشان يبقى فيه ايجابيات كويسه قوي، عشان انظم وابص لقدام. انما كمان الصوره يا كابتن اسلام واللي زعلتني ان في غل في الكلام. ما ينفعش نطلع في برنامج النهارده ونسب المشاهدين كتار جدا وبنقول وطنيه بقول منتخبات وفي غل، ما ينفعش. حاجات كتيره جدا زعلتني، تصرفات. وبعدين انت بتتكلم على ماضي، انت مالك ومال الماضي يعني؟ اتكلم في اللي جاي. ده حاجات كده، ده يعني حاجات انا فوجئت فيها يعني، مش مبسوط والله خالص. وتصرفات مش ممكن تبقى موجوده بالشكل ده. فالقدر يمكن جابني النهارده عشان اتكلم واقول ان انا نفسي مش هي دي الرياضه، مش هي دي البرامج، مش هو ده اللي مطلوب في الايام دي، مش ده احنا في 2020 يا جماعه من حياتك. فالقصد ان السلوكيات مهمه والاخلاقيات والتصرفات، وفي نفس الوقت احنا عاوزين رياضه حقيقيه، وعاوزين كره قدم، وعاوزين منتخبات، وعاوزين يعني ما ترجع ان شاء الله. انتخابات يا كابتن اسلام. فاللي اقصده الناس تبص لنفسها، الناس تخطط، الناس تنظم، الناس تشتغل. النادي الاهلي بفضل الله بقى النادي الاهلي عشان الناس بتشتغل. والله عشان الناس بتشتغل والله فعلا. النادي الاهلي عمره ما رضي باي حاجه تجي له مش بتاعته. ممكن القدر في امر الله اخطاء وارده في اي حاجه، مش مسؤول عن النادي الاهلي خالص. انما النادي الاهلي عمره ما بص البطوله مش بتاعته ولا مكسب مش بتاعه ولا اي لعيب. اي لعيب بيخش النادي الاهلي برضه فوجئت بكلام، اصل بيعرضوا، اصل بيقولوا لي، اصل حاجات برضه ما افتكرش. كل اللي بيمثلوا النادي الاهلي من ساعه ما اتولدت لحد دلوقتي ناس على قدر كبير جدا من الاحترام والمسؤوليه والادب والتصرفات. دي حقيقه والامانه. ما فيش النهارده باخدك عشان تمضي عشان اقول لك اصل لا، في خيارات. احنا اتعلمنا من المدرسه الكبيره كابتن صالح سليم الله يرحمه، ان يعني مواقفه واضحه واحنا اتعلمنا منها. طبعا سياده الفريق مرتجي، كابتن عبد الصالح الوحش، ناس طبعا كبيره اتعلمنا منها، كابتن حسن حمدي، كابتن الخطيب، كابتن مهندس محمود طاهر، ناس متوسطه كلها بتشتغل ومحافظه على الكيان لاسم النادي الاهلي، خد بالك. فتعلمنا من الادارات دي ان تعالى واشتغل واهلا وسهلا بيك. وحتى اللي بيدخل النادي الاهلي وبيخرج يقول لك انا دخلت النادي الاهلي حسيت ان انا قضي لي فتره كبيره جدا. وفي نفس الوقت يعني بيقضي فتره ممتعه وفتره كويسه، وبص بيبقى نجم يعني نجم، بيبقى نجم كبير جدا. فاللي اقصده ان حاجات طبعا تزعل يا اسلام، ومفروض ما تبقاش موجوده، والرياضه مش كده خالص 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 يعني. كابتن ربيع، خلال هذه الفتره تجديد للرباعي الكبار في النادي الاهلي، شريف اكرامي وحسام عاشور واحمد فتحي ووليد سليمان، ايه رايك في اللي حصل خلال هذه الفتره؟ التجديد لوليد سليمان ثم الموافقه على ان تبقى اخر موسم لشريف اكرامي، وعرض غير مسبوق لحسام عاشور بثلاث اختيارات، ماتش اعتزال وكذا وكذا، في ظل عدم وجود مباراه اعتزال. النادي الاهلي قرر اعتقد في 2000 2001 ان مش هيعمل مباراه اعتزال لحد. ثم احمد فتحي وقراره بأنه هو يخرج بره النادي الاهلي، وتوجيه لجنه الشكر ولجنه التخطيط تمنت التوفيق لكابتن احمد فتحي. شريف اكرامي كان واضح خلاص، شريف عاوز يلعب، صعب يلعب في الظروف دي، خرج خلاص قال لهم انا عاوز العب، وخرج يلعب بكل احترام خرج وما اتكلمش كلمه وشكرا وتمام التمام خلاص. وكان صريح الجهاز الفني، هو الجهاز الفني بيدور على مصلحه يا كابتن اسلام. الجهاز الفني ما عندوش مصلحه غير انه يدور على النتائج، على الفرق اللي قادر مش قادر، عندي عدد كبير جدا من اللعيبه، مين اللي هيمشي معايا بطرق الفنيه اللي انا عاوزها. فشريف اكرامي كان واضح ما فيش مشاكل فيه خالص، شريف فرصه برده صعبه جدا، وشريف كان واضح قال لك انا عاوز العب خلاص، قادر ان انا العب، خرج خلاص، والناس النادي يوفي له منتهى الاحترام وزي ما فيش مشكله في شريف خالص. حسام عاشور يعني انا من وجهه نظري ان هو يعتذر في النادي الاهلي. حسام انا بحبه جدا واقدره، وكابتن كبير جدا وتاريخ في النادي الاهلي. خلاص الجانب الفني، الجهاز الفني شايف ان حسام عاشور مش هيقدر يبقى موجود كاساسي او فبيحافظ على تاريخه، مش ممكن يبقى قاعد، كان ممكن النادي الاهلي يجدد له سنه خلي بالك، بس يقعد بره
لكن هل حسام عاشور هيرضى ان هو يقعد بره؟ ما افتكرش. فحسام انا كاخ ليه كبير ولاعب سابق بقول له النادي الاهلي قيمه كبيره جدا. خلي بالك اتعرض عليا كتير جدا يا كابتن اسلام ان انا العب بعد النادي الاهلي صعب. والناس اللي موجوده خلي بالك عرضت عليها موجوده لحد دلوقتي، منهم كرامي كان بيمرن في السعوديه اتصل بيا قلت له انا بعد النادي الاهلي اروح العب؟ صعب جدا يا اسلام. فالمدرسه الكبيره اللي انا ربيت فيها وقعدت فيها واشتغلت فيها صعب جدا اخش. فده حسام عاشور، فده نصيحتك لحسام عاشور ان هو اقبل بقرار النادي الاهلي. طبعا انا قلت كده وبصرحت قلت كده لان حسام قيمه كبيره جدا. وبعدين بعد ال 37 بطوله ولا بعد مش عارف البطولات دي كلها حسام هتروح فين يعني؟ والحمد لله ان خاصه النادي عارض عليك بفضل الله تعالى ان انت موجود، وموجود في خبالك جهاز فني، موجود اداري، موجود قناه، موجود وشريك واللي انت عاوزه كله، وانت ابن النادي. ده وجهه نظري انا بالنسبه لحسام ان يعتزل في النادي الاهلي. بنيجي بقى من احمد فتحي وليد سليمان. وليد خلاص جدد مفيش مشكله، الجهاز الفني شاف ان وليد سليمان وجوده مهم جدا في اوقات معينه. انا جددت سنتين قعد وليد سليمان ما عنديش مشاكل خالص وليد، والراجل رحب اهلا وسهلا شكرا مضى سلام عليكم خلاص. وليد مفيش مشكله فيه خالص، لا خالص خد بالك. واحنا شايفين ان وليد فضله اضافه. ليه بقى وجهه نظر وجهه نظرك الفنيه بقى ككابتن ربيع ياسين ايه رايك؟ لا وليد يعني وليد يؤدي، وليد محافظ على نفسه، وليد خفيف جدا، وليد ناضج، وليد عنده كوره فنياته عاليه جدا، وليد بيعمل اضافه بفضل الله تعالى ما بينزل ولحد دلوقتي بيسجل وقادر. وليد قادر انه يشتغل والراجل ما عندوش اي مشاكل خالص يا اسلام خلاص خد بالك. في قبل ده وليد سليمان. احمد فتحي بقى، لا احمد فتحي انا ليا بس وجهه نظر في الوقت اللي خده مع اللجنه. لا انا بعترض. بتعترض على احمد ولا على اللجنه؟ بعترض على الثلاث اسابيع اللي قاعد يتفاوضوا بيه مع احمد فتحي. يعني حضرتك شايف ان اللجنه اخطات في الثلاث اسابيع؟ احمد فتحي كان لازم وقعد. احمد فتحي بنحبه ونحترمه ونقدره، حتى لو خرج بنحبه ونقدره ونحترمه طبعا. ده ابننا، لكن انت عاوز النادي الاهلي بس مش عاوز النادي الاهلي شكرا سلام. وخاصه ان حسابات الفنيه، انا حسابات الفنيه في العمر، حسابات في العطاء في 90 دقيقه، حسابات الفنيه في ال 20 شهر او ال 24 شهر اللي هجدد له، انا حساباتي كلها بالنسبه للتجديد بالورقه والقلم يا كابتن اسلام. في الورقه والقلم على الورق وفي الملعب. وبعدين المراكز اللي انا محتاجها، انا مثلا عندي وليد سليمان مركزه هجوم بغيره. لسه كنت هقول لحضرتك ان ما هقول لك ما وليد زي احمد نفس السن تقريبا. لا ما هو خلي بالك احمد مركزه باك رايت. الباك رايت انا بحسبها خد بالك انا عندي 36 سنه عدد كيلوات احمد متوسط الكيلوات بتاعته في الجاري يا كابتن خد بالك عشان باك رايت ده خلي بالك لازم اجي ونزل في الدافع ما فيهاش. فهل هو هيقدر ينفذ لي؟ وخاصه ان احمد فتحي السنه دي يا كابتن مع فايلر كان شيء اساسي. يمكن تفتكر حضرتك ان هو انا ما كلمتش احمد لغايه اللحظه دي، واتمنى ان انا وهكلمه يعني خلال اليومين اللي جايين عشان اعرف برضو وجهه نظره، لكن عشان نعرضها طبعا بمنتهى الوضوح للناس. لكن ممكن يكون احمد شاف ان هو زي ما حضرتك بتقول كده ان هو مش في حسابات فايلر، واحمد مش من الناس اللي متعوده ان هي تقعد، وبالتالي اتخذ قرار اخر بان هو لن يكمل في النادي. خلاص هو حر ياخد. انا بتكلم على النقطه بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيدور على الحسابات النهارده، انا اللعيب ده هجدد له، هيقعد معايا 24 شهر، في ال 24 شهر دول مثلا عندي 30 مباراه، هيلعب فيهم كام؟ متوسط لعبه كام؟ طب المركز ده عندي مين؟ واخد بالك؟ وخاصه المركز ده احنا شفنا المركز ده يا كابتن اسلام في محمد هاني، هاني اللي بيلعب وهاني اللي مع حسام البدري في المنتخب، وبعدين عندي بديل باسم ما انا عامله عرب ممكن ارجعه، وبعدين انا عندي منتخب 2001 خلي بالك في اثنين باكت رايت، وبعدين ممكن اوظف ممكن حسين الشحات ده اوظفه، ممكن نيتفيد ده اوظفه، ما عنديش مشاكل خالص انا كنادي الاهلي اوظف. فاللي اقصده احمد كان الفتره بيتفاوض، ده اللي زعلني من احمد وزعلني ان لا انت عاوز الاهلي او مش عاوزنا خلاص بكل حب واحترام وتقدير. بس فاعترضت على دي وانا بعترض لحد دلوقتي. ان ما عندكش مشكله. ان انت يعني طالما كده خليك واضح وصريح وقول يا جماعه انا مش ثلاث اسابيع ليه يا اسلام. يعني ده اللي اقصده، يبقى في تفاوض بره خلاص شكرا. النادي الاهلي ده كبير، الكيان ده كبير، اللي عاوز انت فاكر الكابتن صالح قعد مع مجدي طول قال له عاوز الاهلي ولا مش عاوز الاهلي؟ قال له اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام. ما خدش خمس دقايق يا كابتن. فده اللي انا اقصده، بس انما كل الامور تمام، واحمد فتحي نتمنى له التوفيق، ده انسان محترم جدا وربنا يسعده جدا. بس كل التوفيق والاحترام والتقدير لاحمد فتحي. شايف كيفيه اداره النادي الاهلي للفتره دي يا كابتن ربيع؟ إدارة الأهلي إدارة يعني إدارة لجنة التخطيط للكرة خلال التجديد للأربعة الكبار.
لا هو هو هي وجهات نظر لكن بتختلف من لجنه للجنه. وفي نفس الوقت هو بس طول عمر النادي الاهلي كان قراراته في ادارته اللي بتاخد قراراته ادارته. خد بالك اللجان دي كويسه جدا والتشاور كويس جدا والمشوره مهمه جدا يا اسلام. فعلا بتطلع بنتائج جيده جدا وتطلع بالصح المشهور. مفيش قرار لوحده، لكن طول عمر النادي الاهلي بيعتمد على لجان. كان ايام الكابتن صالح، الكابتن صالح، الكابتن حسن، الكابتن خطيب، الكابتن طارق سليم، عشان ياخدوا قرار في لعيب يقعد او ما يمشيش. خد بالك الاجهزه الفنيه عمرها ما بتدي قرارات، لان الجهاز الفني ممكن يمشي في اي وقت يا اسلام. انا بقول اللجان في ادارته هي اللي توجه وهي اللي تقول وهي اللي بتدور على المصلحه، وده اللي بيحصل طول عمرنا يعني متعودين على كده. بس في اللجان دي ده حتى الانديه الثانيه بتقلد، من غير اللجان دي مفيش نجاح يا اسلام. مظبوط. فبس فالمنظومه اذا كان على راس المنظومه كان الكابتن الله يرحمه وفي نفس الوقت عامل لجنه. وده برضو اللي عامله الكابتن الخطيب، الراجل عمل لجان عشان الدنيا تمشي وعشان الصحه وعشان الاختيارات. بحياتك فالاداره ماشيه باسلوب رائع وزي الفل ومفيش مشاكل خالص. ده اداره النادي الاهلي. يعني الامور ماشيه بشكل جيد من وجهه بفضل الله تعالى. ويستطيع النادي الاهلي ان هو يعوض رحيل احمد فتحي، يعوض رحيل شريف اكرامي، يعوض رحيل حسام عاشور. انت عندك كده كده عندك الحمد لله كل مركز احسب اللي موجود هتلاقي تلات اربعه يعني. ما عنديش مشاكل. بس هو في الباك رايت مثلا في محمد هاني. وانت انت عندك عامل اعاره لباسم. لباسم وباسم. طب وانا بقى بص، طب ما انت دلوقتي عندك اثنين عندي انا في الباك رايت 18 سنه. من منتخب. ايوه يعني انا عندي باك رايت اساسي بتاع المنتخب اللي بلعب بيه ده في السعوديه في كاس النادي الاهلي باك رايت. وفي برضه الاحتياطي اسمه ايه يا كابتن ممكن يعني محمود صابر. محمود صابر باك رايت. وفي احمد سيد عبد الرب النبي برضه باك رايت وكويس ومهاري وزي الفل بيلعب في النادي الاهلي. اثنين اهم يا كابتن. وعندك اثنين اربعه. وبعدين عاوز اقول لحياتك هو النادي الاهلي المدرب بقيمته وعبقريته وفلسفته ومهارته والدنيا كلها ما يقدرش يوظف اللاعب من كل القصه دي يا كابتن لعبه باك رايت. ده وارد. لا صح حسين زي ما حضرتك قلت، حسين الشحات، كريم ندفد، اكرم توفيق. والنهارده النادي الاهلي ليه سعر اللعيب فيه 12 و15 عشان لعيب جوكر يا كابتن اسلام. وانا لو وليه واحمد فتحي قيمته في لعب باك رايت بيلعب ديفندر بيلعب مساك. كل لعيب في النادي الاهلي 75% 80% من لعيبه النادي الاهلي يا كابتن اسلام جوكر بيلعب في اكتر مركز. وما ينفعش النهارده اقفل على نفسي ب 25 لعيب ب 11 مركز. ما ينفعش فاللي اقصده هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي ليه بيشتري لعيب معين بموهبه معينه بمهاره معينه يا كابتن؟ عشان ده لعيب جوكر بيلعب في اكتر من مركز، ودي قيمه اللعيب يا كابتن. بسنه 4 انما الانديه الكبيره اللي بتحقق البطولات وبتحافظ وهو لازم يكون اللعيب اللي عندها في اكتر من مركز. هو ده الانديه الكبيره اللي بتاخد البطولات. لان انا معرض لايقافات لاصابات لضغوط ليه حاجات كتيره جدا يا كابتن اسلام. وبعدين انا بمشي في بطولات كتيره جدا في دوري وفي كاس وفي افريقيا وفي عرب وفي سوبر وحاجات كتيره جدا. ولو انا جبت النهارده احمد فتحي عشان الباك رايت بس ما يبقاش سعره 15 مليون. خد حضرتك. فاللي اقصده النهارده النادي الاهلي وجهه نظر كابتن هايله لانه ما حدش راح لها الحقيقه. ان كابتن هو ما هو يعني قصدي هي اللجان عشان تفكر وعشان تقعد والاداريات عشان تقعد تنظمه والفنيات يا كابتن. النادي الاهلي بحجم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي عشان كده الناس متخيله ان الاهلي ما بيجاملش. لا بيجامل، الاهلي بيخطط، الاهلي بينظم، الاهلي بيفكر، الاهلي بيتعالى لجان عشان خد بالك تنجحه. هو ده النادي الاهلي. فاللي اقصده يا كابتن هو ده بالنسبه لاحمد فتحي. احمد فتحي 36 سنه. احمد فتحي انا هعمل له سنتين، السنتين دول طيب هيلعب لي كام؟ خد بالك. وبعدين احمد انت قلت هقعد بكره، هقعد بعده، هقعد بس. دي وجهه نظري انا. وبعدين خد بالك انا بقول عشان بحب الكيان وفي نفس الوقت كل التقدير والاحترام لاحمد فتحي وللجنه والاداره وكل الناس. لا ده مش معناه ان حضرتك لا اكيد دي وجهه نظر باحترام يا اسلام وبحب واما بعمل مداخله باحترام وبتكلم بمنتهى الاحترام. حد يقدر يقول ان الكابتن بيقول لا طبعا ده احنا بنتعلم منك الاحترام. لا عفو كابتن اسلام. فربنا يوفق الكيان والنادي الاهلي في المقدمه دايما ان شاء الله يا رب. كابتن ربيع برضو عايز اسالك عن النادي الاهلي، هل حضرتك كنت سعيد بان فايلر في تصريحاته الاخيره في احد مع كابتن شوبير اعتقد لما كان بيتكلم هو وسيف كابتن سيف زاهر وكابتن شوبير قال ان من الممكن ان هو انا عارف ان صالح جمعه بالنسبه لك واحد من اللاعبين اللي حضرتك بتحبهم جدا ودايما بتنصحه ودايما بتتكلم معاه ممكن يبقى ليه دور خلال الفتره اللي جايه؟ صالح انا بحب صالح جمعه عشان في النادي الاهلي هو انا شايفه لاعب كويس وحتى لو بره احبه بس لما عاوز ينجح مع النادي الاهلي عشان صالح جمعه مهاريا عالي جدا واحنا محتاجين واحد بمهاره صالح جمعه في مركز معين وحته معينه. احنا عندنا مركز ناقص جدا وصانع الالعاب يعني صانع اللعب.
صانع العاب عندنا مهم جدا يا اسلام. ده برضو انا من وجهه نظري هو ان احنا نركز عشان احنا محتاجين صانع العاب في النادي الاهلي. وجهه نظري انا خد بالك ال11 لاعب والرصه بتاعتنا الفنيه عندها الحته دي ناقصه، محتاجه ان هو محتاج في اجماع بفضل الله تعالى. صالح جمعه ممكن يملى لي الحته دي. صالح جمعه من وجهه نظري ان احنا نساعده هو يساعد نفسه ونديله فرصه واثنين وثلاثه، ودي طول عمر مدرسه النادي الاهلي ان بتساعد ابناء والناس المخلصه الكويسه. صالح جمعه قيمه فنيه كبيره جدا من وجهه نظري، نديله فرصه ونجيبه. وتعالى يا صالح انا قدامك الموسم ده، انت هتديني اهلا وسهلا وانا هديك واقف جنبك وهساندك وحمله المسؤوليه. كان عند حسن الظن خلاص مفيش، شكرا مع الف سلامه ومتشكرين توكل على الله. فده هو ده الشغل اللي انا شايفه مع صالح جمعه. صالح جمعه 26 سنه ولا 27 سنه، فده اللي اقصده. فانا عندي الحميه للكيان، عندي الحميه للاعب، عندي الحميه ان هو احسن من لعيبه كتيره جدا يا كابتن اسلام موجوده، هو موجود. فاللي اقصده نديله ونديله فرصه اخيره ونشترط تعالى هشيلك اهلا وسهلا، عاوز انا مش عاوز شكرا مع الف سلامه توكل على الله. ده وجهه نظري انا في صالح جمعه. حتى لو راح اي نادي مش فارقه معايا، لو راح اي نادي ما يروح يا كابتن، ما هو معروف هيروح فين. في نفس الوقت احنا ما عندنا يعني، هو احنا هنتاثر بصالح جمعه؟ هو صالح جمعه لا يا كابتن، النادي الاهلي مشى اعطى اللعيب واقوى اللعيب وافضل اللعيبه يا كابتن اسلام، اللي هي شالت كمان كانش عندها الرغبه في انها تكمل، ومع ذلك ما تاثرش باي حد يا كابتن اسلام. ده النادي الاهلي، مدرسه النادي الاهلي والكيان الكبير بفضل الله، ثم ابنائه المخلصين بفضل الله، ثم الحب، الترابط، الشغل، كله بيشتغل، اشتغل ربنا سبحانه وتعالى بيحب ان احنا النادي الاهلي منظومته فيها شغله كلها، اداره بتشتغل، الجمهور ما شاء الله احسن جمهور، اللعيبه قدرات خاصه انت بتختارها، خد بالك جهزة فنيه بتشتغل باخلاص، هو ده النادي الاهلي. كابتن اخيرا لو حضرتك حابب توجه نصيحه او كلمه لجمهور النادي الاهلي خلال هذه الفتره واللاعبين والافراد كل حاجه. الجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي ده احسن جمهور في الدنيا، يعني مفيش جمهور زيه، حاجه جميله جدا، وطول عمره في ظهر اللعيبه وفي ظهر الكيان، وحاجه جميله جدا ووجوده مهم جدا جدا مفيش كلام. اللعيبه بتمنى لهم التوفيق باذن الله تعالى ان شاء الله. دايما لعيبه النادي الاهلي لعيبه كبيره بنضجها وفنياتها وخبراتها وتركيزها والتزامها واصرارها. البطولات يعني رساله ان البطولات الاهلي وجمهوره بيتعود دايما، الكيان والجمهور متعود على البطولات، فانتوا ان شاء الله ربنا يجعلكم سبب في البطولات، والبطولات هتيجي بفضل الله، ثم الترابط اللي احنا شايفينه والتماسك بالحب بالشغل بالعمل، ومنظومه النادي الاهلي كلها عمل. فاتمنى لكم التوفيق، واتمنى للاداره التوفيق، واتمنى للجهاز الفني التوفيق، واتمنى لكل المنظومه التوفيق، ويا رب الكيان دايما في المقدمه دايما يا رب. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن ربيع، دايما بنستفيد بوجودك، فبشكرك جدا 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 على كلامك وعلى احترامك في كل شيء. اشكرك، متشكرين جدا، ودايما بالتوفيق يا كابتن. شرفت ونورت، ودايما الحقيقه كابتن ربيع في بيتك ونورنا وتشرفنا. شكرا جزيلا لك كابتن ربيع ياسين. واجيال بتسلم اجيال، خدوا بال حضراتكم، محمد سمير، كابتن محمد سمير، كابتن ربيع ياسين، وبعدين ثلاثة بقى من النجوم الكبار هيكونوا معايا بعد قليل، النجم الكبير كابتن عادل طعيمه، النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، والنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. هنتكلم معاهم في كل رؤياهم الفنية والغير فنية الحقيقة خلال هذه الفترة. نادي الأهلي دائما زي ما حضراتكم سمعتوا من الكابتن ربيع ياسين أجيال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. كابتن عادل ازي حضرتك؟ السلام عليك، كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد. ازي كابتن ابراهيم؟ بشرف الله. ازي كابتن حسام؟ تشرف لينا حبيبي، موجودين معاك يا حبيبي. الله يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازي كابتن شريف؟ الحمد لله. ازي كابتن؟ بارك ايه، تمام كله تمام الحمد لله. الحمد لله. كابتن عادل، يعني خلينا نتكلم على طول في الاحداث اللي بتحصل حاليا في النادي الاهلي. اربعه نجوم كبار تم التجديد، او يعني تمت قعدوا معاهم في لجنه التخطيط، ووصلت الامور زي ما حضرتك عارف. كابتن وليد سليمان جدد سنتين، كابتن احمد فتحي قرر ومع لجنه التخطيط، او قررت لجنه التخطيط ان كابتن احمد فتحي تمنت له التوفيق بعد نهايه هذا الموسم، ثم كابتن حسام عاشور وكابتن شريف اكرامي. راي حضرتك بقى في الموضوع كله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بتمنى وأرجو أنه طبعا كان في ظروف خلت أنه التعاقد أو التفاوض يبقى مع مجموعة،
اللي انا بتمناه طبعا كان في ظروف خارجه عن اداره اراده اللجنه واراده النادي. ايوه الظروف اللي احنا كنا فيها. انا بعتقد ان بعد كده بتمنى ان يبقى التفاوض مع لاعب لاعب وفي توقيتات يعني متباعده شويه بحيث ما يبقاش التفاوض مع اربعه مره واحده. طبعا الظروف دي كانت خارجه عن الاراده. هبدا بوليد سليمان لان وليد سليمان بيديني وبيدي الجمهور النادي الاهلي معنى الاحتراف. الاحتراف هو اتقان المهنه مع الانتماء. وزي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام اذا عمل احدكم عمل فليتقنه. الاتقان ايه هو؟ الاحتراف من 1400 سنه. الاحتراف هو اتقان العمل. الانتماء بيبقى متساوي مع اتقان العمل. حد هيقول الماده. الغالبيه من الناس هنا في مصر للاسف لما يقولوا احتراف مقابلها ماده. عمر ما كان الاحتراف من قبله مادة. اتقان العمل الراجل اللي بيتقن مهنته في كطبيب او اللي بيتقن مهنته في كنس الشارع او اللي بيتقن مهنته في اي حاجة احنا بنحتاجها ده اسمه اتقان عمل. وليد سليمان نموذج لاتقان العمل والانتماء. طبعا عملية التفاوض بتاعته او الراجل عي علشان كان عايز يمضي في النادي. ده راجل ما ترباش في قطاع الناشئين في النادي ولكن عنده كم من الحب والانتماء الغير محدود للنادي. ودي طبعا حاجة يعني كلنا لازم يعني نشكره مش نشكره يعني شايلينها له في قلبنا لأن الحاجة اللي في القلب دي بتبقى حاجة ربنا سبحانه وتعالى يعلم بيها. الجزئية الثانية بالنسبة لشريف. شريف قعد فترة فمش عايز يلعب. وطبعا حتة ان انا بقاله فترة كبيرة ما بيلعبش على الرغم ان انا بشوف ان النادي الاهلي محتاجه لانك انت في حته صغيره كابتن اسلام وكابتن ابراهيم وكابتن شريف. احنا شفنا ليفربول من حوالي يمكن شهرين بيطلع من بطوله اوروبا نتيجه حارس المرمى الاساسي بتاعه متعور والحارس البديل لعب ثلاث ماتشات في الدوري هزيمه ثم خروج مش عايز اقول يعني صعب شويه من اتلتيكو مدريد. ضعف الحارس او الحارس الاساسي كان مصاب وبالتالي خروج شريف انا شايفه خروج منطقي جدا ان راجل عايز يلعب ودي حاجه بتتحسب له راجل خدم النادي وكلهم الحقيقه يعني شريف وهو بيخرج بطريقه فيها تربيه النادي الاهلي وفيها الأخلاق العالية والرقي. العيلة ابنها عايز يطلع يشوف مكان آخر في أكل عيش في مكان آخر طلع بطريقة محترمة جدا. حسام عاشور كابتن إسلام أنا شايف أنه يعني لما نفضل نتكلم عن حسام طبعا كل الناس عارفين حسام عاشور ادى للنادي والنادي اداله وكل الامور طبعا كلاعب وكخلق وتواضع وكل الحاجات الجميله. انا بتمنى يا كابتن على الله انه برضو عندنا في النادي الولاد الكبار اللي زي حسام وخلاص ودخل في مرحله انه بيبطل يبقى هناك حد من النادي وما اكثرهم انه هذا النجم بعد هذا العطاء صعب جدا ان الجمهور يشوف الفانيلا في الدوري الداخلي. اللي انا بتمناه انه يبقى هذا النجم الكبير ده اللي خدم يبقى ليه مكانه في اي حاجه في سواء في اوروبا او في الدول العربيه او في دول الخليج. يبقى شفنا برضو برشلونه لما تشافي بيطلع يروح على دوله خليجيه انيستا بيطلع على اليابان اعتقد ابراهيموفيتش راح امريكا. فاذا برضو النادي يعني بيساعد. انا اشوف حسام عاشور لو هو قادر يأدي ما يبقاش في الدوري المصري والنادي طالما استثناه في حاجات جميله جدا يبقى انا الحاجات دي تبقى موجوده بس في نفس الوقت انا بديله انه حته اللعب يبقى ممكن هو يلعب في مكان اخر. بالنسبه لاحمد فتحي مدى حبي وده انت الترابيزه دي هي شهدت يا كابتن معاك ان احنا كنا دايما نقول فتحي 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 لازم وفتحي لازم. انا زعلان منه الحقيقه. ما تخيلش ان فتحي يبقى لابس تيشيرت مش انا جمهور النادي الاهلي كله وانا بتكلم بالعقل وبالعاطفه.
وزي ما انا قلت على وليد سليمان، يا احمد انت راجل محترف، مش محترف يعني العمليه ماده، لا هي مش ماده. انا سمعت او قرينا او هو طلع كذب انه انا عايز العب عشان كاس العالم والاخر، بس هو طلع كذب صح زي ما حضرتك بتقول. فيا كابتن اسلام، طب ليه انا ما عندي، انا احمد ما عنديش القدره ان انا افرض نفسي على فايلر؟ زي ما انا الشهرين اللي فاتوا انا فرضت نفسي وبقيت اساسي، وبقى فلايرر مش عايز يشيرني باك رايت، يروح مدخلني سيرد باك، يروح مدخلني في وسط الملعب. انا شخصيا زعلان منه، لكن الحقيقه النادي الاهلي تعامل معاه بمنتهى الرقي ومنتهى الادب. الاربعه يا كابتن النادي الاهلي تعامل معاهم معامله الاب الحنون المحترم مع اولاده، ولم يسيء لفرد منهم، والحقيقه ادى لكل واحد وضعه المحترم، الوضع اللي كلنا يعني نرجوه ليهم، وبنتمنى للي قاعد توفيق واللي ماشي ربنا يوفقه. كابتن ابراهيم اخد رايك برضو فيما حدث. مفيش شك ان الاربع لعيبه اللي احنا بنتكلم عليهم كلهم قامات، وكلهم ادوا في مراحل لعبهم ادوا للنادي الاهلي كتير قوي، وبالمقابل النادي الاهلي اداهم كتير قوي. اللي عايز اقوله ان اللعب للنادي الاهلي ده حاجه ثانيه خالص، مع احترامي لكل الانديه الاخرى، اللي ما لعبش في النادي الاهلي من وجهه نظري ما لعبش كوره. النادي الاهلي اولا بيكبر اللعيبه بتاعته، الاحتكاكات بتاعته بتبقى على مستوى عالي جدا، بيبقى عندهم الفرصه انهم نظر للتالق، بيبقى عندهم الفرصه كبيره قوي انهم ينضموا للمنتخب القومي، وبالتالي المجموعه كلها ككل الحقيقه ادت للنادي الاهلي، والنادي الاهلي ادهم اكتر ما هم ادوا له، وده اللي احنا متعودينه على في جميع مراحلنا واحنا بنلعب واحنا بنادي وظيفتنا كمدربين في النادي او ماسك قطاع الناشئين. فالدنيا كلها النادي الاهلي بيدي ولاده اكتر ما يستحقوا. لو نمسك لعيب شريف اكرامي من ولاد النادي الاهلي ومن عيله كلها يعني كلها اهلاويه، كابتن اكرامي كبير الحقيقه ادى النادي الاهلي، وهو شايف ان هو لم يتفاوض على فلوس خالص، ولم يتفاوض على اي مقابل مادي، وكل مطلبه ان هو يلعب، وهو حاسس ان هو بيدي، وهو فعلا من المدربين من اللعيبه الممتازين في حراسه المرمى، وياما شال النادي الاهلي وياما حقق بطولات مع النادي الاهلي، فكان كله مطالبه انه عايز يلعب. وطبعا بالذات الحارس المرمى لما بيبعد عن الثلاث خشبات الحقيقه المستوى بيقل، فهو الان على نفسه قادر وحاسس ان هو قادر انه يدي للنادي الاهلي على مدار السنين اللي جايه، فكل مطلبه انه يلعب. مستر فايلر يعني مصمم ان هو يلعب الشناوي، ففرصته بقت قليله، فكان كل مطلبه انه عايز يلعب، ما تفاوضش في حاجه، وده حقه، وربنا يوفقه في الحته اللي هو بمنتهى العقل ومنتهى الحكمه تفاوض مع لجنه الكوره، ولجنه الكوره المحترمه الحقيقه ادت له الفرصه ان هو يروح حته تاني. ولو نمسك وليد سليمان الحقيقه على من ساعه ما جه من نادي انبي ملوش اي مشكله في النادي الاهلي، بيطلبوا منه التوقيع، بيوقع على بياض، وما بيتكلمش في اي ناحيه ماديه، مع ان طبعا الاحتراف كله كل الناس بتبص للعقود الاحتراف وان لازم يتكلموا عن الناحيه الماديه، انما وليد الحقيقه من ساعه ما جه وكل المراحل اللي تفاوضوا معاها عمره ما اتكلم عن الناحيه الماديه، بل بالعكس كان بيمضي على بياض. الناحيه الفنيه بقى وليد لما بينزل الحقيقه بيدي طاقه غير طبيعيه لزمايله، قائد في الملعب، بيدي كل تمرياته جيده جدا، بيسجل اهداف في اوقات صعبه جدا، وادى للنادي الاهلي على مراحله السنيه اللي لعب فيها الحقيقه ادى للنادي الاهلي كتير قوي، ودي حاجه كويسه قوي انهم جددوا له سنتين، وربنا يوفقه ان شاء الله في المرحله اللي جايه، ويدينا اكتر واكتر. وليد من اللعيبة أولا سلوكيا وفنيا من الناس المحترمين جدا، وحاجة جميلة إن هو جوه النادي الأهلي. نمسك حسام عاشور، حسام عاشور تاريخه مش محتاج إن أنا أتكلم عليه، إدى للنادي الأهلي على مدار مراحله السنية، إداله كل حاجة،
يعني كل الاوقات اللي بيلعب فيها يمكن من اكتر اللعيبه اللي حققت بطولات مع النادي الاهلي على المراحل السنين اللي لعبها، ولما بينزل بيأدي الحقيقه بيأدي بطريقه جيده جدا. وبعدين غير كده هو قائد جدا في الملعب ومحور كبير، بيحل مشاكل اللعيبه كتيره جدا بصفته كابتن الفريق. الحقيقه عمره ما قال حاجه انا عايز العب او مش عايز العب، بس بالاوقات الصعبه لما بينزل بيأدي وبيأدي المطلوب منه. انا كل اللي بتمناه يعني ان هو طبعا لجنه الكوره عرضوا عليه اكتر من منصب، سواء في قناه النادي الاهلي او يمسك منسق عام او يمسك حاجه في الناحيه الاداريه، حقيقه هيضيف للجهاز الاداري والجهاز الفني اللي موجود في النادي هيضيف، وانا شايف انه سلوكياته واخلاقه تؤهله انه يمسك اي منصب في النادي الاهلي الفتره اللي جايه. فانا شايف ان هو القرار حته الاعتزال دي او ان هو يروح حته ثانيه، القرار بايده هو. بس انا نصيحه كاخ انا كبير ليه، يعني انا شايف ان هو تواجده في النادي الاهلي الفتره اللي جايه مهم جدا ليه، وان احنا برضو مهم جدا ان احنا نربي كوادر في النادي الاهلي تنفعنا على مدار السنين اللي جايه، لان احنا برضو حته التخطيط على المدى الطويل مهم قوي ان كوادر زي حسام عاشور يبقى موجود معانا. بس انا برجع اقول ايه، القرار ليه، عايز هو شايف انه يلعب، فما حبوش انه يلعب جوه مصر غير النادي الاهلي. لو هو مصمم وشايف انه هو عنده القدره انه يلعب يبقى يلعب بره، سواء في اي بلد عربي، سواء في اي لو جاله عقد احتراف في اي حته يبقى بره. انما انا بنصحه كاخ كبير انه يقبل الاقتراحات بتاعت لجنه الكوره، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه في اي منصب يحتله في النادي الاهلي. نيجي نمسك احمد فتحي. احمد فتحي انا برضو يعني الحقيقه التفاوض خد وقت طويل قوي، وكان لازم هو طبعا احنا بنعزه اولا كلاعب كويس واخلاقه كويسه بنعزه جدا، وقدم للنادي الاهلي في السنين اللي لعبها قدم حاجات كويسه جدا، ويعني مستر فايلر حتى برضو انا بتفق مع الكابتن عادل كل ما بنيجي هنا بنقول لا احمد فتحي يبقى لازم يبقى اساسي، لازم ياخد فرصته، لازم يبقى في المنتخب، لانه ميزه احمد فتحي بيلعب في اكتر من مركز، بيلعب باك يمين لما مصطفى بيلعبه في وسط الملعب، بيلعبه مساك، فميزه ان يبقى عندنا واحد زي احمد فتحي بيملك الامكانيات دي، بيقدر يؤدي في كل المراكز دي. الفتره اللي خدت المفاوضات كان هو طبعا بيتفاوض، كان لازم يبقى فيه وضوح شويه، يعني لازم يبقى فيه وضوح منه شويه مع لجنه الكوره ان هو بيتفاوض او مع سين من الناس، سواء نادي داخل مصر او خارج مصر. لجنه الكوره ما بتقولش حاجه، لان لجنه الكوره مهمتها اولا التخطيط على المدى القصير والتخطيط على المدى البعيد. لازم كان يقول موقفه من بدري، وخاصه ان احنا برضو الحمد لله لجنه التخطيط والنادي الاهلي والقطاع العريض دوت منظم نفسه، يعني عندنا محمد هاني، عندنا ممكن مستر فايلر يعني يوظف حد في المكان كباك يمين، واحنا عندنا وفي قطاع الناشئين انا عارف ان في واحد في المنتخب في 2001 مع الكابتن ربيع ياسين بيلعب باك يمين مع المنتخب وبيأدي تاديه كويسه جدا، فده ممكن نضمه، يعني ما فيش مشكله فنيه لما احمد فتحي يمشي. انا كان يهمني ان احمد فتحي يقرر ان هو يبقى موجود معانا الفتره اللي جايه، طبعا كلنا بنتمنى له التوفيق في القرار اللي هو هياخده، انما كنت اتمنى ان هو ينهي حياته في النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير قوي، وكلمه اقولها طبعا من غير ما اسيء لحد، النادي الاهلي ما بيقفش على حد. النادي الاهلي على مر السنين لعيبه كتير قوي بطلت، والنادي الاهلي ما زال في طريقه وبيحقق بطولات وبيحقق امجاد على مر تاريخه. نادي القرن ده كفايه ان هو نادي القرن، سواء مين بطل، ده بطل، ده مشي، ده كذا، النادي الاهلي ماشي في طريقه وبيحقق بطولات بابنائه وبقطاعه وبمجلس ادارته باجهزته الفنيه. ان شاء الله ما بيقفش على حد، وتمنياتي للتوفيق للاربعه قامات كلهم، تمنياتي كلهم بالتوفيق في المراحل اللي جايه ان شاء الله. كابتن شريف، والله هقول لك على حاجه يا اسلام، احنا كان لينا قبل كده اراء كتير مع بعض، يعني النادي الاهلي دايما بينتقي العملاء بتوعه، اللعيبه بتاعته في جميع اللعبات، يعني تحس انك انت بتتعامل مع بنك حسابه مفتوح على حسب انت ازاي هتخش العلاقه بينك وبين هذا الكيان العظيم، هتثبت فيه استثمارات الموهبه اللي ربنا اداها لك. ففي لعيبه كتير ربنا
انعم عليها بمشوار كروي، مشوار رياضي يصاحبه طبعا جميع الشروط اللي هي بتلاقي انك تبقى موجود في النادي الاهلي، اللي هو اخلاق، المبادئ، التعليمات، الدنيا كلها ماشيه ازاي، حبك للناس، حب الجماهير ليك، الانتماء ده كله بيحتوي في جماهير كبيره غفيره طبعا، لازم تكون هي بتحبك وانت بتديها حاجات اللي هي كلها بتحبها، والنتائج وكل حاجه بتواكب. في لعيبه كويسه جدا حظها بيبقى مع النادي الاهلي او مع اي نادي تاني مش موفق، وممكن يوفق في اي حته تانية. انما لما بيكون ليك باع كبير زي حسام عاشور والناس بتحترم هذا المشوار الجميل، وانت كنت لعيب فيك الصفات كلها زي ما كابتن ابراهيم قال، تؤهلك انك انت تبقى موجود، حسابك مفتوح يعني ما بيتقفلش، يعني انت مش عشان بطلت في النادي الاهلي هيبقى خلاص انت علاقتك بالنادي الاهلي انتهت، لا، النادي الاهلي ما بيقفلش حسابات حد ولا ده الحاجه الوحيده في النادي الاهلي ان انت مواكب مع الرحله لغايه لما الدنيا خلاص بتقول كفايه كده في الحكايه كلها. انما انا شايف ان كل لاعب هو مسؤول عن قرار نفسه، وكل لاعب هو اللي بيأدي. عندنا لعيبه كتير قوي بنتمناها تبقى بتمضي وبتلعب والناس بتحبها، بس عايزه منهم يؤدوا الشروط المواتيه انك انت تبقى موجود في هذا الكيان الكبير. النادي الاهلي ما عندوش، ما بيغلطش النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده شكل فني هو اللي بيطلب الناس دي تبقى مكمله، بيدور على البطولات، بيدور على ازاي يسعد الجماهير كلها، بيدور على شغله باحترافيه زي ما كنت قلت يا كابتن عادل، احترافيه هايله في كل حاجه، الانتماءات هايله في كل حاجه وكلها. انما كل واحد فينا ربنا اداله حته، يعني ربنا اداله موهبه قدر احمد فتحي يوصل بيها لغايه 36 سنه، برافو عليه، يعني كويس. هو بقى هيكمل مع الكيان اللي الناس كلها بتحبه، بتحب ابني من ولادها، يعني انا اب بحب ابني، تعالى هتكمل معايا وما اعرفش ايه، جات له ظروف وقال لا، ساب، قفل حسابه في البنك، بقى هو اللي قفله، يعني مش النادي الاهلي اللي قفله له، يعني لا، هنا في الحاله دي هو اللي قفل حسابه بايده، يعني خلاص، يعني هو قرر يروح في حته تانية او يروح يلعب حاجه. انما لا يعني يشوب هذا الموقف لا النادي الاهلي ولا احمد فتحي، خلاص هو اللي اختار النهايه دي. انما بقيت اللعيبه كلها يا اسلام وكلنا وانت منهم والدنيا كلها هتلاقي ليك كيان وليك حساب خاص في النادي الاهلي اللي هو عمره ما قفل حسابك، انت باسلوبك وبطريقتك وبلعبك وبشهرتك وبتاريخك وبحب الناس ليك كمان هو اللي بيجعل منك شيء احنا بنقعد نتكلم عنه دلوقتي او العالم كله بيقعد يتكلم عنه، وهيفضل الحكايه دي طول الحياه، يعني دي مش هتفضل النهارده القضيه دي خلصت وواحد مضى بره وواحد مضى جوه واتجدد والكلام من ده ومعرفش ايه وانتهت القصه، لا، دي هتفضل كل يوم الحكايه، كل حاجه مستمره في ان اعضاء البنك ده واعضاء الكيان ده واعضاء دول كلهم منتقاه، يعني عشان كده الناس كلها بتتكلم عن المواضيع دي، عشان الناس بتستغرب ازاي واحد يقدر يبقى في الكيان ده وعنده كل الامكانيات دي. هو دي بس الحته بقى اللي انا نقعد نتكلم فيها، وخاصه على احمد فتحي يعني. ويسيب الكيان ده يا راجل، ده الواحد بيمشي يتمحك في السور بتاع النادي، واحد يقول له كده، واحد يقول له ده، الواحد يتمنى بس يقعد خمس دقائق جوه النادي الاهلي، واحد كل واحد هياخدها من المفهوم بتاعه هو قرر. ما فيش، احنا فصلين الحكايه دي خالص، اللي يقعد في النادي الاهلي هو المكسب ليه، هو مكسب العمر كله، انا هو واحد من الناس قاعد اقول عمري كله قعدت في النادي الاهلي وما لعبتش في اي حته تانية، تاخد مني اربع خمس سنين في حياتي غصب عني في اصابات او اي حاجه زي اي حد تاني بيتعرض لها، انما حسابي موجود، اتضح لي ان انا حسابي موجود لحد دلوقتي، بخش النادي واطلع من النادي وليا ناس بتتعامل معايا وفاتحين لي اليوتيوب. ها؟ واليوتيوب واليوتيوب زي ما انت قلت لك، تضرب اليوتيوب تلاقي لاعب نادي الاهلي، النادي الاهلي دي حاجه تقيله قوي، يعني جوهره، وما شاء الله اللعيبه كلها اللي موجوده في النادي جواهر، يعني حاجه لطيفه جدا ان في النادي الاهلي بصراحه، يعني فيها فخر، فيها ذهب، فيها ناس كتيرة بنتعلم منهم الحقيقه. انا قاعد معاكم انتوا اساتذتنا طبعا، يعني بنبقى قاعدين بنتفرج عليكم ازاي، بتعلمونا برضو لحد النهارده، يعني مش ما بتعلموناش، لا بنتعلم احنا، ما في حاجات مش بتفوتنا، انما اسلوب معين بيفكرني بالاساتذه اللي انا اشتغلت معاهم، واحنا طول عمرنا كنا مع بعض وفي ايدين بعض، وانا جيت لعبت وانتم بتشطبوا لعب وبقيتوا مدربين وعديتوا في القصه دي وما خرجتوش من الكيان. النادي الاهلي هو البنك اللي بقول لك عليه، حسابك مفتوح يا كابتن عادل، حسابك مفتوح على طول، طول ما انت ابن النادي الاهلي، طول ما انت عارف
خصوصيات النادي الاهلي وطلبات النادي الاهلي والشروط اللي بنمشي عليها. اي حد بيشذ بره النادي الاهلي بيروح منه تاريخه على طول، ما حدش بيقول هو احنا اسلام زعلانين على صالح جمعه ليه يا ابني؟ ده انت في نعمه ما حدش داري بيها، روح موت لحد النهار، ده انت لسه ليك في الحساب شويه قد كده، اوعى تضيعها. وبنزن عليه تاني زي ما انتوا فتحتوا السكه دي، وبنقول له تالت وتالت، ده اللي المفروض علينا. هو بقى صاحب ازاي يمشي الدنيا. شريف اكرامي ابن من ابنائنا وهيفضل طول عمره ابن من ابنائنا، وايه الحته اللي احنا كنا عايز يلعب، عايز يلعب ولعب وعمل بطولات وعمل تاريخ وما زال التاريخ بتاعه ده، وهيفضل حسابه مفتوح. ده من ابوه لاخواته لعيلته لرمضان كل الدنيا موجوده. فمش هحس ان شريف مشي يعني ما اعرفش، انا مش يعني خدت بالك مش شايفها لحد النهارده، الا لما اشوف ده بعيني واشوفه في اول مباراه بيلعب معايا في فرقه ثانيه. انما انا لحد دلوقتي مش حاسس انه مشي، وزي ما اكون ايه، انا متهيألي انه القرار ده هيتراجع او يعني انا لسه يعني ما مش بتكلمش على شريف، لان حاسس برضه ان هو هيفضل حتى هو بعيد عني موجود معايا. في ناس كده تحس ان هي زي ما حضرتك كده كنت بتروح تمرن في فرقه بره وترجع تمسك قطع الناشئين مثلا في النادي. هو البيت، هو الكيان، هو المكان، انت منتمي لده. والله رحت خدت بطوله اوروبا مع بدرشين ولا الكيان، خدت بطوله 21 سنه مع هو ده الكيان، هو ده اللي متضاف، هو ده اللي معروف. حسابك بره غير حساب جوه. فاحنا بنشكر الناس اللي ادت حق للاولاد اللي خدموهم، بس انا شايف ان هم كانوا يعني شفافيه زياده عن اللزوم، واتبعوا كل الاصول في تنفيذ قراراتهم والتجديدات اللي حصلت بالنسبه للعيبه دي. عملوا كل حاجه ممكنه الحقيقه، اللجان اللي كنتوا بتتكلموا على اللجان او كل الاداريين او 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 او, أو اللعيبه كمان واخواتهم مع بعض. ايه واحد يعز عليه ان احمد فتحي مشي، انه بيقول لك ده اخويا وحبيبي وقائد معايا وبيشيل، وانا بحبه وبحب اسمع كلامه وبحس بيعلق يعني بيبث فيا النعره بتاعت التيشيرت وبالنعره بتاعت الملعب، وقد ايه هو قوي وقد ايه زي ما انت بتقول جوكر من الجواكر، حاجات كتير قوي موجوده في كل حاجه. هو ده بس الواحد بيعز عليه، انما جماهير النادي الاهلي حاجه ثانيه خالص، هي اللي عملتنا يعني، هي اللي قالت الها، وهي اللي حبتك وانت عرفت تتعامل معاها بالصدفه، انك انت ربنا اداك موهبه قدرت توصلها، والعلاقه توصل بين المسؤولين وبين الجماهير وبين العالم كله. بس انت روح العب كل ده كابتن ابراهيم، كابتن عادل، كابتن اسلام، روح العبه كله في اي نادي غير النادي الاهلي. شكرا. ولا انت بتلعب ربع ساعه في النادي الاهلي، لو جول بيطلع واحده من تحت المصر بتتعرض على العالم كله، احلى صده في الاسبوع بتطلع في القاهره في نادي اسمه النادي الاهلي، بتطلع لك وتتخش زي ما حصل لشيف اكرامي قبل كده لو تفتكروا، طلع كوره من تحت العارضه، فضلت الكوره دي لحد النهارده تاريخ انا بتكلم عنها. هو ده بقى مكان النادي الاهلي. انت لما بيعرضوا لنا جوال والكلام من ده، هو ده النادي الاهلي. لما بتروح تتعامل مع الجماهير ولما بتخش وسط الجماهير كمان بتبقى انت النادي الاهلي برضه، حتى لو انت مش شغال في النادي الاهلي، انت وانت قاعد في المدرج انت شغال في النادي الاهلي، شغال بالحب وشغال بالعطاء وشغال بكل حاجه. امال النادي مش اداك بس، النادي هيفضل يديك طول عمره. انت بقى من الحكايه فين؟ هتبص الاسلام وتقول انا اشمعنى اسلام كذا وانا ليه ما بقاش انا؟ مفيش القصه دي. اللي اتربى في النادي الاهلي يعرف ان مفيش حاجات دي خالص. الحكايه ماشيه، عمر النادي الاهلي ما هيحتاج ولد من ولاده، ها؟ ومش هيلاقيه. انت لو جالك عرض وانت ماسك اي فرقه ثانيه والنادي الاهلي بعت لك هتعمل ايه؟ تستأذن زي ما الناس كلها بتعمل، مدربين بيعملوا كده كلهم، واللي بيشتغل في النادي الاهلي ومنتخب مصر طلبه بيعمل ايه؟ بيروح يستأذن النادي الاهلي يقول ايه رايكم والكلام ده، واللي بيحدده النادي الاهلي. النادي الاهلي ده هو اللي بيضخ الدم كلها في الرياضه في مصر الحقيقه. انا ما اقدرش اقول اكتر من كده. محدش اثر في اي حاجه. احنا في وقت دلوقتي نقدر نتكلم براحتنا للفيروس اللي هو في العالم ده كله، احنا مش عارفين هنلعب امتى السنه دي او السنه الجايه، او احنا مش عارفين اي حاجه الحقيقه. ان الناس بتشتغل وبتقدرك وبتعمل لك تجديد او بتعمل لك استضافه او وانت قاعد في البيت، ايه الكرم بتاع البنك الاهلي ده؟ مش عارف يعني ايه رئيس مجلس اداره البنك واعضاء مجلس اداره البنك والنادي الاهلي يعني، واللي اللي هم اللجان دول، ما هو ده بنك بقى خلاص، هو اللي بيدينا حسابنا مفتوح على طول. انا مش شايفها غير كده الحقيقه.
وبعدين يجي رئيس مجلس اداره تاني، خدت بالك الحساب مفتوح برضه، هو ما مش هيقدر يغير اي حاجه في اي كيان او في اي شروط او في اي حاجه، هو الكوادر دي هي. انا زي حضرتك زي كابتن ابراهيم، على كل واحد ادى قد ايه بياخد، هتلاقينا كلنا متساويين ان شاء الله. انا جايب 1000 جول وانت جبت جولين، بس متساويين، متساويين عند الناس، متساويين عند النادي، متساويين عند كل حاجه. فخر لينا كلنا ان احنا قاعدين مع بعض دلوقتي بنقول حاجه للناس اللي هم اعتقد هم عايزين يقولوها كمان. انت تحبني انا هطيرك فوق، انت مش هتقدر تكمل معايا خلاص، شكرا ميرسي قوي انك انت قعدت معايا. عم وليد سليمان حجز لنفسه زي ما انت قلت، حب رزقه في الناس، بمضي على بياض. ايه الجمال ده، خدتها ايه الذكاء ده. حسام عاشور هيموت عايز يلعب سنه ولا اتنين، وانا عارف انه هيرجع يقول لك ايه، لا الكيان اقوى من ان انا ايه اضحي بالناس اشوشر. لا 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 لا، ده انا بس من حقنا ان احنا نديله فرصه يفكر لنفسه، يفكر لاولاده، يفكر لعائلته، يفكر للدنيا كلها، يفكر ان هو محتاج يأدي شويه كمان ولا ايه، اكيد هيروح للمشوار الصح يعني. اعتقد احنا غطينا الاربع لعيبه وكده كده هم ما زالوا اخواتنا، واحنا بنتفرج عليهم وسعداء بيهم في اي مكان هيكونوا موجودين. هو ده المهم الحقيقه، هو ده اللي دايما احنا بنتعلمه من كباتننا، وزي ما قلت لحضراتكم دايما اجيال بتسلم اجيال، يعني محمد سمير، كابتن ربيع ياسين، ثم نجومنا الكبار كابتن عادل وكابتن ابراهيم وكابتن شريف، اجيال كلها دايما. وتلاقوا لو حضراتكم شايفين هتلاقوا تقريبا نفس الكلام في اتجاه واحد، كل الناس لها الاحترام وكل الناس لها التقدير، ومحدش هينسى اللي اتعمل خلال الفتره اللي فاتت من بطولات وانجازات وبذل عرق وبذل مجهود خلال فترات طويله، كل واحد فيهم بقى بالسنين اللي لعبها، ولكن في النهايه برضو الناس لن تنسى مواقف التجديد، مين جدد ومين ما جددش. هو ده اللي البنك اللي بيتكلم عليه كابتن شريف، هو ده الكلام اللي بيقوله كابتن عادل وكابتن ابراهيم. وبالتالي شكرا للي ما كملش في النادي الاهلي، وفي النهايه النادي الاهلي لن يتاثر باي شيء وهيكمل مشواره، لان طول عمر النادي الاهلي من 1907 وحتى الان اكيد اكيد 100% من 1907 لغايه دلوقتي لعيبه كتيره بطلت ولعيبه كتيره مشيت من النادي، وهيظل دائما النادي الاهلي بيحصد البطولات، ما عندناش اي مشكله في هذا الموضوع. كابتن عادل، النشاط الكروي، هل تتوقع عوده النشاط الكروي قريبا؟ والله انا عندي تفاؤل غير طبيعي انه ان شاء الله هيبدا. بالنسبه للدور الاوروبيه، احنا شفنا الاتحاد البلجيكي نهى الدوري وقال البطل فلان، ما فيش حد سابه. الاتحاد الاوروبي قال له ما فيش دوله في اوروبا تاخد القرار اللي انت خدته، والقرار اللي انت خدته ده انت هتتعاقب عليه، انت ما تلغيش الدوري لانك انت هتحرم من انك انت تلعب الانديه بتاعتك في اوروبا. بالنسبه لنا احنا كمصر اعتقد ان القرار هيبقى جماعي. نعم حضرتك، ما معنى اللي انت بتقوله، هو القرار هيبقى جماعي. قرار جماعي، لان هم يعني لوحديهم كده راحوا نهوا الدوري وراحوا اعلنوا البطل. طبعا الكلام ده لم يدرس، لان عندهم انديه هتلعب في كاس اوروبا وبطوله اوروبا، فطبعا الاتحاد الاوروبي طبعا ما سابهمش على طول، وراح واخد القرار وادالهم التحذيرات. بالنسبه لينا احنا، وزي ما انت عارف وقعدت انت اربع خمس سنين، الدوري يعني على طول دوري بيسلم دوري زي جماعه العاب القوه، فاحنا ما عندناش مشكله اطلاقا ان احنا حتى لو نهينا في اغسطس، انك انت ممكن بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثه انك انت الماتشات اللي فاضله بتستكمل بيها الدوري، خاصه ان انت التزامات الاولمبي، المنتخب الاولمبي والفريق الكبير ما فيش، كلها حاجات متاجله السنه 2021. وبالتالي انا حتى كنت بكلم الكابتن ابراهيم والكابتن شريف ان احنا ممكن جدا فتره الاعداد بعد ما الغمه دي تنتهي يبقى في فتره اعداد، مش بقى 20 يوم ولا او 15 يوم، لا تبقى فتره اعداد مكثفه، بحيث انك انت بتكمل الموسم ثم بتاخد اسبوع او اسبوعين وتكمل الموسم الاخر. ده جزء لو لا قدر الله العمليه طولت، انما ان شاء الله كل المؤشرات بتقول ان شاء الله مصر باذن الله مع درجات الحراره العاليه ومع التنبؤات في اقاويل بتقول ان ده كذا وان ده غاز وان ده فيروس والحاجات اللي احنا مش عارفين نحط ايدينا عليها، وان في ادويه بتطلع وفي حاجات كده، انا شايف انه ان شاء الله باذن الله تعالى باذنك يا رب ان قبل رمضان ان شاء الله يكون فيه الحاجه دي خرجت من مصر وخرجت من العالم كله، ونبتدي ان شاء الله الموسم بتاعنا بشكل جيد على المستوى المحلي وعلى المستوى الاوروبي.
تمام قبل رمضان ده كمان اسبوعين يعني يا رب. يعني درجه الحراره امبارح والنهارده في دكتور هاني الناظر طبعا راجل محترم جدا يعني قال يوم السبت الكلام ده الاسبوع اللي فات قال يوم السبت درجه الحراره هتبقى 36. هذا الفيروس بيموت بيقعد في درجه حراره 33 ل 36 بيقعد دقائق. امبارح كانت 36 والنهارده احنا شفنا درجه الحراره عامله ازاي بره ثم شفنا اتمنى ان يكون الكلام ده صحيح لانه الحقيقه منظمه الصحه العالميه لسه حتى رئيس منظمه الصحه العالميه متكلم او مدير منظمه الصحه العالميه متكلم وقال لك موضوع الحراره ده غير مؤكد يعني ان هي بيزيد انتشار. اتمنى ان هو يكون كابتن الراجل ده عليه علامه استفهام. الراجل ده معلش يعني نظريه المؤامره لابسه فيه بقى يعني ده يطلع يقول لك ايه يقول لك مش قبل سنه ونص نلاقي علاج. ليه يا عم انت بتخوف العالم كله ليه كده؟ انت خلي بال حضرتك اصله بيتعامل مع صحه الناس فلازم يبقى حريص جدا. يقول لك سنه ونص عشان تلاقي هو يمكن وبعدين بالاعداد اللي انت بتشوفها دي بتحصل في البلاد كلها وفي بلاد قفلت يعني ما لازم يخاف الراجل لازم يعرف يعني خلي بال حضرتك يروح النهاوي بتاع الحكايه دي مش عارف. احنا بطبيعتنا كمسلمين متفائلين كانسان انت طبيعتك بمناعتك يعني يقول لك احنا حتى مختلفين في التعامل. يعني يا كابتن ما ينفعش ان انا يتقال انه مثلا في ادويه الرئيس الامريكي مثلا قال ان في دوايين في الملاريا وبيتعملوا وبعدين في فرنسا قالوا ان في دواء بيتعمل وفي مصر هنا في دكاتره ممتازين قالوا ان في حاجات معينه بتتجرب وهتتعمل. فاحنا يعني النظره التشاؤميه دي ان انا بعد سنه ونص هلاقي دواء. طب ما الصين عندها ادويه والصين اتمنع منها الفيروس خالص. في حاجات كده بتحاول ان هي زي الحاجات الطبيه يا كابتن احنا يعني انا مش حابب انا مش طبيب ادخل فيها بالظبط عشان كده بقول مش عارفين نتكلم في اختصاصاتنا انما لكن هو يقول سنه ونص ده طبيعي على فكره ان هو بيتكلم على صحه شوف بقى كم مليار. فيعني هو لما بيتكلم كده التصريح بتاعه بيوصل لكل الناس وبالتالي هو لازم يبقى واخد باله ومحافظ على صحه الناس. يعني كابتن مظبوط طالما هناك لم يكن هناك تاكيدات على هذا الموضوع. انت عارف حضرتك في حاجه اسمها الانفلونزا الاسبانيه حصدت كميه رهيبه جدا. الانفلونزا العاديه بتاعتنا بتموت اكتر الاف المرات من الفيروس ده ومحدش بيجيب سيرتها. لا هي العمليه داخله فيها حاجات احنا طبعا مالناش دعوه بيها لكن عشان نقل العدوى او حاجه زي كده اسرع. طب الانفلونزا كانت برضه بتبقى بالعدوى هي حصدت ليها دواء ده اسرع من تاني يعني ليها دواء. اللي انا اقصده فيه امراض كتيره جدا حصدت ارواح كتيره جدا ومحدش بيجيب سيرتها. الفيروس ده الله اعلم هل هو يعني ما اعرفش هو ايه الله اعلم. مع الايام هيبان صحه الناس اللي بيتكلمنا بامانه والناس اللي هي بتهول وعايزه الناس تعيش في خوف وحذر. احنا الخوف والحذر ده الحمد لله جه فايده. الناس كلها النهارده بتتطهر. الناس كلها النهارده في اوروبا ابتدت تجيب الورق وابتدت تعمل شطافات ابتدت تعمل الـ 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 الناس ابتدت الماسكات علشان ما تعديش غيرها. شفت يا كابتن اسلام انه في مدينه مصورينها قبل وبعد الحظر مدينه لونها اسود وبعد الحظر المدينه لونها ابيض. العوادم دي انتهت. معنى ان العوادم دي انتهت يا كابتن يعني صحه اولادنا واحفادنا ان الولد بيشم هواء نظيف. هقول لك على حاجه يا كابتن عادل. بلد زي فرنسا دي قائمه على السياح بيخش لها من جميع البلاد كل يوم الافات. دي اكبر بلد يمكن في العالم هي واسبانيا في حكايه السياحه دي. وانت ازاي هتحكم الناس اللي دخلت والناس اللي خرجت والناس اللي عمليه خلاص احنا بقينا جوه الموضوع. عشان كده يمكن الراجل ده بيدي وقت نكون الدنيا خلاص يعني البنيه تماما التحتيه تماما نقدر نكون حاصرنا الموضوع ده في نفس الوقت زي ما انت بتقول يكون في مصل او في شوف يا كابتن شريف اي حاجه السويد ابتدوا يعملوها يعني. السويد بالمناسبه ما عملوش حظر. انا طبعا مش معاهم في الموضوع ده لكن هم مش عاملين حظر وقالوا بس من فضلك ما يبقاش فيه اكتر من 50. عارف حضرتك عدد سكان السويد كام؟ مش كتير حاجه كده يعني بس ما عملوش حظر. لا بس انا اقصد ان ده عدد يعني سكان. انا اقصد التفكير يعني كبلد عدد سكان هم عندهم النظام الطبي مختلف عن النظام الطبي في العالم كله. السويد افضل نظام طبي في العالم كله معروف لانه هناك اساسا الناس عازله نفسها اجتماعيا من غير حاجه يعني اساسا الاساس بتاعهم اللي هي التباعد والعزل هو ده الاساس بتاعهم هناك يعني الثقافه بتاعتهم مختلفه عن الثقافه بتاعتنا كابتن او عن الثقافه الشرق اوسطيه او العربيه يعني. كابتن ابراهيم يعني كيف يمكن للانديه تعويض خسائرها الكبيره خلال هذه الفتره؟
هو الاول ما فيش شك ان السؤال اللي انت سالته للكابتن عادل احنا ما نقدرش القرار يبقى فردي، يعني ما يقدرش مثلا الاتحاد المصري يقول لك احنا موقفين. لا هم طلعوا النهارده او اتكلموا النهارده بيقولوا مصدر يعني من اتحاد كره القدم بيقول ان يعني هننتظر نشوف الدنيا. لازم لازم الانتظار، لازم الانتظار، ويبقى حته الصبر موجوده لغايه لما تشوف الدنيا ماشيه ازاي. يعني الصين اللي هي الوباء طلع من عندها ابتدت تشغل المترو النهارده، ابتدت المترو ابتدى يشغل وابتدت الاصابات عندهم تقل، معنى كده ان هم توصلوا يا دوبك انهم يقللوا الاصابات، فابتدى في امل عند بقيه العالم ان هينحصر الميكروب ده ان شاء الله تدريجيا، ابتداء من الصين ان شاء الله لبقيه الدول باذن واحد احد ان شاء الله. بالنسبه لعوده الدوري او ازاي تعوض، احنا عندنا دلوقتي في توقفات كتير اتلغت، يعني المنتخب ما فيش توقفات دلوقتي لان الاتحاد الافريقي اجل المسابقات بتاعته لفتره طويله، الاتحاد الدولي لسه ما خلاش هيعمل ايه، وبالتالي في توقفات كتير اتلغت من الدوري المصري. احنا ممكن لو الفتره طالت شويه، لو الفتره طالت شويه احنا ممكن نعمل اعداد من اول وجديد، يعني لو فتره طالت بعد شهر وابتدى الدوري يبقى مطوله فتره الغياب دلوقتي، ان احنا ممكن ننظم بقيه الموسم. ما نقدرش نلغي يا كابتن، انا ما اقدرش الغي، لان انت عندك نوادي هتهبط ونوادي هتطلع من الدرجه الاولى، عواقب كتيره قوي قدام الالغاءات، وبالتالي ما تقدرش تلغي دلوقتي، انت تصبر وتتأنى، وبعدين بعد كده ممكن نلضم الموسمين مع بعض، ممكن الدور الثاني يتلعب وبعدين تدي مثلا راح اسبوعين ثلاثه زي ما قال الكابتن عادل، وانا بتفق معاه في النقطه دي، وان انت تبتدي الموسم الجديد، بس ده هيتوقف عليه حاجات كتيره قوي، اجراءات القيد لازم تتأجل، قيد الموسم الجديد لازم تتأجل، اجراءات القيد بتاعت كل سواء الدرجه ممتاز يعني اشار لكده، حاجات الفيفا اشار للكلام، لازم تتأجل كل الحاجات دي مؤقتا. ان انت تعمل حاجه دلوقتي ان انت تقدر تعوض بيها حاجه، ما تقدرش تعمل اي تجمعات لان القانون بيحظر. لا احنا بنتكلم على ما بعد. ما بعد هو اللي انا بقوله ده، ان ممكن تلضم الموسمين مع بعض، تدي فتره راحه طويله اللي هي الدوله بتجبر الناس عليها دلوقتي، حفظا على صحتها، حفظا على الارواح، يعني المدارس قفلت والجامعة قفلت، وشوف اي حاجه، الكنائس ودور العباده والمساجد كل قفلت، كل ده حفاظ على ارواح الناس وارواح التلاميذ بتاعتنا. يبقى ندي فتره الراحه لغايه لما ان شاء الله باذن الله ينقشع الوباء باذن واحد احد عن العالم كله، تبتدي تعمل فتره اعداد وتبقى بقى شهر او حاجه، تدي فرصه للنوادي انها تعد اللعيبه بطريقه جيده، وتكمل الموسم بتاعك، تكمل الموسم اللي باقي من السنه، وبعدين بعد كده تدي فتره مثلا اسبوعين ولا حاجه، وتبتدي الموسم الجديد باجراءات جديده بقى، باجراءات قيد وباجراءات اللي بيشوفها اتحاد الكوره والناحيه الاداريه. ده الحاجه الوحيده اللي ممكن نعملها في الفتره اللي جايه. كابتن شريف، كيف تتعامل الانديه مع اللاعبين في مثل هذا الموقف؟ وده اولا، وهل من الافضل اعلان انهاء الموسم ولا تعليقه بقى لحين ما نرى ماذا سيحدث؟ لا انا هقول لك على حاجه، هو احنا دلوقتي في وقت عزله كلنا، بس اغلب الناس بتشتغل في حدود وفي ساعات معينه، ولكن في ناس مسؤولين عن الوضع بالنسبه للكيان بتاعهم كله، حتى المنتخبات، يعني المدربين كلها دلوقتي اللي ماسكه منتخبات وكده عنده وقت من التفكير ازاي ان شاء الله لما يرجع القصه دي هيكون اكيد عامل عمليه اعاده التحميل ازاي، اعاده التاهيل ازاي بالنسبه للدنيا كلها، اكيد هيبقى عنده خطه ان هو يخش ازاي ويرجع ازاي مع الفريق، وازاي الناس دي كلها ده شغل فني بحت، في مسؤولين عنه هيعملوه، هيوصلوا الناس كلها انها توصل بالسلامه ان شاء الله بعد الغمه دي مطروح باذن الله، وربنا يرفع مكته وغضبه عنا جميعا. ف هنلاقي نفسنا رايحين اوتوماتيك لكل واحد شغال، يعني كابتن عادل لو عندك فرقه ما انت اكيد بتذاكر دلوقتي ازاي انا هقدر، وعندك فرصه بقى دلوقتي تمسك لاعب بسنه مش عارف ايه ازاي
اداك الفرصه الفيروس انك انت من الضغط اللي كان عليك كل 3 ايام ماتش وكل 48 ساعه مباراه وارتباطات دوليه وارتباطات افريقيه وكده. انما الواضح انه ما ينفعش حاجه تتلغي لا هنا في مصر ولا بره مصر، لان دي هتبقى ارتباطات افريقيه ودوليه وعندك حاجات انت مسؤول عنها، هتطلع مين، هتاخد بالوضع الحالي الشكل اللي هو المربع الذهبي ماشي، ده قرار لو اتعمل في العالم كله اكيد هيوصل لنا واحنا هننفذ بدون ما اي حاجه هنشكك فيها او هنتدخل فيها بوضع اي حد. نزل كابتن ابراهيم قال حكايه الهبوط والصعود دي ممكن حوار يبقى فيها، يعني يدوا فرصه تانية للناس اللي هي اتظلمت مثلا، وهل كان ناقص كام مباراه هيحسبوها، ده شغل الناس اللي هي قاعده دلوقتي تقدر، ادام احنا فتحنا المواضيع دي اكيد هي عندهم، اكيد هم بيتكلموا فيها، كل مدرب عنده الطقم بتاعه يقدر يتكلم ويتناقش في الحكايه دي، يقدر يعمل جداول تبقى جاهزه ان شاء الله، ان شاء الله يقول لك بكره مفيش فيروس، نبدي نعمل حاله تدريجيه للدخول، فتح النوادي، ادام فتحت النادي للاعضاء والناس كلها بقى في بريق امل ان الحكايه ابتدت تتلاشى. دي بس حكايه الحجر الصحي ده طبعا للعيبه كلها لما ترجع برضو لازم يبقى فيه كشف طبعا، ده ضروري جدا على الناس كلها ان هي اللي داخله المنشاه او داخله في الكيان او ما عندهاش اي حاجه، يعني لازم الحجر الصحي ده من هنا لغايه لما نبتدي نلعب يبقى موجود، لان هو ده اساس الفتره اللي بعدها واللي بعد اللي بعدها، يعني ما مش هينفع احنا نضر في اي حد او انا اتضر او غيري يتضر او اي حد يتضر هو مش عارف، يعني هو ما يعرفش، ده ناقل عدوى سريع جدا والراجل ما يعرفش، فهيبقى لازم الحجر الصحي اللي احنا ده نشتغل عليه الفتره دي كلها، والجداول والتاهيل والحاجات دي كلها دي حاجه اكاديميه، يعني اكاديميات فايلر بالكوتش بتاعه، جارتيرون بالكوتشات بتاعته، الدنيا كلها شغاله مشتاقين جدا لهذا الوضع، الدنيا كلها حتى في البيوت مشتاقه انها تشوف هذا الشكل تاني، لازم نساعد بعض كلنا عشان نوصل للنقطه اللي احنا عايزين نوصل لها. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق وان تمر هذه الازمه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عادل، شكرا جزيلا يا كابتن ابراهيم، شكرا جزيلا يا كابتن شريف، ان شاء الله ازمه وتعدي وتظل الامور او كره القدم تعود او الرياضه او الحياه تعود كما كانت. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاربعاء وحلقه جديده من ملعب الاهلي.